بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم جميعا يا شباب. بنستكمل النهاردة يا شباب رحلتنا مع الهيرينج. كنا اتكلمنا في الحصة اللي فاتت يا دكتور عن الأوتر إير أو الإكسترنال إير، وقلت المعاليك إن الصوت يا معالي الدكتور بينتقل في الهواء على هيئة موجات. آدي يا عم موجات الصوت أهي، تمام؟ آدي موجات الصوت. الموجات دي مين بيجمعها؟ اللي بيجمع موجات الصوت دي يا دكتور هي الاوتر او الاكسترنال اير، تمام؟ تقوم مجمعها في مين؟ بتقوم مجمعها بالشكل ده كده في قناه او تيوب ضيقه شويه، كنا بنقول عليها الاكسترنال اوديتوري كانال. اهي ادي يا دكتور الاكسترنال اوديتوري كانال. طيب كلام جميل جدا. الاكسترنال اوديتوري كانال بيمشي فيها موجات الصوت. في اخر الاكسترنال اوديتوري كانال عندك حاجه اسمها التيمبانيك ميمبرين او الطبله بتاعه الاذن. التيمبانيك ميمبرين او الطبله بتاعه الاذن دي كنا اتكلمنا عنها بالتفصيل شويه الحصه اللي فاتت، وكنا قلنا بعض الخصائص اللي موجوده فيها. من ضمن الخصائص دي يا دكتور ان هي بتكون تنس، يعني مشدوده شويه، مش بس كده يا دكتور، كانت الاستيك وما كانش ليها فريكوانسي خاص بيها. وده معناه ايه؟ ده معناه ان هي بتهتز فقط لما يكون عندك موجات اهتزازية للصوت. طيب إذا انقطعت الموجات دي يا دكتور، إذا كان لها دامبنج أكشن، بتوقف فايبريشن أو بتوقف اهتزاز. والفريكوانسي بتاع الاهتزاز بتاع التيمبانيك ميمبرين اتفقنا من الحصة اللي فاتت أنه يساوي الفريكوانسي بتاعة الموجات بتاعة الصوت. يعني مثلا لو أنا عندي موجات صوت اهتزازها يا دكتور 2000 اهتزازة في الثانية، فالتيمبانيك ميمبرين بيهتز 2000 اهتزازة في الثانية هو كمان. والصوت لما بيوقف، التيمبانيك ميمبرين أو الطبلة بتاعة الأذن عندها حاجة اسمها دامبنج إفكت، وبتوقف فايبريشن، بتوقف اهتزاز. هنا توقفنا الحصة اللي فاتت. النهاردة بقى هنبدأ نتكلم عن الميدل إير في البداية. يعني ايه الميدل اير؟ الاذن الوسطى. هبدا اتكلم معاك واقول لك التيمبانيك ميمبرين ده يا حبيب قلبي الغالي، بعديه جوه في ايه بقى؟ قال لك عندك الاذن الوسطى، والاذن الوسطى دي بتتكون من فراغ، يعني في هواء. الفراغ اللي فيه هواء ده فيه ثلاث عظمات صغيرين، 3 bones. الثلاث عظمات الصغيرين دول معلومه مني ليك، اصغر ثلاث عظمات موجودين في جسمك. اول عظمه بنقول عليها الميلس، اللي هي شبه المطرقة بالشكل ده كده اهو، هي دي كلها عاملة زي المطرقة او الشاكوش يلا، تمام؟ تاني عظمة بنقول عليها الانقص، فين يا دكتور الانقص؟ ادي الانقص بالشكل ده كده. تالت عظمة واصغر واحدة فيهم اسمها الاستيبس، ادي يا دكتور الاستيبس. طبعا الكلام ده اي ثينك يعني ان انتوا برضو اخدتوه في الهيستولوجي. يبقى الانر اير، اسف، الميدل اير اللي هي الاذن الوسطى، هي عبارة عن كافيتي. الكافيتي ده فيه هواء، تمام؟ طيب الهواء ده يا دكتور او الكافيتي ده يحتوي على ثلاث عظمات، الميلس والانكس والستيبس. المعلومة اللي عايز اقولها لك دلوقتي ان الثلاث عظمات دول لازقين في بعض، واول واحدة فيهم ناحية التيمبانيك ميمبرين الا وهي الميلس، لازقة يا دكتور في التيمبانيك ميمبرين. طيب بما ان العظم ده صغير قوي، فالتيمبانيك ميمبرين لما يجي يهتز يلا بسبب موجات الصوت بيحصل له ايه؟ بيهز العظم. يعني عظم اهي معايا، اعتبر الموبايل ده عظمه الميلس، تمام؟ التيمبانيك ميمبرين فضل يهتز، فبيهز مين؟ بيهز الميلس، والميلس تهز الانقص، والانقص تهز الاستيبس، تمام؟ يبقى يا دكتور الميلس والانقص والاستيبس، الميلس دي لما تهتز بسبب اهتزاز التيمبانيك ميمبرين تروح هي كمان عامله فايبريشن او اهتزاز في مين؟ في الانقص، والانقص تعمل في الاستيبس. الاستيبس بقى يا حبيب قلبي راكبه على الكوكليا او القوقعه اللي موجوده في الاذن الداخليه، او بنقول عليها الانر اير، تمام؟ طيب حلو جدا يا دكتور. اذا 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 انا الهدف بتاعي ايه؟ الهدف بتاعي ان القوقعه دي او الكوكليا تهتز. طب هي بتهتز ازاي؟ يا ابني القوقعه دي من الاخر كده عباره عن تيوب. عباره عن ايه يا دكتور؟ عباره عن تيوب ماسوره يا ابني، ولكنها مكنيه حوالين بعضها كده، فاهم قصدي؟ ما هي الا تيوب. التيوب ده مليان من جوه فلويد سائل. حلو؟ الفلويد ده يا دكتور عايم على ريسبتورز، الريسبتورز دي لما بتهتز انت بتسمع. طب حلو حلو، انا عايز الريسبتورز دي تهتز. طب هتهتز ازاي؟
لازم الفلويد يا دكتور اللي فوق الريسبتور يتحرك. الفلويد اللي فوق الريسبتور ده هيتحرك امتى؟ لما يا معالي الدكتور التمبانيك ميمبرين يهتز، فتقوم الملس مهتزه، فيقوم الانكس مهتز، فتقوم الاستيبس مهتزه، تقوم يا دكتور مخبطه او عامله فايبريشن على الكوكلي او القوقعه، يهتز او يتحرك السائل اللي موجود جوه القوقعه، فيقوم يا دكتور عامل استيميوليشن للهيرنج ريسبتور او الاوديتوري ريسبتورز اللي موجوده يا دكتور فين؟ جوه القوقعه، فانت تسمع. ده الموضوع بكل بساطه وبوجه عام، تمام؟ طيب في بقى تفاصيل، التفاصيل هناخدها دلوقتي، بس انا عايزك تعرف الفكره العامه او الاستراكشر او التركيب العام. طيب في معلومه انا قلتها وانت يعني عديتها يا دكتور يا محترم، انا اتكلمت معاك في الميدل اير، قلت لك دي عباره عن كافيتي صح، قلت لك ان الكافيتي ده اللي هو اللي قدامك ده فيه هواء وانت عديتها كده. طب الهواء ده جاي منين؟ اذا كان يا دكتور الطبله بتاعت الاذن قافله هنا، يعني مفيش كونكشن مباشر ما بين يا دكتور الشارع او الهواء اللي بره وما بين الميدل اير او الاذن الوسطى، وبتقول لي فيها هواء، اقول لك ايوه، ومن رحمه وحكمه ربنا ان فيها هواء. طب الهواء ده بيجي منين يا دكتور؟ بيجي يا حبيب قلبي من تيوب تانية خالص. التيوب اللي قدامك دي، عارف التيوب دي يا ابني متوصله بمين؟ التيوب دي يا حبيب قلبي الغالي متوصله عندك بالنيزوفارنكس، اهو متوصله بالنيزوفارنكس. التيوب دي متوصله بايه؟ بالنيزوفارنكس. يعني تعمل ايه؟ تدخل هنا هوا. طب هي فتحه في النيزوفارنكس والفتحه الثانيه فين؟ في الميدل اير او الاذن الوسطى. طب الهوا ده فايدته ايه؟ الهوا ده مهم جدا علشان الطبله بتاعه الاذن دي يا ابني ما يحصلهاش ديتاتشمنت وتترمي بعيد. ازاي؟ مش انت قال عندك ضغط الهوا بره؟ صح ولا مش صح؟ عندك ضغط بره هو جاي من الاكسترنال اير في الاكسترنال اوديتوري كانال. الضغط ده يا دكتور لو ما بيواجهوش ضغط الناحيه الثانيه من جوه الاير درام او يا دكتور الطبله بتاعت الاذن، ممكن من كتر الضغط اللي بره يحصل لها ديتاتشمنت وتتشال من مكانها. فربنا يخلق لك ضغط جوه نتيجه هواء جاي عن طريق النيزوفارنكس في تيوب اسمها استيكيان تيوب يعادل الضغط اللي موجود بره يا معالي الدكتور، فالضغط على الجانبين يكون متساوي، فتفضل عندك الطبله بتاعه الاذن سليمه ما يحصل لهاش اي ديتاتشمنت. تمام؟ تمام. ده كده يا ابني الفكره العامه اللي انت ازاي بتسمع. تعال بقى دلوقتي ادخل معاك في التفاصيل شويه ونعلي الاي كيو مع بعض شويه. ركز معايا بقى يا حبيب قلبي على الفيديو لل 3 دي انيميشن ده، اعرفك ازاي رحله الصوت بتنتقل عندك من الهواء لحد ما توصل وانت تسمع. فركز معايا في الفيديو ده. بص يا دكتور، ادي يا عم بنت قدامك اهي، المفروض ان هي هتسمع صوت دلوقتي. ادي يا عم مصدر الصوت، تمام؟ ادي موجات الصوت دخلت اهي، تضغطات وتخلخلات، اوكي؟ دخلت يا دكتور في الاكسترنال اير، دخلت بعد كده في الاكسترنال اوديتوري ميتس، هتعمل بقى ايه؟ هتهز التمبانيك ممبرين. بص التمبانيك ممبرين بيهتز اهو، طبله الاذن بتهتز قدامك اهو. التمبانيك ممبرين ده لما بيحصل له فايبريشن او بيهتز لازق فيه ثلاث عظمات يا دكتور. لازق فيه كام عظمه؟ ثلاث عظمات، ادي الملس الانكس والستيبس. شوف يا ابني الثلاثه بيهتزوا مع بعض ازاي. الاستيبس يا معالي الدكتور المحترم لازقه في الاخر على مين؟ على الكوكليا اللي هي القوقعه بتاعه الاذن. طب الكوكليا دي جواها ايه؟ جواها فلويد. الفلويد دوت عايم على ايه؟ عايم على ريسبتور. ادخل جوه الكوكليا جواها ايه يا دكتور؟ ادي فلويد اهو. لما الملس تخبط عليها او تهتز عليها الفلويد يتحرك، فيحرك مين؟ الريسبتور المسؤول عن السمع، عباره عن هيرسل بتهتز عادي جدا كده اهو. لما الفلويد اللي حواليها او اللي موجود فوقيها يا دكتور يحصل له فايبريشن او يهتز. طيب بص بالعظمه اللي قدامك دي، ادي الاوديتوري ريسبتور بتهتز، فلما تهتز ايه اللي يحصل يا حبيب قلبي؟ يحصل لها ستيميوليشن. ازاي هتعرف؟ انا بتكلم معاك دلوقتي بشكل عام، تمام؟ حصل لها ستيميوليشن يا عم بكاسكيد ما هنعرفه في حصه النهارده برضه. فقامت يا دكتور عادي جدا مطلعه نيورو ترانسميتر و هتقوم عامله استيميوليشن او محفزه الاوديتوري نيرف اللي هو العصب السمعي، يوصل عندك يا معالي الدكتور للبرين او المخ بتاعك في الاوديتوري كورتكس، فتبدا انك تسمع. تمام؟ طيب حلو جدا يا دكتور. بص كده معايا نقدم شويه. اهو ادي يا عم الكهرباء ماشيه. بص كده في العظمه اللي فاتت دي الكهرباء ماشيه في العصب السمعي اهو، توصل فين؟ توصل عندك يا دكتور في الاوديتوري كورتكس في البرين، فتبدا انك تسمع. ادي يا عم الميكانيزم اوف هيرنج بشكل عام. تمام؟ طيب ركز بقى معايا علشان نكمل.
نستكمل يا معالي الدكتور المحترم، ودلوقتي عايز اسالك سؤال مهم جدا. هو انا يا دكتور الهدف بتاعي ايه؟ الهدف بتاعي هيبقى البي عشان اقدر ان انا اسمع الصوت، ان انا عندي موجات بتاعه الصوت موجوده في الاكسترنال اوديتوري كانال بالشكل ده كده، بتروح تعمل فايبريشن او اهتزاز في الاير درام او التيمبانيك ميمبرين، الطبله بتاعه الاذن، علشان الطبله بتاعه الاذن دي يا دكتور تقوم عامله فايبريشن في الملس، الملس يعمل في الانقس، الانقس تعمل في الاستيبس، تقوم عامله ايه؟ تقوم يا دكتور عامله فايبريشن في الكوكليا او القوقعه. الكوكليا دي جواها فلويد زي ما انت شفت في الانيميشن من شويه. الفلويد ده لما يحصل له فايبريشن او يهتز بيقوم محرك يا دكتور اوديتوري ريسبتورز، فانت تبدا تسمع. تمام؟ طيب ما تيجي كده نسال بعض سؤال. هو انا الهدف بتاعي ايه؟ الهدف بتاعي ان الميه اللي موجوده جوه الكوكليا او الفلويد اللي موجود جوه القوقعه بتاعه الاذن، الميه دي تتحرك. طيب يا دكتور، هو ليه ربنا سبحانه وتعالى ما وصلش الكوكليا مباشرة كده بالطبلة بتاعة الأذن، والاهتزازات كده كده بتقع على الطبلة بتاعة الأذن، فتقوم يا دكتور المية مهتزة وخلاص؟ قال لك ما هو يلا لو ده حصل المية مش هتتحرك. يعني لولا وجود الثلاث عظمات اللي قدامك دول، ألا وهم مين؟ الملص والإنقص والاستيبس، المية اللي جوه الكوكيلا مش هتتحرك. ازاي يا دكتور؟ مش هي الاهتزازات دي هي اللي بتحرك المية؟ اقول لك ايوه، بس انا عايز اسألك سؤال. هي مقاومة الوسط للصوت اعلى فين؟ في الهواء ولا في المية؟ تقصد تقول لي يا دكتور، اقصد اقول لك لو انا يا ابني الصوت ده، الصوت بينتقل وبيعمل فايبريشن، احسن في الهواء ولا في المية؟ طبعا يا معالي الدكتور المحترم بينتقل احسن في الهواء. تمام، بينتقل احسن في الهواء. طب حلو، اي وسط موجود في الدنيا عنده مقاومه للصوت، عنده مقاومه للفايبريشنز بتاعه الساوند، اي وسط ربنا خلقه في الدنيا. طيب بما ان الصوت بينتقل احسن يا دكتور في الهواء، يبقى الهواء اقل مقاومه للساوند او للموجات بتاعه الصوت، والعكس صحيح. يبقى يا دكتور الميه او الفلويد المقاومه بتاعتها يا دكتور للساوند عاليه، صح ولا مش صح؟ صح يا دكتور. طيب يبقى انا دلوقتي انا عايز اعمل اهتزاز في الميه اللي موجوده جوه الكوكيلا، صح؟ الصوت بقى يقدر يعمل اهتزازات اسهل فين؟ في الهواء ولا في الميه؟ لا يا دكتور، الصوت بيعمل اهتزازات في الهواء بسهوله، لان مقاومه الهواء للصوت قليله. ويا معالي الدكتور الصوت بيعمل اهتزاز في الميه، بس بصعوبه جدا، محتاج ان ضغط الصوت او البريشر اوف ساوند اللي هو الساوند بريشر يكون عالي قوي 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 قوي. طيب ثواني بس يا دكتور، يعني انت عايز تقول لي يا دكتور ان ضغط الصوت اللي موجود عندي في الاكسترنال اوديتوري كانال اللي بيحرك لي الاير درام، ضغط الصوت ده غير كافي تماما ان هو يحرك لي الفلويد او الميه اللي موجوده جوه الكوكيولا؟ اي نعم، غير كافي، بل ان وظيفه الثلاث عظمات اللي قدام معاليك دول يا دكتور ان هم يزودوا الساوند بريشر 22 ضعف. يعني انت متخيل ان الموجات اللي داخله دي ليها ضغط صوت، ليها ساوند بريشر، الموجات اللي داخله في الاكسترنال اوديتوري كانال، تمام، بتحرك الاير درام. لازم علشان الموجات دي الضغط بتاعها يقدر ان هو يحرك الميه اللي موجوده في الكوكيلا، لازم الضغط او البريشر بتاع الساوند يزيد 22 ضعف. ده بيحصل ازاي؟ هتعرف كمان شويه. طيب بذمتك مين بقى في النص ما بين الاير درام وما بين الكوكيلا مسؤول ان هو يزود البريشر ساوند؟ اكيد يا معالي الدكتور الملس، الانقس، الاستيبس، صح ولا مش صح يا دكتور؟ طيب ده كلام جميل جدا. اذا يا معالي الدكتور المحترم، انا لو هختصر الوظيفه بتاعت الميدل اير، اهم وظيفه موجوده عندها هقول لك ان هي بتلائم المقاومه. يعني ايه يا دكتور بتلائم المقاومه؟ حاجه اسمها امبيدنس ماتشنج. كلمه امبيدنس معناها مقاوم، تمام؟ طيب كلمه ماتشنج معناها ملائمه. هفهمها لك بالتفصيل دلوقتي بس ركز معايا. انت عايز تنقل الصوت من وسط المقاومه بتاعته قليله للصوت، الا وهو الهواء اللي موجود بره، عايز تنقل الصوت ده يا معالي الدكتور المحترم لوسط المقاومه بتاعته عاليه،
ألا وهو الفلويد أو المية اللي موجودة جوه الكوكيلا. طب بما إن يا دكتور المقاومة بتاعة الفلويد اللي جوه الكوكيلا عالية قوي للساوند، الساوند ما يقدرش يحركها، ما يقدرش يحرك الفلويد اللي موجود جوه الكوكيلا. مش مقتنع يا دكتور؟ عايز تقتنع؟ هات كوباية مية وافضل زعق فيها وابقى قابلني لو المية اهتزت. يا ابني مش الصوت اللي طالع مني ده يا معالي الدكتور المحترم له ضغط؟ اه يا دكتور له ساوند بريشر. هات كده كوباية مية قدامك زي اللي انا ماسكها في ايدي واقعد صوت وزعق في كوباية المية وابقى قابلني لو اهتزت. مش هتهتز؟ طب انا عايز بقى الفلويد اللي جوه الكوكيلا يهتز بسبب نفس الصوت اللي انا بطلعه. اذا ربنا يخلق لي في الاذن الوسطى او الميدل اير ثلاث عظمات. الثلاث عظمات دول الملس والانكس والاستيبس وظيفتهم ان هم يزودوا البريشر اوف ساوند بمقدار 22 ضعف. طيب لما الضغط بتاع الساوند ده يزيد بمقدار 22 ضعف يقدر ان هو يحرك او يعمل اهتزاز في الفلويد اللي موجود جوه الكوكيولا، بالتبعيه يحرك مين؟ الاوديتوري ريسبتورز، فتبدا ان حضرتك تسمع. طيب يا دكتور هو ده بيحصل ازاي؟ ركز بقى معايا يا ابني، بص معايا. هو انا دلوقتي الاير درام دي مساحه السطح بتاعتها مقارنة بالستيبس عاملة ايه؟ يا لهوي يا دكتور ده الاير درام كبيرة قوي بالنسبة للستيبس. الستيبس فانا لو عايز يعني لو عايز اتخيلهم كأن هم خط مستقيم هتخيلهم ازاي؟ هقول لك. شايف يا ابني؟ هكبر لك الصورة بتاعتي عشان اوضح لك حاجة كده عاملها. بص يا حبيب قلبي، ايه ده؟ ده يا ابني اعتبر الحاجة الكبيرة اللي هنا دي، مساحة السطح الكبيرة دي اعتبرها مين؟ اعتبرها الاير درام اهو. دي كده يا ابني الاير درام، مساحه سطحها كبيره جدا، المفروض بيحصل فيها تخبيط او فايبريشن هنا، صح؟ فايبريشن هنا، الفايبريشن ده بيفضل ماشي ماشي من عظمه اللي هي الملس ثم الانكس ثم الاستيبس عشان يتجمع في العظمه الصغيره، العظمه الصغيره اللي بسميها الاستيبس موجوده هنا. لك ان تتخيل يا حبيب قلبي الغالي ان التخبيط او الفايبريشن اللي موجود هنا بيتجمع على مساحه السطح الصغيره دي، يعني الفايبريشن اللي موجود هنا بيحصل له كونسنتريشن، بيتجمع على العظمه الصغيره اللي اسمها الاستيبس. طيب هل الحركه اللي ربنا عملها دي تزود يا معالي الدكتور المحترم الضغط بتاع الصوت؟ قال لك ايوه تزود الضغط بتاع الصوت. انت لو مش مقتنع تعالى اقنعك بالفيزياء، ما عنديش ادنى مشكله خالص. بالعربي كلام اولى ابتدائي، هو الضغط كان بيساوي ايه؟ والله هكتب لك بالعربي اهو. الضغط كان بيساوي حاجه على حاجه، كان بيساوي يا دكتور قوه الصوت بالعربي اهو، قوه الصوت على المساحه. يعني ايه المساحه؟ المساحه يا ابني اللي ماشي فيها الصوت، تمام؟ قوة الصوت دي ثابتة ما اتغيرتش، ما هو نفس الصوت، يلا نفس الصوت اللي أنت بتسمعه، قوة الصوت ثابتة. طب بص بقى معايا، لما يكون عندي مساحة السطح كبيرة زي الإير درام أهو، مساحة السطح كبيرة زي الإير درام، تبدأ إن هي تصغر 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 تصغر، يعني المساحة عندك في الاستيبس بتصغر جامد. ولما المساحة تصغر جامد يا دكتور يحصل إيه في الضغط أو في البريشر ساوند أو الساوند اللي هو الضغط بتاع الصوت؟ الضغط ده يزيد جامد. ولما الضغط ده يزيد بمقدار كام؟ يزيد بمقدار 22 ضعف، فيقدر ان هو يعمل لك فايبريشن او اهتزاز في الميه اللي موجوده جوه الكوكيولا. الف مبروك يا حبيب قلبي الغالي، انت عرفت تسمع. تمام؟ حلو، يبقى نقول تاني. مقاومه الوسط، يعني ايه كلمه مقاومه؟ امبيدنس. وظيفه الميدل اير ان هي تعمل ملائمه للمقاومة العالية بتاعة الفلويد اللي موجود جوه الكوكيلا للصوت. هتعمل ملائمة ازاي؟ ان هي تعلي البريشر اوف ساوند، تعلي ضغط الصوت بمقدار 22 ضعف، وهذا يؤدي يا معالي الدكتور ان الضغط العالي ده يقدر ان هو يعمل لك اهتزاز او فايبريشن يا حبيب قلبي في الفلويد اللي موجود جوه الكوكيولا، يقوم عامل اهتزاز او يحرك مين؟ يحرك السيليا، او يحرك زي ما لسه موريك من شويه في الانيميشن الريسبتورز المسؤول عن السمع. لما يتحرك تبدا انك تسمع. اذا يا ابني ربنا مش هيخلق لنا الثلاث عظمات دول بالشكل الرباني العظيم ده الا لهدف عظيم، ألا وهو إن أنا أعمل إمبيدنج ماتشنج. يعني إمبيدنس ماتشنج يعني هلائم، هلائم المقاومة بتاعت الصوت. أنا دلوقتي مقاومة الصوت أعلى وأكبر فين؟ أكيد في المية، يبقى مش سهل إن أنا أعمل اهتزاز في المية بسبب الصوت. عايز تقتنع؟ هات كوباية مية وأقعد صوت وزعق فيها وبقى قابلني لو اتحركت. يبقى لازم الضغط بتاع الصوت او البريشر ساوند يزيد. هيزيد ازاي؟ المهمه عندك تعتمد على حاجه اسمها المساحه بتاعه السطح.
المساحة اللي بيتحرك فيها الصوت، المساحة يا دكتور اللي بيمشي فيها الساوند. طب بتحصل ازاي؟ قال لك الاير درام كبيرة واسعة. بص بقى، الاير درام كبيرة بالشكل ده كده، الصوت من الاير درام للملس للانقس للستيبس، الستيبس صغيرة كده، فالصوت بدل ما كان على مساحة كبيرة بقى كونسنتريتد على مساحة صغيرة، فالضغط بتاعه يزيد. عايز تقتنع بالقانون؟ القانون قدامك، قوة الصوت ثابتة لأنه نفس الفويس، نفس الصوت، نفس الساوند على المساحة، المساحة بتقل فالبريجر ساوند يزيد. تمام؟ حلو جدا يا دكتور. يعني الصوت بيعمل اهتزازات بصعوبة في الماء، فربنا يخلق لي الميدل اير تعلي يا دكتور الضغط بتاع الصوت عشان يقدر ان هو يلائم هذه المقاومه او يلائم الامبيدنس الزياده، ويقدر يعمل فايبريشن في الفلويد اللي جوه الكوكيرا. تمام؟ يزود يا معالي الدكتور البريشر ده بمقدار 22 ضعف، فيهتز عندك الهير سيلز بتاعه السمع فتبدا انك تسمع. تمام؟ طيب كلام جميل جدا. تعالى برضو اوريك فيديو 3 دي انيميشن للموضوع بتاع الضغط ومساحة السطح والقوة بتاعة الصوت. هوريك فيديو عظيم جدا، وبعد كده نشوف الكلام ده في الكتاب بكل حرف ازاي. ركز معايا يا حبيب قلبي في الفيديو 3 دي انيميشن ده، وضح لك الجزئية بتاعة فرق المساحة. بص يا عم، ادي واحد هيبدأ ان هو يسمع قدامك اهو، هيجي يا دكتور موجات للصوت تدخل الاير بتاعته. تمام؟ ادي يا عم مصدر الساوند او مصدر الصوت، طلع هيطلع على هيئة موجات قدامك اهو، تضاغطات وتخلخلات يا ولدي، موجات الصوت اهي بتعمل اهتزاز في الهواء وهتدخل عندك على الاير. تبدأ مين تستلمها؟ تستلمها الاكسترنال اير. تمام؟ بص بقى معايا، ادي يا سيدي الاكسترنال اير قدام عليك اهو، بتبدأ ان هي تكولكت الساوند، بتجمع الصوت علشان تدخله في الاكسترنال اوديتوري كانال، الفتحة اللي قدام عليك الجميلة قوي دي. تمام؟ شوف بقى العظمه اللي جايه دي. ادي يا دكتور الفويس او الساوند هيبدا ان هو يدخل في الاكسترنال اوديتوري كانال، بعد كده يروح يعمل اهتزاز في الطبله او الاير درام متصله بالملس ثم الانكس ثم الاستيبس. شوف يا ابني الاير درام، الاير درام لما بتهتز بتحرك مين؟ الملس ثم الانكس ثم الاستيبس. الاستيبس دي يا معالي الدكتور تعمل ايه؟ تروح يا حبيب قلبي الغالي تعمل فايبريشن في الميه اللي موجوده جوه الكوكيرا. بس عايز اوضح لك حاجه بقى، الهدف بتاع الحركات دي ايه؟ ان هي تعلي الضغط بتاع الصوت. طب الضغط بتاع الصوت هيقل ليه؟ لان المساحه بتاعه الاير درام اكبر بكتير قوي من اخر عظمه موجوده عندك اللي هي الستيبس. تمام؟ بص كده معايا دلوقتي هيوضح لك الحته دي بالتفصيل دلوقتي. بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك بص يا ابن العظمه اللي جايه دي، بص بيقول لك مساحه السطح بتاعه الاير درام الكبيره قوي اللي قدامك دي 55، القطر بتاعها 55 ملم، لكن يا دكتور الاستيبس الحزينه دي ركز معايا 3.2 ملم. تخيل الفايبريشن او الاهتزاز يا معالي الدكتور بتاع الصوت كان على 55 ملم، بعد كده قام متجمع كله، حصل له كونسنتريشن على العظمه الصغيره اللي هي 3.2 ملم. ايه اللي يحصل يا دكتور؟ المساحه قلت قوي 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 قوي، فايه اللي يحصل للضغط؟ الضغط يزيد جدا 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 بمقدار 22 ضعف، ولك ان تتخيل. تمام؟ بص يا حبيب قلبي اهو ركبهم تاني. بص معايا، ادي يا عم الاير درام بتتحرك، تحرك الملس ثم الانكس ثم الاستيبس، الضغط بيزيد في الحركه دي 22 ضعف ضغط الصوت، فيقدر ان هو يا معالي الدكتور يحرك لك مين؟ يقدر ان هو يحرك لك الفلويد اللي موجود جوه الكوكيلا. اوكي؟ طيب ركز معايا عشان نكمل. بعد كده بقى يا معالي الدكتور عايز اتكلم مع معاليك عن معلومه غايه في الاهميه والجمال. تمام؟ بقول لك ايه يا ابني؟ بقول لك اللي قدامك دي الكوكليا يا دكتور. الكوكليا دي يا حبيب قلبي فيها تو ويندوز، يعني حاجه كده بنقول عليهم يعني زي الشباك، فاهمني؟ تو ويندو. عندك ويندو يا حبيب قلبي الغالي اللي بتاع الستيبس لازقه فيه. يعني الستيبس اللي هي العظمه الصغيره، اصغر عظمه موجوده فيهم. علشان تلمس الكوكليا بتلمسها في مكان بالشكل ده كده، المكان ده اسمه ايه يا دكتور؟ اسمه ويندو. تمام؟ انهي ويندو فيهم؟ بما ان احنا يا دكتور عندنا تو ويندوز موجودين عندنا في الكوكليا، قال لك الويندو اللي بتلمسه او بتلزق فيه العظمه بتاعه الاستيبس هسميه الاوفال ويندو. تمام؟ تمام يا دكتور. وعندي ويندو تاني مدور او دائري بالشكل ده كده اهو قدام عليك اهو، ويبني على اسمه هسميه الراوند ويندو. تمام؟
راوند ويندو. طيب حلو جدا، اسالك بقى سؤال وعايزك انت اللي هتجاوب. هو انا يا ابني بضغط او بعمل فايبريشن على انهي ويندو من الاثنين دول؟ على الاوفال ويندو يا دكتور، لان الاوفال ويندو هو اللي الاستيبس لازقه فيه، صح؟ طيب هو ليه ربنا سبحانه وتعالى ما عملش على الاثنين مع بعض؟ طب ما نضغط على الاثنين يا دكتور، يعني نعمل فايبريشن في الاوفال وفي الويندو عشان نزود يلا الحركه بتاعه الميه جوه. هقول لك غلط، ده كده اي كيو شمبانزي تفكير اصلا. ليه يا دكتور؟ يا حبيب قلبي الغالي، اصلا الكوكيلا دي لو جيت فردتها هتلاقي التو ويندو موجودين عندك. لازم يا معالي الدكتور المحترم علشان الفلويد يقدر ان هو يتحرك جوه الكوكيولا يكون في ضغط او فرق في الضغط، بنسميه ديفرنشال بريشر بتوين التو ويندوز. يعني تضغط على الاوفل وتسيب الراوند فيديو وتسيب الراوند ويندو بدون ما تلمسها. طيب ليه؟ عشان الضغط او الفايبريشن على الاوفال يزيد، وبالتبعيه يا دكتور الراوند ويندو ما تلمستهاش، فالضغط فيها يكون قليل. فرق الضغط ده او الديفرنشال بريشر ده هو اللي بيسمح يا دكتور بحركه الفلويد او الفايبريشن اوف فلويد جوه الكوكيرا. انت عارف يا ابني لو انت ضغطت على التو ويندو اللي هو الراوند والاوفال مع بعض الضغط هيكون متساوي، مش هيكون عندك ديفرنشال بريشر، بالتالي وبالتبعيه الفلويد مش هتحرك عندك جوه الكوكيرا اصلا. تمام؟ يبقى يا دكتور ربنا خلى العظمة الصغيرة أصغر عظمة من الثلاثة الموجودين في الميدل إير، ألا وهي الاستيبس، بتلزق عندي في الكوكيلا في مكان اسمه الأوفال ويندو. اسمه إيه؟ الأوفال ويندو. الساوند يا دكتور بيتجمع في الأوفال ويندو، الموجات بتاعته يبدأ إن هو يهتز ويعمل فايبريشن. الفايبريشن ده يعمل إيه؟ يكون ديفرنشال بريشر، فرق في الضغط بتوين الأوفال ويندو ويندو تانية موجودة تحت اسمها الراوند ويندو. تمام؟ عشان انا ما لمستش الراوند ويندو. هذا الديفرنشال بريشر او فرق الضغط هو الذي يسمح بالفايبريشن او الحركه بتاعه الفلويد جوه الكوكيلا. ادي يا عم المعلومه اللي انا عايز اقولها لك. طيب تعالى بعد كده بقى نفتح الكتاب بتاعنا او المذكره بتاعتنا واقول لك اول اربع وظائف من الميدل اير. احنا كده خلصناهم اي نعم، تعالى بس اقول لك شويه زيادات وحبشتكنات علشان نكون خلصنا جزء كبير منها. فركز معايا عشان نكمل. بنتكلم دلوقتي يا دكتور عن الفانكشنز بتاعه الميدل اير. تمام؟ اول وظيفه او اول فانكشن موجوده عندنا بيقول لك ان الميدل اير يا معالي الدكتور كابلز الساوند انرجي تو ذا كوكليا. يعني ايه الكلام ده؟ يعني بتنقل الساوند او الموجات بتاعه الساوند الى الكوكليا. ليه يا دكتور؟ لان هي بتتكون من ثلاث عظمات اللي هم يا معالي الدكتور الملص ثم الانكس ثم الاستيبس. رسمه جميله جدا موجوده قدامك اهي. تمام؟ طيب ايه اللي بيحصل؟ بيحصل فايبريشن في التمبانيك ميمبرين. الفايبريشن ده بيؤدي الى فايبريشن في الميدل اير بونز اللي هم الملص ثم الانقص ثم الاستيبس. تمام؟ طب حلو جدا. اخر واحده فيهم هي الاستيبس. بص يا ابني منتهيه عندك او راكنه عندك على ويندو اسمه اوفال ويندو، موجود يا ابني في نهايه في بدايه اسف في بدايه التيوب اوفال ويندو. تمام؟ بص العظمه، والله يا ابني الصوره دي عظيمه جدا. بص كده في نهايه التيوب تحت موجود عندك الراوند ويندو. ما هو انا لسه قايل لك ان التيوب دي ملفوفه حوالين بعضها، فاهم قصدي؟ الاوفال ويندو ده لازم يكون في فرق في الضغط ما بينه وما بين الراوند ويندو علشان الفلويد يتحرك بالشكل ده كده على اتجاه الاسهم اللي قدام عليك دي. لو ما فيش فرق في الضغط، لو ما فيش ديفرنشال بريشر، عمر الفلويد ما هيتحرك. فعلشان كده ربنا ما خليناش نلمس الراوند ويندو اطلاقا، لا من قريب ولا من بعيد. انت بتعمل فايبريشن على الاوفال ويندو فيتخلق عندك ضغط او فرق في الضغط ما بين الاوفال ويندو والراوند ويندو، فيتحرك عندك الفلويد يا دكتور في الكوكيلا، يؤدي الى ايه؟ الى حركه في الريسبتورز المسؤوله عن الاوديتوري او السمع، فتبدا انك تسمع. تمام؟ اهو يا معالي الدكتور ده يؤدي الى ايه؟ fluid within the cochlea to vibrate. الفلويد اللي موجود جوه الكوكيلا بيحصل له اهتزاز، فده يؤدي الى stimulation في الاوديتوري ريسبتورز. دي كده اول وظيفه. تمام؟ تمام. تاني وظيفه بقول لك ايه يا ابني؟ هي الميدل اير دي موجوده فين؟ موجوده في النص. طيب حلو جدا. عباره عن ايه؟ الميدل اير دي عباره عن بوني كافيتي، يعني كافيتي من العظام. مهمته يا دكتور بيقدمها برضو زياده ان هو بيحمي اهم جزء مسؤول عن السمع او الكوكيولا. لو جيت انا اسالك سؤال واقول لك ايه يا ابني الحاجه اللي
ربنا خلقها بطريقة أعظم ما يكون. إيه يا ابني أهم عضو موجود عندك يا معالي الدكتور عشان تسمع بيه؟ هتقول لي أكيد الأورجان اللي فيه الريسبتورز، ألا وهو مين؟ ألا وهو الكوكيرا. فبما إن الميدل إير عبارة عن بوني كافيتي، فيقدر إن هو يوفر بروتكشن بسبب العظم ده، يوفر بروتكشن للكوكيلا، مش أي حاجة تقدر تأذيها، تمام؟ لخبطة معينة وما إلى ذلك. دول كده يا ابني اول وظيفتين موجودين عندنا، واتمنى تكونوا فهمتهم كويس. طيب نستكمل يا دكتور باقي الوظائف، ركز معايا. بسم الله. اهو بص يا ابني بقى الوظيفه الثالثه العظيمه، قلناها بالتفصيل وتعالى برضو نقولها تاني. بيقول لك امبيدنس ماتشنج. يعني ايه امبيدنس ماتشنج؟ معناها يا معالي الدكتور هتقول لي ملائمة المقاومة. ليه يا دكتور؟ بيقول لك الميدل اير فانكشن وظيفتها ان هي امبيدنس الماتشنج ديفايس، كأنها جهاز بيعمل ملائمة للمقاومة بتاعة الفلويد الزيادة لمرور الساوند، او يخلي الساوند يهز الماي، تمام؟ عن طريق ان هو يعمل ايه؟ امبليفاينج، بيكبر او بيزود الساوند بريشر، بيزود يا دكتور الضغط بتاع الصوت. ليه يا دكتور؟ لان يا حبيب قلبي الغالي الصوت بيعمل اهتزاز في الميه بصعوبه، تمام؟ فلازم نكبر الضغط بتاع الصوت ده عشان يقدر ان هو يعمل موفمنت او فايبريشن في الكوكيلار فلويدز اللي هي السائل اللي موجود جوه الكوكيلا، تمام؟ طب حلو جدا. طب ازاي ده بيحصل؟ ايه الميكانيزم؟ قلناه وتعالى نعيد عليه تاني بالتفصيل واقول لك شويه حبشتكنات موجوده فيه. بص يا حبيب قلبي، بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك ان القوه بتاعه الصوت بيتم تجميعها يا معالي الدكتور على التمبانيك ميمبرين. التمبانيك ميمبرين ده كان كبير، كان لارج، ولسه موريك من شويه في الانيميشن ان الدايمتر بتاعه 55 ملم، تمام؟ طب حلو، بيبدا القوه دي او الفورس اوف ذا ساوند دي يحصل لها كونسنتريشن، تتجمع على اصغر حته في العظم، الا وهي مين؟ قال لك الاستيبس، تمام؟ طب الاستيبس دي بتكون لامسه مين؟ الاوفر ويندو. عارف يا ابني الدايمتر بتاع الاستيبس كام؟ لسه قايله لك من شويه، 3.2 ملم، ولك ان تتخيل، تمام؟ يبقى معالي الدكتور المحترم ده يؤدي الى ايه بقى؟ ده يؤدي يا دكتور الى ان البريجر بتاع الصوت يزيد 17 ضعف. دكتور انت لسه قايل من شويه ان هو بيزيد 22 ضعف. الفرق بتاع الدايمتر ده زود لنا يا معالي الدكتور المحترم الصوت بتاعنا بمقدار 17 ضعف. انت قلت يا دكتور 22 ضعف، اذا يا دكتور اكيد في حاجه تانيه برضو زودت الساوند بريجر، صح يا دكتور؟ ايه هو يا دكتور الحاجه التانيه اللي زودت الساوند بريجر؟ بص بقى معايا، بيقول لك عارف يا ابني احب اشبهها دايما، عارف انت الكريك بتاع العربيه؟ هو ايه الكريك بتاع العربيه ده يا دكتور؟ يا ابني انت بتحرك ايدك كده بالراحه فبترفع العربيه، ياه هو ايدك اللي رفعت العربيه ولا الكريك بتاع العربيه ده هو اللي بيخلي حركتك الصغيره حركه كبيره جدا وقوتها كبيره جدا فتقدر ترفع العربيه؟ ايوه يا دكتور ده اللي بيحصل. نفس الفكره دي بتحصل عندك يا حبيب قلبي في الميدل اير. طيب ازاي؟ قال لك والله يا معالي الدكتور المحترم اي حركه صغيره بس يا حبيب قلبي بتحصل على الاستيبس، تمام؟ لو حصل حركه صغيره جدا بس على الاستيبس ده بيخلي الـ 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 الضغط يزيد بمقدار 1.3 مره. طب ازاي الكلام ده؟ بص معايا، بيقول لك الاوسكلز او العظيمات الصغيره دي اكت از ليفر. ليفر دي اللي هو الكريك اللي بيرفع العربيه يعني، تمام؟ بيقول لك with the millus اللي هي اكبر عظمه فيهم لما تبدا انك تلمسها هي بتكون لارجر ذان الانكس، تمام؟ طب حلو جدا. طيب والانكس اكبر يا دكتور من الاستيبس، فانت لما تلمس واحده بس منهم بيتم تجميع كل هذه القوى يا دكتور على الصغيره منهم. فبيقول لك قال لك this، اقول لك the minimum displacement of stabus، يعني الحركه الصغيره قوي يا معالي الدكتور في الاستيبس قال لك بتنشئ ماكسيمم فورس. الماكسيمم فورس دي مقدارها كام؟ 1.3 ضعف. وهنا عندنا وقفه، كل مره بشرح فيها الجزئيه دي بتسيل فيها يا دكتور، اذا 17 زائد 1.3 يبقى قوه الصوت يا دكتور زادت بمقدار 18.5. غلط يا غلط يا حبيب قلبي الغالي، ال 17 ضعف اللي قدامك دول زادوا بمقدار او زادوا مره و3 من عشره.
إذا هتضرب مش هتجمع الله يكرمك، فتضرب لي 17 في 1.3 هيديك زيادة 22 مرة، دي المحصلة النهائية. يبقى الميدل إير يا دكتور وظيفتها العظم بتاعها إن هو يعمل لك إيه؟ إن هو يا حبيب قلبي الغالي يزود لك القوة بتاعة الصوت بمقدار كام؟ يزود لك الضغط بتاع الصوت، آسف، بمقدار 22 مرة. يزود لك الضغط بمقدار كام؟ بمقدار 22 مرة. طب حلو، عن طريق ايه يا دكتور؟ رقم واحد، ال 17 ضعف دول بسبب المساحه، اللي هي المساحه يا دكتور يا محترم بتاعه التمبانيك ميمبرين اكبر بكتير جدا من اكتر بكتير جدا من الاستيبس اللي هي اصغر عظمه، تمام؟ تاني سبب عندك يا دكتور اللي هو القوه، القوه الصغيره قوي يا حبيب قلبي على اللي موجوده على العظمه الكبيره اللي هي الميلس بتكون قوه كبيره، المينيمم فورس بتتحول الى ماكسيمم فورس بمقدار 1.3 فولد او ضعف، يبقى 1.3 في 17 يزود لك يا حبيب قلبي الغالي الضغط بتاع الصوت بمقدار 22 ضعف، تمام؟ وده يؤدي الى ان انت تقدر انك تحرك الفلويد اللي موجود جوه مين؟ اللي موجود جوه الكوكيلا بسهوله. طيب دي حاجه اسمها الامبيدنس ماتشنج، اللي هو انت بتلائم المقاومه بتاعه الفلويد اللي جوه للصوت، تمام؟ طيب الوظيفه اللي اخذناها برضو بعد كده بيقول لك ايه؟ بيقول لك والله الاوسيكولار سيستم ده اللي هو العظم اللي موجود جوه الميدل اير يا معالي الدكتور المحترم بيحصل له ابلاي فقط فقط، بص، اونلي على وان ويندو. ليه يا دكتور؟ هو احنا عندنا كام ويندو؟ عندنا تو ويندوز، يلا، راوند ويندو واوفال ويندو. طب هو العظم ده بيلمس مين؟ بيلمس الاوفال ويندو فقط يا حبيب قلبي الغالي، تمام؟ طيب والراوند ويندو ما بلمسوش، ماليش دعوه بيه، وده يؤدي الى فرق في الضغط ديفرنشال بريشر ما بين التو ويندوز، ده يا حبيب قلبي الغالي يلزم الى حركه الكوكيلر فلويد، لان الضغط ده لو مش موجود، لو فرق الضغط ده مش موجود السائل مش هيتحرك، لان السائل يا ابني بيتحرك بفرق الضغط، بفرق الضغط اللي بيحصل ما بين الاوفال ويندو والراوند ويندو، تمام؟ طيب دول كده يا ابني اول اربع وظائف للميدل اير، لسنا كمان كذا وظيفة فركز معايا عشان ناخدهم بقى بالتفصيل وبرضه نقراهم مع بعض من الكتاب. بعد كده بقى يا حبيب قلبي الغالي تعالى ندخل نتكلم عن شوية عضلات أو مسلز. هو مين بيتكلم؟ دكتور شريف ولا دكتور محمود علاء؟ أنا دكتور شريف يا ابني، بس يعني الصراحة يعني المسلز دي ما ينفعش تاخدها في الأناتومي. يعني دول يا ابني أصغر تو مسلز مخلوقين في جسمك. تمام؟ طبعا انا فضلت ادور كتير لحد ما جبت لك الرسمه ال 3 دي دي، تمام؟ انا احب دايما الاناتومي اشوفه 3 دي، الشغل بتاعكم بتاع الرسم بتاعكم ده انا ما احبوش، انا احب اشوف الحاجه 3 دي. فركز بقى معايا، انا يا دكتور عندي في الميدل اير تو ماسلز. يا دكتور الميدل اير الحته الصغيره دي فيها عضلتين؟ اه والله فيها عضلتين، ولكنهم انا بقول لك اصغر عضلتين موجودين في جسمك. اول عضله موجوده منهم يا حبيب قلبي الغالي بتكون ماسكه الميلس، تمام؟ طب ويت 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 بس دكتور، ما تفهمني الرسمه دي يا ابني، مش هو ده الاكسترنال اوديتوري كانال؟ اه يا دكتور دي الاكسترنال، دي الاكسترنال اهو اوديتوري كانال. طب حلو جدا يا دكتور، طب العظمه اللي قدام عليك دي يا دكتور في الميدل اير عندي كام عظمه؟ عندي 3 عظمات. اول عظمه شبه المطرقه اهي عليها سهم، دي كان اسمها الميلس، صح؟ طب العظمه الثانيه اللي في النص دي كان اسمها ايه يا دكتور؟ دي يا ابن الانكس اهي. طب اصغر واحده فيهم اللي قدام عليك دي اسمها ايه يا دكتور؟ دي اسمها الستيبس اهي يا حبيب قلبي، تمام؟ طيب كلام جميل جدا. طيب مين ده؟ ده الطبله بتاعت الاذن او بنقول عليها التمبانيك ميمبرين. تمبانيك ميمبرين، تمام؟ طيب كلام جميل جدا يا دكتور. اول عضله موجوده عندنا او اول مصل موجوده عندنا يا دكتور بتكون ماسكه في الميلس، ماسكه في الميلس يا دكتور وبتشدها لجوه. طب ثواني، هو الميلس ده يا دكتور ماسك في مين؟ ماسك في التمبانيك ميمبرين يا ابني، مش الميلس اللي قدامك دي ماسكه في التمبانيك ميمبرين؟ مش الميلس دي اول عظمه موجوده عندك في الميدل اير؟ يعني هي اللي ماسكه في التمبانيك ميمبرين او الطبله بتاعه الاذن؟ ايوه يا دكتور، العضله دي ماسكه بقى في الميلس شدها لجوه حرفيا، يعني بولت
inward، يعني بتشد عندك الملص دي لجوه. طب بما ان الملص لازقه وماسكه في التمبانيك ميمبرين، اذا برضو بتشد التمبانيك ميمبرين لجوه. علشان كده يا ابني لو تبص على الرسمه الجميله الحقيقيه دي هتلاقي التمبانيك ميمبرين يلا كانه مشدود لجوه كده، صح ولا مش صح يا دكتور؟ طيب هي بتشد التمبانيك ميمبرين لجوه ليه يعني؟ علشان تخلي التمبانيك ميمبرين مور تنس، وبالتبعيه لما يكون مور تنس يعرف ان هو يعمل فايبريشن ويهتز كويس. مش مصدق؟ هات اي حاجه يا دكتور الاستيك زي التمبانيك ميمبرين وشدها جامد، كل لما بتشدها جامد كل لما الاهتزاز بتاعها يكون احسن يا دكتور. اذا ربنا يخلي التمبانيك ميمبرين مشدود كويس قوي بفعل عضله موجوده عندك يا حبيب قلبي الغالي في الميدل اير. العضله دي بعمل لك عليها سهم اهو، هي طويله بالشكل اللي قدامك ده، ماسكه يا حبيب قلبي الغالي في الهاندل بتاعت الملص، يعني العظمه بتاعت الملص، والملص لازقه في مين او ماسكه في مين؟ في التمبانيك ميمبرين. مخليه التمبانيك ميمبرين عامل ايه؟ مور تنس، مشدود كويس جدا عشان الفايبريشن لما يجي يهزه يعمل اهتزاز كويس قوي. طب عايز اسمي العضله دي اسم، والله يا ابني من غير ما تحفظ حاجه، العضله دي وظيفتها ايه؟ ان هي تخلي التمبانيك ميمبرين مور تنس، تمام؟ فهسميها ايه يا دكتور؟ هسميها تنسور، يعني بتخلي التمبانيك ميمبرين مور تنس. تنسون تنسور تمبوناي، تنسور تمبوناي مصر، والله العظيم حاسس نفسي بتاع اناتومي، تنسور تمبوناي مصر، تمام؟ بالمناسبه بقى كده بالمره العضله التنسور تمبوناي مصر دي بتتغذى بالكرينيال نيرف رقم 5 اللي هو ترايجيمينال يعني، تمام؟ طب حلو جدا. وظيفتها ايه يا دكتور؟ انا قلتها لك اهو، ان هي بتشد على التمبانيك ميمبرين تخليه مور تنس، عشان كده اي شويه فايبريشن يحصلوا فيه يخلوه يهتز كويس جدا. طب العضله الثانيه بص كده يلا، هي الفسفوسه الصغيره دي، يا لهوي يا دكتور دي عضله؟ اه والله يا ابني ده انا مكبرها كمان، دي عضله تمام، عامل لك عليها سهم اسود اهو. العضله اللي قدامك دي يا دكتور اسمها ايه؟ اسمها ستابيدياس مصر، اهي ستابيدياس مصر، ستابيدياس مصر. طيب بص بقى معايا، عارف يا ابني الاستابيديس مصل دي لما بتنقبض، انت عارف اي عضله لما بتنقبض بتقصر صح؟ لما بتنقبض بتشد عندك مين؟ الاستابس، ما عشان كده سميناها استابيديس، يالا لازقه في مين؟ لازقه في الاستابس، اصغر عظمه موجوده عندك، تمام؟ لما بتنقبض بتشد الاستابس مع السهم ده كده لتحت. ايه ده يا دكتور؟ يعني ناحيه جوه يعني يالا، صح؟ صح؟ ما هو يالا ده بره وهنا جوه. فلما اجي اقول لك ان تنسور تمبراي بتشد لجوه، ما هو ناحيه جوه، ناحيه مين؟ ناحيه الانر ايك، تمام؟ طب حلو، الاستابيديس ماسل بقى لما بتنقبض بتشد يا دكتور العظم، العضله العظمه او البون اسمها ستيبس، بتشدها لتحت كده ناحيه جوه. طب لما تشدها لتحت ناحيه جوه، اذا الاستيبس يا دكتور مش هتعرف ان هي تعمل فايبريشن على الاوفال ويندو، يعني الكوكيلا يا دكتور مش هيحصل لها فايبريشن كويس، ولما الكوكيلا ما يحصلهاش فايبريشن كويس الريسبتورز اللي موجوده جوه يا دكتور مش هتتحرك، علشان الفلويد اللي موجود جوه الكوكيلا مش هيهتز. ده كلام منطقي صح؟ صح يا دكتور. طيب هو امتى الاستابيديس مصل بتبدا ان هي تشتغل؟ قال لك بتشتغل يا حبيب قلبي الغالي في الاصوات العاليه والقويه جدا جدا جدا، وده من رحمه وعظمه ربنا سبحانه وتعالى بودني وودن حضرتك. ليه يا دكتور؟ عايز اقول لك معلومه يالا، الاصوات العاليه والقويه بتهز التمبانيك ميمبرين اكثر من اللازم، وده يا ابني غلبان يعني كده كده يهتز اكثر من اللازم. طب التمبانيك ميمبرين لو حصل له فايبريشن بشكل قوي جدا هيهز على الملص جامد، والملص تهز على الانقص جامد، والانقص تهز على الاستيبس جامد جامد، الاستيبس بقى ما يهزش على الاوفر ويندو، ده يخبط تخبيط شنيع على الاوفال ويندو، فالفلويد ده يتحرك حركه واهتزاز بشع. هذا الاهتزاز يا دكتور يعمل لك دامج في الاوديتوري ريسبتور المسؤول عن السمع. تخيل الاصوات العاليه ممكن تعمل لك كوارث ايه؟ لذلك يا ابني الناس اللي طول عمرهم عايشين في الدي جي والناس اللي هم بتوع الافراح والحاجات دي بعد سن معين خلاص سمعه ده بيضعف قوي، فاهم قصدي؟ طيب يبقى يا حبيب قلبي الاصوات العاليه غلط على مين؟ ان الاوديتوري ريسبتورز لما بتهتز بشكل بشع او بشكل زياده عن اللازم بيحصل لها دامج. وطبعا ربنا يا ابني مش هي يعني مش هيسيبنا كده، ربنا هيحمينا اكيد بميكانيزم معين.
طيب الميكانيزم ده ايه هو؟ ده عبارة عن ريفليكس. الريفليكس ده بيحصل ازاي؟ اول لما بتسمع صوت عالي غير محتمل يا دكتور بتقوم الاستابيديس ماسل منقبضة، فتقوم يا دكتور نازلة لتحت، هتشد مين؟ هتشد الاستيبس. الاستيبس ما تخبطش ولا تعمل فايبريشن على الاوفال ويندو، بالتبعية الفلويد ما يهتزش، بالتبعية انت ما تتأثرش بالصوت العالي ده، وربنا يحميك منه يا حبيب قلبي. تمام؟ طيب ده كده بالنسبة لمين؟ احنا كده اتكلمنا على الميدل اير ماسلز، العضلات اللي موجوده في الميدل اير. تعالى بعد كده نشوف الكلام اللي مكتوب عندنا في الكتاب بالتفصيل عشان اوضح لك فيه كل حرف. هنتكلم يا دكتور مع بعض بالظبط زي الكتاب على الفانكشنز بتاعه الميدل اير ماسلز. تمام؟ والله يا ابني يشهد ربنا ان انا عايزك تطلع من الفيديو ده ما تقراش حاجه، بحيث ان انت اصلا ما تذاكرش، فركز معايا علشان كل حرف يكون واضح قدامك. ايه يا دكتور الفانكشنز بتاعه المسلز الصغيره اللي موجوده في الميدل اير؟ بيقول لك والله احنا عندنا عضله اسمها تنسور تمبوناي مسل. التنسور تمبوناي مسل دي يا دكتور بتكون ماسكه في الهاندل بتاعه الميلس، والميلس دي هي اول عظمه ماسكه في التمبانيك ميمبرين، وبالتالي هي بشكل كونستانت بشكل مستمر عامله بولد انورد، يعني شاده التمبانيك ميمبرين لجوه. وحضرتك اكيد فاكر شكل التمبانيك ميمبرين هو مشدود لجوه في الرسمه الجميله قوي اللي لسه مرهلك من شويه، وده بيخلي التمبانيك ميمبرين بيكون تنسد، يعني يكون مشدود يا معالي الدكتور علشان يعرف يهتز كويس. طيب لما يكون هو تنس قال لك اللو الاوبتيمم فايبريشن، اي شويه فايبريشن ممكن يعملوا اهتزاز في التمبانيك ميمبرين. تمام؟ طيب ده يا ابني مش هيحصل لو التمبانيك ميمبرين ده لاكس، لو كان هو مرخي. اذا يا دكتور ربنا خلاه تنسد بفعل عضله اسمها تنسور تمبناي مصر. تمام؟ كنت بقول لك من شويه ان التنسور تمبناي مصر يا معالي الدكتور بتتغذى بالكرينيال نيرف رقم كام؟ رقم 5 اللي هو الجزء الموتور مترايجيمينال. طيب تاني حاجه بقى عايز اتكلم عنها، بيقول لك اتينويشن اوف الساوند. يعني ايه كلمه اتينويشن اوف الساوند؟ كلمه اتينويشن معناها الضعاف. يعني يا ابني العضلات دي وظيفتها في بعض الاحيان ان هي تضعف الصوت وتمنع انتقال الصوت الى الكوكيرا. تمام؟ وده عباره عن ريفلكس. عباره عن ايه؟ بسميه الاسم اللي موجود يا حبيب قلبي تمبانيك ريفلكس. تمام؟ او اكوستيك ريفلكس اللي هو الريفلكس السمعي، يعني الاكوستيك ريفلكس او التمبانيك ريفلكس الهدف بتاعه ان هو يضعف الصوت. طيب ده بفعل مين؟ برضو المسلز اللي موجوده عندك يا دكتور في الميدل اير. طبعا انت عارف انا قايل لك من شويه ان التنسور تمبناي مسل بتتغذى بالكرينيال نيرف رقم 5 والاستابيديس يا دكتور بالكرينيال نيرف رقم 7. ماشي؟ قال لك كونتراكت بينقبضوا ريفلكسلي بشكل لا ارادي، طبعا ما تتحكمش فيهم طبعا، ان ريسبونس تو في استجابه لمين؟ للانتنس ساوندز، للاصوات الصاخبه والعاليه والقويه جدا يا دكتور. ده يعمل ايه؟ قال لك والله ده يحرك لك الميلس يشدها لجوه. تمام؟ وكذلك يا معالي الدكتور الاستيبس، ودي المهمه عندي بقى، الاستيبس دي تتشد اواي فروم الاوفال ويندو، بعيد عن الاوفال ويندو. فالاستيبس لما تكون بعيده عن الاوفال ويندو مش هتعمل بقى فايبريشن في الاوفال ويندو، وبالتبعيه دامبن الموفمنت اوف السيكولار تشين، لا ينتقل الفايبريشن الى الاوفال ويندو، وبالتبعيه لا يهتز عندك يا معالي الدكتور الفلويد اللي موجود جوه الكوكيولا، وبالتبعيه مش هيحصل عندك ساوند ترانسميشن، علشان الساوند ترانسميشن بالاهتزاز العالي جدا ده لو انتقل ودخل جوه الكوكيولا هيهز الفلويد هزه شنيعه يعمل لك دامج في الاوديتري ريسبتور، وربنا مش هيسمح بكده. تمام؟ استفيد ايه بقى يا دكتور من الماسلز دي؟ قال لك والله احنا بنستفيد منها رقم واحد سيجنيفيكانس، كان بريفنت يعني بتمنع الاوديتري ريسبتور، بتمنع او بتحمي الاوديتري ريسبتور فروم بينج دامج، بتمنع يا دكتور ان الريسبتورز المسؤوله عن السمع اللي موجوده في الكوكيلا ان هي تتدمر او يحصل لها دامج في الهاي انتنستي ساوند، في الاصوات العاليه والصاخبه يا معالي الدكتور المحترم. ولكن خلي بالك من حاجه، هو اصلا عايز اسالك سؤال، والسؤال ده بجد يعني ايه مني ليك كده يا دكتور، هو اصلا ايه اللي هيعرف، ركز في العظمه اللي جايه دي، ايه اللي هيعرف ال ايه اللي هيعرف المسلز دي ان الصوت ده عالي والصوت ده واطي، وامتى تنقبض وامتى ما تنقبضش؟ اذا يا دكتور لازم في البدايه يسمعوا الصوت، ولازم في البدايه يحصل عندك ساوند ترانسميشن، فالمخ يفهم ان الصوت ده عالي وغير محتمل، فيقوم يا معالي الدكتور المخ باعت عصب موتور
عصب موتور اللي هو يا دكتور العصب الخامس للتنسور تمبوناي، والعصب السابع للاستابيديوس ماسل، يخليهم ينقبضوا. تمام؟ لان ده يا ابني في الاول وفي الاخر ريفلكس، لازم يحس الاول بعد كده يرجع عندك افرنت موتور. طيب اكيد الريفلكس ده بياخد وقت، يعني عندك يا معالي الدكتور حاجه اسمها رياكشن تايم، اللي هو وقت التاخير، اللي هو وقت الديلي بمعنى اصح، يعني كام؟ قال لك من 40 ل 160 ملي سكند. تمام؟ اللي هو يلا عارف يعني من 40 ل 160 ده تقريبا كام؟ ده 1 على 10 من الثانيه، يعني 10 ثانيه، انت متخيل؟ حلو. اذا يا دكتور لو انا عندي صوت عالي، ركز بقى معايا في العظمه دي، لو انا عندي صوت عالي والصوت العالي ده السرعه بتاعته اقل من 10 ثانيه، هقدر ان انا احمي نفسي من الدامج اللي ممكن يحصل يا دكتور في الاوديتوري ريسبتورز؟ لا مش هتقدر. طيب مين الصوت يا معالي الدكتور المحترم اللي بيقعد اقل من 1 من 10 ثانيه ده؟ قال لك والله يا حبيب قلبي الجان شوتس. اللي هي مين الجان شوت دي يا دكتور؟ اللي هي لا الناس اللي بتضرب نار، يعني اللي هو ضربت نار، لو حد قبل كده سمع الصوت ده او لو حد ضرب نار، يعني لو جيت دخلت قبل كده لازم تلبس عندك ايه بتاع كده تحمي ودنك يعني، او بتحط فيها قطن، فاهمني؟ طب حلو جدا. بعد كده بيقول لك ايه؟ بيقول لك كذلك يا معالي الدكتور المحترم، تعالى نضحك شويه مع بعض، الماسلز دي بتنقبض قبل الفوكاليزيشن. يعني ايه الكلام ده؟ بص يا دكتور عايز اقول لك معلومه مني ليك، عارف ايه الفوكاليزيشن؟ اللي هو انت بتتكلم، وانت بتتكلم دلوقتي انت تعرف يا دكتور ان انت بتسمع صوتك قليل. يعني ايه الكلام ده؟ يعني صوتك وانت بتسمعه اصلا بيكون اقل من اللي من الشخص اللي قاعد قدامك بيسمعه. انت يا معالي الدكتور المحترم ما بتسمعش صوتك بالقوه بتاعته، انت بتسمعه ضعيف شويه. ليه؟ لانه يا ابني طالع منك انت، فلو لو انت سمعت صوتك بنفس المقدار ده غلط على الريسبتورز اللي موجوده في الكوكيلا. فقبل ما تبدا تعمل فوكاليزيشن وكذلك للتشيوينج اللي هو يا ابني اللي هو اللي انت بتمضغ الاكل، هو مضغ الاكل، انت بتعمل يا ابني طحن للاكل. بص فاهم، في ناس بتقعد جنبها اصلا هو عمال ياكل بصوت وانت خلاص جبت اخرك وتقول له يا حبيب قلبي الله يكرمك يعني كفايه، فاهم؟ وطي صوتك شويه. يقول لك ايه انا عملت ايه؟ اعذره لان هو مش سامع. طب مش سامع ليه يا دكتور؟ لان في حاله الفوكاليزيشن والشيوينج يا معالي الدكتور المحترم بتنقبض عندك العضلات اللي هي العضله اللي اسمها الاستابيديوس ماسل، فتخلي يا معالي الدكتور نقل الصوت مش حلو، فهو ما يسمعش صوته كويس وما يسمعش صوت مضغه للاكل كويس. وعايز تقتنع اكتر واكتر، في تجربه عايزك تعملها في الوقت الحالي وانت قاعد معايا. قوم يا حبيب قلبي هات اي حاجه وكلها، امضغ فيها، اعمل تشيوينج وشغل فيديو او سيبني شغال، اقسم بالله مش هتقدر تسمعني بوضوح، هتحس ان السمع عندك قل لي يا دكتور جامد. عارف نتيجة ايه؟ نتيجة ان التشيوينج يا معالي الدكتور بيشغل عندك الريفلكس اللي اسمه تمبانيك ريفلكس، فيخليك ما تسمعش كويس، يقلل الساوند ترانسميشن عن طريق ان هو بيشد يا دكتور العظمة الصغيرة اللي اسمها الاستيبس بعيد عن الاوفال ويندو، فنقل الصوت يقل يا حبيب قلبي الغالي. تمام؟ طيب كلام جميل جدا، ده كده بالنسبة للفانكشنز بتاعت الميدل اير ماسلز. تمام؟ ركز معايا عشان نكمل. اخر حاجه يا دكتور هنتكلم عنها في الميدل اير حاجه اسمها الاستيكيان تيوب. الاستيكيان تيوب يا معالي الدكتور المحترم انا لسه قايل لك من شويه وموريك في الصوره، وجبت لك برضو صوره حقيقيه جميله جدا قدامك اهو. بتعمل ايه يا دكتور؟ رقم واحد هي بتكونكت، يعني بتوصل يا دكتور ما بين مين ومين؟ ما بين الميدل اير، الميدل اير، وما بين حاجه اسمها ايه؟ وما بين حاجه اسمها النيزو فارنكس. النيزو فارنكس. طيب انا كنت بقول لك ان الميدل اير دي عباره عن اير كافيتي، يعني كافيتي مليان هواء. ليه؟ علشان يا دكتور الهواء اللي موجود جوه الميدل اير يكون مساوي في الضغط للهواء اللي موجود في الاكسترنال اوديتري كانال، وبالتالي وبالتبعيه يكون الهواء على جانبي التمبانيك ممبرين متساوي. عشان الهواء ده يا دكتور لو ضغطه اختل هيحصل عندك ديسبليسمنت، يعني التمبانيك ممبرين ممكن يتحرك من مكانه، وده ممكن يسبب لك الم رهيب. ولو الضغط ده اختل بزياده ممكن يحصل عندك رابتشر للتمبانيك ممبرين، ولك ان تتخيل. طيب حلو جدا يا دكتور.
طيب الهواء اللي بيدخل عندك في الميدل اير بيدخل منين؟ الهواء اللي بيدخل في الميدل اير يا معالي الدكتور المحترم بيدخل من الاستيكيان تيوب. طب الاستيكيان تيوب اذا هي مفتوحه؟ قال لك لا، هي في حاله الريست بتكون يا معالي الدكتور كلوزد، يعني بتكون مقفوله، ولكنها يا دكتور بتفتح، بيحصل لها اوبننج في كام حاله؟ قال لك يا دكتور في ثلاث حالات ممكن الاستيكيان تيوب تفتح في موقف من ثلاثه. اول حاجه اثناء السوالوينج اللي هو البلع، اثناء السوالوينج. ثاني حاجه يا دكتور اثناء التشيوينج اللي هو المضغ. ثالث حاجه يا دكتور اثناء اليوينج اللي هو مين؟ اللي هو التثاؤب. تعرف انا عايز ادردش معاك شويه. السوالوينج البلع معروف ان احنا بنبدا على الاكل، التشيوينج بنمضغ الاكل. طيب احنا عايزين نعرف هو اصلا ليه احنا بنتثاءب، يعني واحد بيتثاوب يلا. والله يا ابني فيسيولوجي حتى الان احنا مش عارفين قوي، لكن كل النظريات فاهمني، من ضمن النظريات اللي قالوها ان انت بتتثاءب عشان تزود الهواء جوه الرئه وكلام كده كتير، يعني كل النظريات في الاول وفي الاخر من ضمن النظريات اللي قريتها بيقول لك ان انت بتتثاءب يا معالي الدكتور علشان تدخل هواء جديد يلا في الميدل اير. تمام، ما عليه. طيب كلام جميل جدا. طيب الهواء ده يا دكتور لما يدخل في موقف من الثلاثه دول ايه اللي بيحصل؟ الاستيكيان تيوب بتفتح فيدخل عندك هواء من النيزو فارنكس الى الميدل اير. الهواء ده يا معالي الدكتور المحترم يعمل ايكوالايزيشن، يعني يخلي الضغط متساوي على البوث سايدز، على جانبي الطبله بتاعه الاذن او الاير درام. تمام، حلو. طيب هو ممكن اصلا يا دكتور يحصل بريجر ديفرنت، يعني يحصل عندك فرق في الضغط؟ اه. قال لك في حالات امتى؟ قال لك لو فلاينج، لو هتطير. انت عارف ان انت لو بتطير، لو بتطلع فوق سطح الارض، عملت اعلى عن سطح البحر كده بتعلى لفوق، المفروض ان الضغط بيقل، يعني ضغط الهواء حواليك بيقل، فالضغط جوه الميدل اير يعلى عن الضغط اللي موجود بره، ودي برضو مشكله. الطبيعي ان الضغط يكون متساوي. ده كانت بتحصل زمان في الطائرات الشراعيه اللي ما كانش فيها التكنولوجيا اللي موجوده دلوقتي، لكن الطائرات الحديثه اللي موجوده دلوقتي يا دكتور لا، هو الكابينه بتاعه الطياره نفسها بتعادل الضغط، فانت ما بتحسش بحاجه غالبا يعني، فاهمني؟ لكن زمان اثناء الفلاينج في الطائرات الشراعيه، او لو حد ركب فيكم كده المنضاد اللي بيطير ده والحاجات دي، احيانا يحس يا دكتور بوجع شديد جدا في ودانه، لان يا دكتور الفلاينج او كلما ارتفعت عن سطح البحر يا معالي الدكتور الضغط في الهواء بيقل، يبقى الضغط جوه الميدل اير بقى زياده عن الضغط اللي موجود بره، فالضغط ما بين البوث سايدز بتوع الدرام ما بقاش متساوي، فيعمل لك ايه؟ ديسبليسمنت، يحرك الدرام شويه، ده يعمل لك الم رهيب جدا. قال لك او لو نزلت تحت مستوى سطح البحر اثناء الدايفنج او الغطس. انت يا ابني اثناء الدايفنج او الغطس البدله بتاعه الغطس دي، خصوصا في الناس اللي بتعمل ديب دايفنج او بينزل جامد، بتكون معده اصلا ان هي تظبط لك الضغط، او الناس اللي هو الغواصات اللي بتغوص تحت قاع المحيطات دي، اصلا الغواصه من جوه بتكون معدله ان هي تظبط لك الضغط. ليه؟ علشان لو حصل عندك اختلاف في الضغط ده حرفيا طبله ودنك هتفرقع، انت فاهم قصدي؟ طب حلو جدا. او سيبك من ده كله، لو حصل عندك انفكشن، الناس طبعا اللي عندهم التهابات مزمنه في الجيوب الانفيه دايما ودانه بتوجعه. ليه؟ قال لك الانفكشن ده يتراكم هنا كده ويقفل لك عندك التيوب دي. طب لما يقفل لك التيوب يا دكتور، قال لك خلاص بقى الهواء مش هيحصل له رينيوال، مش هيحصل تجديد للهواء، فالهواء يفضل موجود جوه، وبالتالي وبالتبعيه يا دكتور الضغط بره يكون اعلى من جوه، وده يسبب لك وجع او الم. قال لك والله اختلاف الضغط ده ممكن يؤدي الى حاجه من اتنين، يؤدي الى ديسبليسمنت، يعني التمبريك ممبرين يتحرك من مكانه، وده يعمل لك بين شنيع. الناس اللي جربت وجع التهابات الاذن عارفه كلامي كويس جدا. او يا معالي الدكتور لو الفرق الضغط ده زياده عن اللزوم جدا، ده ممكن يعمل لك رابتشر في التمبريك ممبرين، كارثه من الكوارث. تمام؟ عارف يا ابني الاستيكيان تيوب دي، تعال نرسمها بره كده، هي موجوده بالشكل ده كده. ده في الادلت، انا كل ده بتكلم على الادلت. تمام تمام، حلو. قال لك بتكون عامله ازاي يا معالي الدكتور المحترم؟ والله يا دكتور انا شايفها بالشكل ده كده، بتكون مايله شويه فاهمني، يعني الاذن فوق وهي تحت، فبتكون مايله بالشكل ده كده. طيب بما ان هي مايله بالشكل ده كده، فيها سيليا، السيليا دي بتتحرك في اتجاه واحد، ادي يا عم السيليا اهي. تمام، السيليا يا ابني بتتحرك في الاتجاه ده، فتعمل لك ايه؟ قال لك الميدل اير دي فيها بعض الجلانز وفيها حاجات كده معينه مالكش دعوه بيها، بس المحصله فيها سكريشنز. السكريشنز دي ما ينفعش تتراكم عندك في الميدل اير، لازم نتخلص منها. هنتخلص منها توديها فين يعني؟ ما هو من بره مقفول، التمبانيك ممبرين قافل،
يبقى الطريق الوحيد عشان يتخلص من السكريشن دي ان هو يطلع في الاستيكيان تيوب. السيليا دي بتقوم محركه السكريشن ده عشان تخرجه بره وتطلعه يا دكتور وتخلصك منه، توديه فين؟ بترميه عندك في النيزوفارنكس بدون ادنى مشكله، تمام؟ بسبب ان هي عندها يا دكتور اوبليك دايركشن، مايله بالشكل ده كده، تمام؟ ده بيسمح يا دكتور للدرينج اوف السكريشنز اللي موجوده في الميدل اير وبالتالي يحميك منها. طب حلو جدا. تعالى بقى نتكلم عن الاستيكيان تيوب في الانفانت او في الاطفال، في التشيلدرن. عارف يالا الاستيكيان تيوب في الاطفال فيها مشكله شويه، ايه هي دكتور المشكله؟ ان هي رقم واحد بتكون شورت، يعني بتكون قصيره اقصر من بتاعه الادلت. رقم اثنين بتكون اوسع، بتكون وايدر، اوسع شويه. رقم ثلاثه ما بتكونش اوبليك، بتكون ستريت. تمام؟ ودي مشكله؟ اه طبعا مشكله. بص يالا كده على الاستيكيان تيوب بتاعه الادلت مايله ازاي؟ وبص على بتاعه الانفانت او التشايلد، لا يا دكتور ستريت شويه. جميله قوي الرسمه اللي قدامك دي. طب حلو يا دكتور. عايزك بقى تركز معايا في معلومه اكلينيكال دلوقتي، زي ما انا معودك ان احنا يا ابني لينا هدف ان احنا نجمع درجات. اي نعم. لينا هدف اسمى بقى ان انت تكون راجل دكتور كويس يعني. فهنتكلم دلوقتي عن معلومه كلينيكال حلوه قوي. العيل الصغير ده بما ان الاستيكيان تيوب بتاعته بتكون شورت ووايدر وستريت، ده يعمل لك مشكله شويه في البيبس او في الاطفال، تمام؟ ايه اللي هيحصل؟ قال لك والله يا دكتور هنتكلم عن الام اللي بترضع البيبي بتاعها. المفروض ان عمليه الرضاعه اصلا بتتم بتكنيك معين، ومفروض دكتور الاطفال بيعلمه للام، انت فاهم؟ المفروض الام تتعلمه اصلا، فاهم؟ ده الطبيعي وده النورمال يعني. ان العيل بيتمسك بتكنيك معين بطريقه معينه والام بتكون قاعده. فاهمني؟ في بقى بعض الامهات بسبب جهل معين بتقوم ابنها نايم على جنبه وتقوم رضعه وهو نايم على السرير، ودي طبعا كارثه من الكوارث. ليه يا دكتور؟ هي ابني بترضعه بطريقه خاطئه وهو نايم على جنبه، يعني نايم وودانه موجوده على المخده. دي مشكله ليه؟ دي مشكله لان يا دكتور الاستيكيان تيوب واسعه وقصيره وستريت، فالسكريشن يا دكتور يدخل باللبن، بص بقى معايا، بتاع الام يدخل في الاستيكيان تيوب ويروح داخل عندك في الميدل اير. يا نهار اسود، ده يعمل لك ايه بقى؟ ده والله يعمل لك انفكشن في الميدل اير في الاطفال، في الميدل اير في الاطفال، وشهيره جدا جدا جدا. يعني انت لو دكتور اطفال حرفيا كل يوم هتشوف الحاله دي قدام عينيك، فتكون فاهم ايه السبب. السبب عبيط جدا. طب الحل بتاعه ايه؟ والله بتدي البيبي او الطفل ده يعني انتي بايوتيك للانفكشن اللي عنده وشويه مسكنات كده، تمام؟ وبتعلم الام ازاي ترضع ابنها كويس. نقطه من اول السطر، معلومه كلينيكال لغايه في الاهميه والجمال. اوكي؟ طيب احنا كده يا دكتور خلصنا الايه؟ خلصنا كده الميدل اير بالتفصيل الممل، يعني ما سيبناش منها ولا حرف واحد. هندخل بعد كده على الاذن الداخليه او الانر اير، وده يا ابني توبيك بيتاخد كده لوكشه واحده على بعض، مهم جدا وفي نفس الوقت سهل جدا. على فكره الجزء بتاع الاير ده كله يكفيك فيه السماع فقط، هو ممتع جدا وسهل جدا وانت قاعد مستقنس دلوقتي وحاسس الموضوع سهل. فركز معايا عشان نكمل وربنا يتممها معانا على خير باذن الله يا صديقي. فركز معايا، هنبدا بعد كده بقى يا معالي الدكتور نتكلم عن امتع الاجزاء في الاير، تمام؟ هنتكلم عن الانر اير او ليها اسم تاني اللي هو اللابرينث. اوكي، طبعا اكيد انت خدت معلومات عنها كتير في الهيستولوجي، بس احنا هناخد بقى الفانكشن، فالموضوع هيكون اكثر متعه شويه. وانا طبعا مجهز لك شويه جرافيكس من الحاجات اللي هتعجبك قوي 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 وهتمزجك فوق ما انت متخيل. فيا ابني وعد شخص مني ليك الجزء ده يكفيك فيه السماع فقط لا غير، وهتقعد قدام اي حد حاطط رجل على رجل حرفيا، تمام؟ طيب بص بقى معايا، هو انا ابني في الانر اير او الاذن الداخليه عندي ايه؟ عندي الفيستيبيول وخلصناها الحمد لله رب العالمين في الموتور ملناش دعوه بيها، وعندي القوقعه او الكوكيولا، تمام؟ انا دلوقتي هنا بتكلم عن الكوكيولا. اوكي، طيب الكوكيولا يا معالي الدكتور المحترم عباره عن انبوبه، يعني الكوكيولا في المقام الاول عباره عن ايه؟ عباره يا دكتور عن تيوب، تمام؟ ولكنها يا دكتور انبوبه ملفوفه، فهقول عليها سبايرال تيوب. طيب ملفوفه كام لفه؟ ما هو انا لو عندي انبوبه وعايز اتنيها علشان الفها، هلفها مره او لفتين او ثلاثه وما الى ذلك. الانبوبه دي يا دكتور هي انبوبه عظميه، تمام؟ يعني بوني تيوب ملفوفه حوالين نفسها مرتين ونص، بالعربي اهو ملفوفه حوالين نفسها مرتين ونص يا حبيب قلبي. يعني يا دكتور الانبوبه اللي قدامك دي
عندها 2 and 1 half turn around ايه؟ يعني بص، ما هو الانبوبه دي بتلف حوالين ايه؟ حوالين نفسها. قال لك ايوه، بس في عظمه فيها تسمى العظمه المركزيه، دي يا ابني اللي الانبوبه بتلف حواليها. فين يا دكتور؟ هي يا ابني العظمه اللي قدامك دي، بعمل لك عليها دايره اهو. لو تلاحظ كده يا ابني، العظمه دي تخينه شويه كده، الجزء ده من العظم تخين شويه، صح ولا مش صح يا دكتور؟ صح يا دكتور. العظمه اللي قدامك دي بنسميها العظمه المركزيه، او بنسميها موديولس. اكتبها يا دكتور كده اهو، موديولس. الموديولس دي او بنقول عليها الليمبس، تمام، الاسم الاشهر دايما هو الموديولس. الموديولس دي دكتور عظمه مركزيه، حواليها بتتلف التيوب بتاعه الكوكيلا مرتين ونص حوالين الموديولس. تمام، لحد هنا كلام جميل يا معالي الدكتور. طيب حلو جدا، عايزك بقى نطلع من الرسمه اللي قدامك دي، ننتقل الى رسمه تانية. هتعمل ايه يا دكتور؟ هاخد قط سيكشن، يعني قطاع عرضي في التيوب. مش دي تيوب يا ابني؟ اه، تعالى نفردها، ما عنديش ادنى مشكله، وناخد فيها قط سيكشن. تمام، هيطلع لك الشكل اللي قدام معاليك ده. بص، هو الشكل القط سيكشن الجميل ده انا رسمته على اليمين بالجرافيك. تمام، تمام يا دكتور. لقينا يا حبيب قلبي الغالي ان التيوب دي من جوه فيها تو ممبرينز. فيها كام ممبرين؟ فيها تو ممبرين. ممبرين يا دكتور موجود تحت اهو، ممبرين موجود تحت، عملت لك عليه سهم اهو، هنسميه بازيلر ممبرين. بازيلر ممبرين، تمام، تمام يا دكتور. وفي ممبرين موجود فوق بالشكل ده كده، الممبرين ده يا دكتور هسميه ريزنرز ممبرين اهو، ريزنرز ممبرين. عمك ريزنر هو اللي وصفه يعني. تمام، انا كده عندي كام ممبرين؟ انا لو خدت كات سيكشن او قطاع عرضي في الكوكيولا، في الماسوره او في التيوب بتاعه الكوكيولا، هلاقي فيها تو ممبرينز. طب يلا، التو ممبرينز دول يقسموا لي الكوكيولا من جوه لكام حجره؟ لثلاث حجرات. الحجره عندنا يا حبيب قلبي اسمها سكالا. الحجره اسمها ايه يا دكتور؟ الحجره اسمها سكالا. يبقى التو ممبرينز، واحد موجود تحت بازلر ممبرين، والتاني موجود فوق ريزنر ممبرين، بيقسموا يا معالي الدكتور التيوب بتاعه الكوكيولا الى ثلاث حجرات. ادي حجره، ادي الثانيه، ادي الثالثه. تمام، الحجره اسمها ايه؟ اسمها سكالا اهو، ثلاث حجرات، والحجره يا دكتور اسمها سكالا. تمام، تمام. عندي حجره فوق وحجره في النص وحجره تحت، عندك مانع؟ والله ما عندك مانع. الحجره اللي فوق يا معالي الدكتور اللي هي اللي قدامك دي اسمها ابر سكالا فيستيبيولار. يبقى الحجره اللي فوق اسمها ايه؟ ابر سكالا فيستيبيولار. طب والحجره اللي تحت اللي هي دي اسمها يا دكتور لور سكالا تيمبنال. يبقى نقول تاني، نقول تاني، انا عندي يا دكتور التيوب بتاعه الكوكيولا، انا خدت فيها قط سيكشن، لقيت فيها تو ممبرينز، واحد تحت من اسمه بازيلر ممبرين، وهاجي كمان شويه اقول لك يلا بازيلر موجود تحت، اذا اكيد هيتحط عليه حاجه. تمام، وواحد موجود فوق اسمه ريزنرز ممبرين، اخدتهم انت في الهيستولوجي بالتفصيل قدامك اهو. تو ممبرينز هيقسموا الكوكيولر تيوب، التيوب اللي قدامك، لثلاث حجرات طوليه. تمام، الحجره دي يلا بطول التيوب يلا، انت متخيل ده قط سيكشن. الحجره او السكالا اللي موجوده فوق هنسميها سكالا فيستيبيولاي ابر، يعني هي موجوده فوق. والسكالا او الحجره اللي موجوده تحت هنسميها سكالا تيمبناي، وده موجوده في اللور. طب اللي موجوده في النص يا دكتور؟ والله يا ابني سهله، لها من اسمها نصيب، فهنسميها سكالا ميديا. كلمه ميديا معناها موجوده في النص. تمام، طيب كلام جميل جدا. في معلومه بقى هوريها لك كمان شويه، بس هكتبها لك هنا عشان تاخد بالك منها. بس عارف يا ابني بيقول لك السكالا فيستيبيولاي اللي قدامك دي بتنتهي يا معالي الدكتور المحترم عند الاوفال ويندو. تاني كده، الحجره اللي اسمها سكالا فيستيبيولاي هي دي يا دكتور اللي بيتصل بيها الاوفال ويندو. ثواني، يعني لو جيت اسالك سؤال واقول لك يا حبيب قلبي الغالي، العظمه الصغيره اللي اسمها الستيبس
بتلمس انهي حجره من دول؟ هتقول لي يا دكتور اصلا الستيبس بتتكئ او بتلمس الاوفال ويندو، والحجره اللي متصله بالاوفال ويندو او بتنتهي عند الاوفال ويندو هي السكالا فيستيبيولار. تمام. سؤال بقى لو عايز ارخم عليك، هقول لك هو الصوت اول لما يخبط عندك في الكوكيولا، الصوت او الساوند اول لما يجي يخبط عندك في الكوكيولا هيخبط في انهي سكالا؟ من قبل ما اكمل، هيخبط في السكالا اللي فيها الاوفال ويندو، لان اول مكان في الكوكيولا بيلمسه الصوت او الصوت بيعمل فيه فايبريشن هو الاوفال ويندو. تمام، حلو جدا يا دكتور. طيب السكالا بقى اللور اللي موجوده تحت يا دكتور، عارف يالا بتاند او بتنتهي عندك فين؟ بتنتهي في الراوند ويندو. تمام تمام يا دكتور، لحد هنا الكلام جميل وسهل. بعد كده بيقول لك ايه يا دكتور؟ هو الثلاث حجرات اللي قدامي دول منفصلين تماما عن بعض؟ اه، ولكن بيقول لي معليك ان السكالا فيستيبيولاي اللي هي موجوده فوق والسكالا تيمبناي اللي هي موجوده تحت بيتصلوا مع بعض في مكان ما في الكوكيولا. المكان ده يا دكتور عند الايبكس اوف ذا كوكيولا. هو فين يا دكتور الايبكس؟ بص يا ابني، مش اللي قدامك دي الكوكيولا اهي؟ اه يا دكتور، هي دي الكوكيولا. الحته دي كده منها اللي هي دي بنسميها البيز، ماليش دعوه بيها. سبايرال 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 تلف. بص بقى هعمل لك سهم عليها باللون الاحمر عشان تاخد بالك بالظبط انا اقصد ايه. المكان ده اللي هو يا ابني ده عملت لك على النجم اهو، ده يا حبيب قلبي الغالي يسمى ايه؟ يسمى الايبكس بتاع الكوكيولا. عند الايبكس بقى يا معالي الدكتور المحترم بيحصل عندك اتصال ما بين السكالا فيستيبيولاي وما بين السكالا تيمبناي. تمام تمام، حلو جدا. يبقى يا دكتور في المكان اللي هو الايبكس ده فوق خالص في الكوكيولا بيحصل عندي كونكشن او اتصال ما بين السكالا فيستيبيولاي والسكالا تيمبناي. تمام، ده كده يا ابني حتى الان بنتكلم في هيستولوجي. اوكي طيب، ركز بقى معايا علشان ندخل اكتر واكتر واقول لك كل سكالا اصلا فيها ايه. تمام، فركز معايا، ركز معايا يا دكتور كده. هو ايه اللي قدامك دي؟ دي العظمه بتاعه الستيبس. تمام اهي، بتتكئ او بتلمس ايه يا دكتور؟ المكان اللي هي لمساه في الكوكيولا انت عارف ان احنا بنسميه الاوفال ويندو. تمام، عارف يا ابني المكان اللي هو بتاع الاوفال ويندو ده موجود ناحيته ايه اصلا بالظبط؟ موجود ناحيته يا معالي الدكتور الابر سكالا فيستيبيولار. تمام، طيب عندي ويندو تاني اهو، الويندو ده اسمه ايه يا دكتور؟ الويندو ده اسمه الراوند ويندو. ده يا ابني الراوند ويندو، الراوند ويندو اللي قدام معاليك ده موجود فيه اللور سكالا تيمبناي. تمام، طب حلو جدا يا دكتور المحترم. عارف يا ابني الراوند ويندو اللي قدام معاليك دي هي اصلا متحوطه من بره يا دكتور بممبرين. الممبرين ده بيكون مور فليكسبل. عارف يعني ايه مور فليكسبل؟ يعني الفلويد وهو بيهتز جوه بتلاقي الممبرين ده بيهتز، فاهمني؟ طيب هسميه ايه يا دكتور؟ هسميه فليكسبل اهو سكندري تمبانيك ممبرين. يبقى نقول تاني يا دكتور، ادي يا عم عندك الاوفال ويندو، الاوفال ويندو لمسه العظمه اللي اسمها الستيبس. تمام، الاوفال ويندو ده لازق في مين او جوه مين ناحيته مباشره؟ قال لك يا دكتور السكالا فيستيبيولاي. طيب ده مين؟ ده الراوند ويندو. الراوند ويندو ده متغلف من بره او بميمبرين اسمه فليكسيبل سكندري تيمبانيك ميمبرين. طيب ناحيته مين مباشره يا دكتور؟ اللور سكالا تيمبانوي. تمام، كلام جميل جدا. ركز مع بقى، ركز بقى معايا علشان نكمل. نستكمل يا معالي الدكتور وهنبدا نتكلم دلوقتي، ما زلنا بنتكلم عن القط سيكشن اللي اخذناه في كوكيلار تيوب. تمام تمام يا دكتور، بص نفس الكلام اللي قلناه من شويه، هو يا ابني القط سيكشن ده كان بيقسم لك الكوكيلار تيوب لثلاث حجرات، كل حجره بنسميها سكالا، صح؟ الحجره اللي كانت موجوده عندك فوق كنا بنقول عليها ايه يا دكتور؟ كنا بنقول عليها سكالا فيستيبيولاي اهي، سكالا فيستيبيولاي.
تمام. طب حلو جدا. طب والحجره اللي كانت موجوده تحت كنا بنقول عليها ايه؟ كنا بنقول عليها سكالا تيمبناي. هو يا دكتور سكالا تيمبناي. وكان عندك حجره موجوده في النص يا دكتور كنا بنقول عليها سكالا ميديا. فين يا عم سكالا ميديا؟ ادي يا عم سكالا ميديا. سكالا ميديا يعني موجوده في النص. الكلام ده كلام عبيط بالنسبه لك دلوقتي. عايز بقى اقول لك ايه، هو الحجرات دي فاضيه يا دكتور؟ لا طبعا. يلا هو انا مش كنت بقول لك في اول الحصه ان انا موجود عندي جوه الكوكليا فلويد؟ الفلويد ده لما بيتحرك هو اللي بيحرك الريسبتورز بتاعه الاوديتوري، هو اللي بيحرك الاوديتوري ريسبتورز. ايوه يا دكتور قلنا الكلام ده. الفلويد ده بقى موجود في السكالا يعني موجود في الحجرات. طيب انا عندي كام حجره؟ عندي 3 حجرات او 3 سكالا. تمام تمام يا دكتور. بيقول لك بقى الفلويد يا معالي الدكتور المحترم اللي موجود عندك في السكالا ميديا اللي هي موجوده في النص يا دكتور بنسميه الاندوليمف. اهو بنسميه اندو ليمف. طيب بالله عليك الفلويد بقى اللي موجود في السكالا فيستيبيولاي اللي فوق والسكالا تيمبوناي اللي تحت، لو عايز اجيب له اسم هجيب له ايه؟ هسميه بيريليمف، يعني موجود حوالين الاندوليمف. يبقى نقول تاني انواع الفلويد او الفلويد كومبوزيشن اللي موجود عندك جوه التيوب بتاعه الكوكيلا بينقسم الى كام نوع؟ عندي نوعين من الفلويد، بيري ليمف واندو ليمف. البيري ليمف موجود يا دكتور في السكالا فيستيبيولاي والسكالا تيمبناي. طيب الاندو ليمف موجود في النص، موجود في الاندو في النص، يبقى موجود في السكالا ميديا. تمام موجود في السكالا ميديا. طب هو انا لسه قايل لك من شويه، خلي بالك من حاجه، ان السكالا فيستيبيولاي والسكالا تيمبناي قلت لك متصلين مع بعض في الايبكس اوف ذا كوكيلا، يبقى انت عايز تقول لي يا دكتور ان في الايبكس اوف ذا كوكيلا البيري لينف بتاع السكالا فيستيبيولاي وكذلك البيري لينف بتاع السكالا تيمبناي بيكون في كونكشن ما بينهم؟ صح يا دكتور ده اللي بيحصل. تمام طيب كلام جميل جدا لحد هنا الكلام تمام. طيب بص يا دكتور، هو التكوين او الكومبوزيشن بتاع البيري لينف زيه زي الاندو لينف؟ قطعا لا يا دكتور، اختلاف شاسع ما بين الاثنين. البيري لينف يا دكتور اقرب ما يكون الى الاكسترا سيلولار فلويد. اهو وادي البيري لينف اللي تحت اقرب ما يكون الى الاكسترا سيلولار فلويد. طب انا اسالك سؤال، هو الاكسترا سيلولار فلويد كان فيه ايه؟ كان فيه صوديوم عالي، صح ولا مش صح؟ صح يا دكتور. طب البوتاسيوم اللي كان فيه؟ كان لو بوتاسيوم، البوتاسيوم كان قليل. تمام طيب كذلك فوق، كذلك فوق يا حبيب قلبي نفس الكلام، الاكسترا سيلولار فلويد كان بيحتوي على عدد كبير جدا او تركيز كتير جدا من الصوديوم، صوديوم عالي والبوتاسيوم قليل. طيب ده بالنسبه لمين؟ ده بالنسبه للبيريليمف. طب بالنسبه للاندوليمف اقرب ما يكون يا دكتور الى الانترا سيلولار فلويد. طيب الانترا سيلولار فلويد كان بيحتوي على ايه؟ اعكس بقى، كان بيحتوي يا دكتور على بوتاسيوم كتير. طب والصوديوم؟ والصوديوم كان قليل، عكس الايه؟ عكس الاكسترا سيلولار فلويد. يبقى يا دكتور نقول تاني، البيري ليمف يا معالي الدكتور المحترم يحتوي على الاكسترا سيلولار فلويد كومبوننت شبهه بالظبط، يبقى فيه صوديوم كتير وبوتاسيوم قليل. البيري لينف فوق او تحت. طب في النص عندك مين؟ الاندوليمف اقرب ما يكون الى مين؟ الى الانترا سيلولار فلويد، يعني يحتوي على ايه؟ بوتاسيوم كتير وصوديوم قليل. تمام لحد هنا كلام جميل جدا. طيب بعد كده عايز اتكلم معاك معلومه مهمه قوي، هنتكلم عن البوتنشال يعني الكهرباء بمعنى اصح، يعني يا دكتور الاندوكوكليار بوتنشال الكهرباء اللي موجوده جوه الكوكيلا. هيجي واحد يعني اي كيو حماده بالزنجبيل ويقول لي ايه؟ يقول لي يا دكتور هو ايه علاقه الكهرباء بجوه الكوكيلا؟ اقول لك يلا هو مش الريسبتور بتاع الكوكيلا ده موجود جواها؟ الريسبتور اللي بتاع السمع اللي بيخليك تسمع مش موجود جواها؟ هتقول لي ايوه. اقول لك يا ابني ما هو الريسبتور ده ما بيشتغلش غير بالكهرباء، ريسبتور بوتنشال بعد كده اكشن بوتنشال في العصب، فالحوار كله عباره عن بوتنشالز يعني فرق كهرباء. تمام؟ عايز بقى اتكلم معاك
في البيري لينف والاندو لينف، هل في فرق ما بينهم في الكهرباء؟ ايوه يا دكتور، انا عندي حاجه اسمها الكتريكال بوتنشال. حاجه اسمها ايه؟ الكتريكال بوتنشال. يعني ايه كلمه الكتريكال بوتنشال؟ معناها فرق جهد. تمام، فرق الجهد ده ما بين مين؟ قال لك بتوين، ما بين مين ومين يا دكتور؟ ما بين الاندو لمف وما بين البري لمف. تمام؟ تمام يا دكتور. ايه بقى فرق الجهد اللي موجود ده؟ بيقول لي معليك ان الموجب جوه الاندو لمف اكتر بكتير من الموجب اللي موجود في البري لمف. عايز تقول لي ايه؟ عايز تقول لي ان الاندو لمف اكثر في البوزيتيفيتي او عنده مور بوزيتيف تشارجز ذان البري لمف، وهو كذلك يا دكتور. فلما اجي اقول لك فرق الجهد ده يساوي كام، فرق الجهد ده يساوي كام يا دكتور؟ هتقول لي والله يا معالي الدكتور المحترم فرق الجهد ده اكيد هيكون بالموجب. طيب ليه؟ لان احنا متفقين اصلا من زمان، من قديم الازل، من ايام شابتر النيرف، ان اي اشاره بحطها في الالكتريكال بوتنشال بتدل على الانر سايد. فانا لما اجي اقول لك ان الاندو لينف يحتوي على موجب اكتر بكتير من البري لينف، فرقم واحد بسم الله هتقول لي الاشاره موجب. موجب كام؟ موجب 80 ملي فولت. ده يا دكتور الكتريكال بوتنشال، او فرق جهد كهربي بتوين الاندو لينف والبري لينف. يعني الاندو لينف اكتر في الموجب بمقدار 80 شحنه موجبه. فاهم قصدي؟ طيب كلام جميل جدا يا دكتور. طيب هو ايه اللي بيخلي الاندو لينف ده في موجب كتير؟ قال لك البوتاسيوم اللي موجود فيه، موجود فيه بزياده حبتين ثلاثه اربعه. طيب ليه يا دكتور؟ قال لك والله احنا عندنا مجموعه من الخلايا، الخلايا دي موجوده يا حبيب قلبي الغالي في اللاترال وول، في اللاترال وول بتاع السكالا ميديا. هو فين يا دكتور اللاترال وول؟ هو ده اللاترال وول بتاع السكالا ميديا. الخلايا اللي قدامك دي اسمها استرايا فاسكولاريس. اسمها ايه؟ استرايا فاسكولاريس. الاسترايا فاسكولاريس اللي قدام معليك دي، الخلايا دي بتفضل تعمل ايه بقى؟ بص يا ابني اللي هيحصل ده، تفضل تعمل سكريشن وتفرز عندك يا معالي الدكتور بوتاسيوم ايون وباستمرار جوه الاندولينف، يعني جوه السكالا ميديا. يبقى يا معالي الدكتور المحترم انا عندي كونتينوس ترانسبورت اوف بوتاسيوم ايونز، بوتاسيوم ايونز بتفضل تدخل وباستمرار من خلايا موجوده في اللاترال وول بتاع السكالا ميديا. الخلايا دي اسمها استرايا فاسكولاريس، تفضل ترمي لك بوتاسيوم بوزيتيف كتير 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 جوه الاندولينف، وده ينشئ عندك او يعمل جينيريشن اوف الكتريكال بوتنشال، فرق جهد كهربي ما بين الاندولينف والبري لينف مقداره بوزيتيف 80 ملي فولت. تمام؟ تمام. ده كده يا ابني بالنسبه لانواع الفلويد، وبالنسبه للاندوكوكليار بوتنشال، فرق الجهد الكهربي بتوين الفلويدز اللي موجوده فين؟ في الكوكلا، بتوين الاندولينف والبري لينف. عندك موجب 80 ملي فولت بالنسبه لمين؟ للاندولينف، لان الموجب فيه زياده بسبب وجود خلايا اسمها استرايا فاسكولاريس، تفرز عندك صوديوم كتير في الاندولينف. تمام؟ طيب كلام جميل جدا. ركز بقى معايا علشان نستكمل. بعد كده يا دكتور عايز اتكلم عن حاجه اسمها البازلر ميمبرين. البازلر ميمبرين اقلب لي صفحتين كده في الكتاب او المذكره اللي قدامك، وهناخد البازلر ميمبرين قبل الاورجان اوف كورتي. البازلر ميمبرين ده يا معالي الدكتور المحترم كان موجود فين؟ حضرتك عارف والله ان البازلر ميمبرين ده هو الميمبرين اللي قدامك ده، بعمل لك عليه خط بالاحمر اهو. كان بيفصل او بيعمل سيباريشن بتوين مين ومين يا دكتور؟ والله يا دكتور بتوين السكالا اللي تحت اللي كان اسمها ايه؟ سكالا تيمبنوي. اهو سكالا تيمبنوي، وما بين السكالا اللي موجوده في النص عندك اللي هي دي اللي كان اسمها سكالا ميديا. تمام؟ ادي يا عم السكالا ميديا. لحد هنا الكلام ده جميل وسهل جدا. بص بقى معايا، انا عايزك تتخيل القط سيكشن ده جاي ازاي. انا جبت يا ابني التيوب قمت قاطع فيها كده. بص انا ظاهر لك اهو علشان هتحتاج تشوفني يا ابني. انا واخد كات سيكشن في التيوب بتاعت الكوكيلا بالعرض كده. فاهم قصدي؟ طب حلو جدا. اذا يا دكتور البازلر ميمبرين اللي قدامك ده
ماشي بطول الكوكيولا كده، صح ولا مش صح؟ مش انا واخد كات سيكشن كده؟ اذا يا معالي الدكتور البازلر ميمبرين ده ماشي بالطول كده جوه الماسوره كلها، جوه التيوب كلها، وبيلف معاها كمان، ما عنديش ادنى مشكله خالص. طيب كلام جميل يا دكتور. طيب البازلر ميمبرين اللي قدام سيادتك ده يا معالي الدكتور المحترم، لو انا عايز اشخبط لك عليه كده عشان اوضحه لك اكتر، هو يا ابني اللي قدامك ده اهو، بسم الله، بص كده، هو ده يا حبيب قلبي، هو ده يا دكتور البازلر ميمبرين. البازلر ميمبرين ده اكيد فوقيه حاجات، ما هو يا ابني ربنا خلقه بازلر ليه؟ بازلر عشان ربنا يحط فوقيه حاجات، عارف الحاجات اللي بتتحط فوق البازلر ميمبرين دي؟ يعني حرفيا اغلى حاجه موجوده في الكوكيولا، اللي هي مين يا دكتور؟ اللي هي الاوديتوري ريسبتورز. يعني الاوديتوري ريسبتورز يا معالي الدكتور المحترم موجوده عندنا فوق البازلر ميمبرين. اي نعم، وهو كذلك، تمام تمام يا دكتور. طب انا دلوقتي عايز اعمل حاجه تانية خالص، عارف عايز اعمل ايه؟ عايز اقول لك فلنفرض مثلا يا دكتور ان اللي قدامك ده هو البازلر ميمبرين، تمام، ادي يا عم البازلر ميمبرين، الممبرين ده بالشكل اللي قلنا رسمه قدامك ده ماشي جوه بالشكل ده كده اهو، مش هو ماشي جوه التيوب كده، وانا جيت اخدت انا جيت اخدت كات سيكشن كده، بس هو ماشي مكمل، صح؟ وهو ماشي مكمل، قال لك في مجموعه من الفايبرز، يعني يا معالي الدكتور المحترم البازلر ممبرين ده يحتوي على فايبرز. طب الفايبرز دي عددها كام؟ قال لك عددها من 20,000 لحد 30,000 فايبرز، تمام؟ طب موجوده ازاي يعني؟ قال لك بص بقى معايا، الممبرين او الانبوبه ماشيه بالطول والفايبرز ماشيه بالعرض، يعني وصفها لي كده يا دكتور او ارسمها لي اهي، ادي يا عم الفايبرز اهي. اذا الفايبرز اللي انا راسمها قدام سعادتك جوه دي ممكن اسميها ايه؟ دي يا معالي الدكتور المحترم بسميها بازيلر فايبرز، تمام؟ بازيلر فايبرز اهي، بازيلر فايبرز، وركز معايا عشان الموضوع ده محتاج تخيل شويه، وانا قدر المستطاع بوريك كل حاجه، تمام؟ يبقى يا دكتور التيوب ماشي عندك بالطول، والبازلر ميمبرين ماشي معاها بالطول، ولكن البازلر ميمبرين يحتوي على فايبرز، الفايبرز دي ماشيه بالعرض. اعمل لك ايه تاني؟ اصبر يلا. بص يا ابني، شايف ايدي دي؟ اهي، شايف ايدي؟ ايدي اللي قدامك دي تمثل مين؟ ايدي اللي قدامك دي تمثل البازلر ميمبرين، الميمبرين اللي هو ماشي بالطول مع مين؟ مع البازلر، بازلر ميمبرين ماشي بالطول مع الانبوبه بتاعت الكوكيولا، موجود فيه فايبرز، الفايبرز موجوده ازاي؟ الفايبرز موجوده كده بالعرض اهو، بص الفايبرز على ايدي اهي، انا علمت وانت ما شفتش في الاخر، ربنا يسامحك، ادي يا عم اهي، شايف هنا؟ اهو المفروض بقى ان الفايبرز دي بالعرض، لكن يا دكتور التيوب بتاعتك او البازلر ميمبرين نفسه بالطول والفايبرز مقطعه بالعرض كده، فاهمني؟ حلو جدا يا دكتور، كلام جميل. طب الفايبرز دي عددها كام؟ ولا كانك شايفه من 20,000 ل 30,000 فايبر، ماشي؟ طيب حلو قوي، بيقول لك ان هي بتكون الاستيك، تمام؟ وبتكون شبه الحاجه اسمها الريد، شبه الريد، عارف يعني ايه الريد يلا؟ اللي هي القضبان، فاهم؟ شبه القضبان الصغيرة. مش بس كده يا دكتور، المعلومة المهمة بقى بالنسبة لي، البازلر فايبرز دي بتمسك فين؟ قال لك والله يا معالي الدكتور المحترم ليها حاجة اسمها بيزل اند، وليها حاجة اسمها ديستال اند، تمام؟ بيقول لك البيزل اند بتاعتها بتمسك في البوني بارت، يعني بتمسك في العظمة دي، تمام؟ طيب هو العظمه اللي قدامك دي كان اسمها ايه يا دكتور؟ ها؟ العظمه دي كان اسمها ايه؟ موديرس اهي، او كنا بنسميها الليمبس، اللي هي العظمه الرئيسيه اللي موجوده عندي في الكوكيلا، اللي الكوكيلا بتلف حواليها، تمام؟ البازلر فايبرز دي ماسكه فيها، يلا مش العظمه دي برضو لفه كده بالطول؟ ايوه، يعني لو عايز ارسمها لك هنا، العظمه دي بالطول اهي، ادي يا عم العظمه اهي. الفايبرز دي بقى يا معالي الدكتور المحترم ماسكه بالبيزل اند بتاعتها، ادي يا عم البيزل اند بتاعت الفايبرز، ماسكه في مين؟
ماسكه يا دكتور في البوني بارت، في العظمه الرئيسيه اللي موجوده عندك في الكوكيلا. طيب الطرف الثاني، الطرف الثاني ده بسميه ديستال اندز، اهو ديستال اندز. طب الديستال اند ده يا دكتور قال لك ده فري، مش ماسك في حاجه، يعني في بعض الناس قالوا ان هو بيكون ماسك جاست او مجرد في لوز فايبرس تيشو ولا كانك شايفها، بس هو فري يعني مش ماسك في حاجه. تمام. عارف يا ابني البازلر ممبرين بالفايبرز بتاعته دي فوقيها ايه؟ فوقيها يا دكتور حاجه اسمها اوديتوري ريسبتورز. اوريك رسمه حقيقيه اكتر واكتر. بص يا حبيب قلبي، ادي يا عم عندك البازلر ممبرين، برسمه لك اهو، بعلمك عليه. بص اهو، ادي البازلر ممبرين، بص كده اهو، هو الحته الصغيره اللي تحت دي، عمال اعلمك عليه بالاحمر اهو. والله يا دكتور حته العظمه اهي اللي هي البوني بارت، بيمسك فيها البيزل اند بتاعت مين؟ اهي بتاعت الفايبرز. الفايبرز بقى كلها جايه بالعرض، يعني بص كده معايا، بص معايا يا ابني، الشكل اللي قدامك ده المفروض ان هو بيطول الانبوبه كده مكمل، يعني الشكل اللي قدامك ده بيطول الانبوبه مكمل، انا واخد فيه كات سيكشن كده. طب هو ايه الشكل اللي فوق ده كله؟ ده كل الشكل اللي فوق ده بسميه اورجان اوف كورت. يعني ايه يا دكتور؟ يعني ده الريسبتور بتاع السمع. ده مين يلا؟ ده الريسبتور اللي بيخليك تسمع، هناخده بالتفصيل كمان شويه. كل ده يا دكتور الريسبتور؟ كل الشكل اللي قدامك ده يمثل الريسبتور، وهناخده كمان شويه بالتفصيل. يبقى مين اللي شايله؟ البازلر ميمبرين. طب البازلر ميمبرين بيحتوي على فايبرز واخدناها، بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك هو الفلويد اللي موجود جوه، الفلويد اللي موجود هنا لما بيحصل له فايبريشن ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل يا ابني كالتالي، البازلر ميمبرين بالاورجان اوف كورتي او بالاوديتوري ريسبتور اللي فوقيه بيهتز كده. طب تقدر تقول لي انهي جزء ثابت؟ يا دكتور البيزل اند هي اللي ثابته لانها ماسكه في العظمه، لكن مين يا ابني بيفضل يهتز كده؟ الديستال اند. ومين فوقيهم؟ موجود فوقيهم الريسبتور المسؤول عن الاوديتوري او المسؤول عن السمع. يبقى يا دكتور البازلر ميمبرين بيفضل يهتز كده، وموجود فوقيه مين؟ موجود فوقيه الريسبتور او الاوديتوري ريسبتور اللي بيخليك تسمع. عندك في الكتاب طبعا يعني ساب كل الامثله اللي في الدنيا، وقال لك يعني تشبه الريدز اوف اللي هي الهارمونيك، قال لك تشبه اهو الريدز اوف هارمونيكا. الناس اللي بتسمع مزيكا كتير، هارمونيكا دي آلة موسيقية انا بسمعها بس عمري ما سمعتهاش، فالصراحة يعني الفضول اخدني فروحت اسمعها، ما عجبتنيش فهسمعها لك عشان ما تعجبكش برضه، فاهم؟ كلام جميل جدا. هي ابني آلة نفخ، فاهمني؟ آلة النفخ دي المفروض ان هي بالطول اهي، ماشي، وعندك قضبان بالعرض اهي، تمام؟ نفس الشكل اللي انا سميته لك من شويه، بيقول لك القضبان دي الطرف بتاعها فري، يعني الديستال اند بتاعتها فري، ومن هنا ماسكه، في مسمار ماسكها هنا اهو، تمام؟ لما بيجوا ينفخوا فيها عندك الاطراف دي يا معالي الدكتور او القضبان اللي قدامك دي بتتحرك كده. فهو بيقول لك ان البازلر ميمبرين فوق الريسبتور بيتحرك بشكل فري كده، لما الميه اللي موجوده جوه تهتز يتحرك مع الريسبتور، يتحرك بما فوقيه الريسبتور، وده يؤدي الى ستيميوليشن اوف ذا ريسبتور. طيب شبه مين؟ قال لك شبه الريدز اوف هارمونيكا. تمام يا دكتور. طيب بعد كده عايز اتكلم بقى بشكل اكثر عمقا عن الفايبرز اللي معانا، فركز معايا عشان نعلي الصعوبه شويه في النقطه دي. تعالى بعد كده بقى يا دكتور نتكلم بشيء من التفصيل شويه على البازلر فايبرز، تمام؟ بص يا دكتور، البازلر فايبرز دي اولا هي موجوده ازاي؟ انت عارف ان البازلر ميمبرين موجود بطول الانبوبه او بطول التيوب بتاعه الكوكيلا، صح؟ يعني انا ممكن اكتب لك يا حبيب قلبي الغالي ان الميمبرين اهو،
أن الممبرين نفسه بالطول، صح ولا مش صح؟ مش البذرة الممبرين يا ابني زي ما انت لسه شايفه من شوية بطول التيوب بتاعة الكوكيولا؟ ايوه يا دكتور، ولكن ايه بقى؟ ولكن الفايبرز نفسها اللي هي البازلر فايبرز كانت بالايه؟ كانت موجودة بالعرض. تمام. شفت يا ابني الرسمة الجميلة قوي اللي قدامك دي؟ ادي يا عم شكل الكوكيولا ومبين لك فيها فقط البازلر فايبرز بالطول بتاع الكوكيولا او التيوب بنفس الطول، موجود عندك البازلر ميمبرين بالعرض بالشكل ده كده، موجود عندك البازلر فايبرز. لك ان تتخيل يا معالي الدكتور المحترم ان الفايبرز اللي قدامك دي، هذه الفايبرز معايا بتختلف من حيث ايه يا دكتور؟ قال لك والله يا دكتور تختلف رقم واحد في اللينس، يعني في الطول بتاعها، وتختلف رقم اتنين في الثيكنس، يعني في السمك بتاعها. طيب فهمني اكتر يا دكتور، يعني ايه تختلف من حيث الطول بتاعها؟ قال لك بص معايا، اللي موجود قدامك ده يا معالي الدكتور المحترم، الحته اللي عليها النجمه اللي قدامك دي تمثل البيز بتاعه الكوكي. تمام يا دكتور. يبقى يا حبيب قلبي الغالي، البيز قدامك اهو، بدايتها عند النجمه دي. إذن يا دكتور تقدر تقول لي فين يا حبيب قلبي الغالي موجود عندك الإيبكس؟ الإيبكس عند النجمة التانية أهي. يبقى يا دكتور السهم اللي هطلعه ده يمثل الإيبكس بتاعت مين؟ الإيبكس بتاعت الكوكيلا. وده طبيعي يا ابني، البيز تحت وهي عمالة تلف لفتين ونص أهو، والإيبكس موجودة فوق والبيز موجودة تحت. تمام يا دكتور. لو تركز بقى معايا إن البيز عندك رفيعة كده، وبما إن الفايبرز دي موجودة بالعرض، إذن يا حبيب قلبي الغالي في المكان الرفيع الفايبرز هتكون قصيرة، صح ولا مش صح؟ إذن يا حبيب قلبي أنا عايز أتكلم عن الفايبرز من حيث اللينس أو الطول، من حيث اللينس أو الطول هتكلم عنها كالتالي. بص بقى معايا، هقول لك والله يا معالي الدكتور المحترم وضعها إيه؟ ركز معايا، عند البيز اللي هو عند المكان الضيق اللي قدامك ده، الماسورة بتكون ضيقة، و وضع الفايبرز ايه يا دكتور؟ عند الايبكس او التوب. الايبكس او ايه؟ او التوب. تمام يا دكتور. قول لي يا دكتور، بص كده يا ابني، عند البيز الطول بتاعها عامل ايه؟ تحس يا دكتور ان هي شورت، صح؟ وطول ما انت عمال تطلع لفوق وعمال تلف رايح ناحيه الايبكس، الطول بتاعها بيطول يا دكتور. اذا عند البيز هقدر اقول ان الفايبرز اللي هي البازلر فايبرز بتكون شورت، والرسمه قدامك اثبتت كل حاجه. اما عند الايبكس او عند التوب فوق يا معالي الدكتور المحترم، الفايبرز بتكون طويله، يعني هي بالعرض وطويله، فبتكون لونج. لحد هنا تمام؟ تمام يا دكتور. ده بالنسبة لأن أنا بقول لك إن الفايبرز دي تختلف عن بعضها، رقم واحد من حيث الطول، بتكون عند البيز قصيرة شورت، لكن بتكون عند الإيبكس إيه يا دكتور؟ بتكون عند الإيبكس طويلة يعني لونج. تمام، كلام جميل. طيب من حيث الثيكنس، يعني إيه الثيكنس؟ السمك أو الديامتر بتاع الفايبر نفسها. هتكلم عند كم مكان؟ نفس الفكرة، هتقول لي والله وضعها ايه يا دكتور؟ عند البيز، وكذلك وضعها ايه يا دكتور؟ عند التوب او الايبكس. ادي الايبكس اللي هي التوب. تمام يا دكتور. بيقول لي سيادتك ايه بقى؟ عند البيز بتكون تخينة، يعني الفايبر نفسها بتكون بالسم كده تخينة كده، يعني قصيرة وتخينة، يعني إيه يا دكتور؟ يعني ثيك. طيب عند الإيبكس يا دكتور بيكون وضعها إيه؟ العكس بقى، بتكون رفيعة، يعني طويلة ورفيعة بالشكل ده كده، فبتكون ثين. لحد هنا تمام؟ نقول بقى تاني عشان الكلام ده مهم شوية. يبقى يا دكتور أنا بقول لك إن البازلر فايبرز موجودة بالعرض، لكن الممبرين نفسه جوه الأنبوبة موجود بالطول، فاهمني؟ طيب عايز اتكلم ان الفايبرز دي بتختلف عن بعضها البعض من حيث الطول اللي هو اللينس، ومن حيث الثيكنس
من حيث اللينس يا دكتور، عندي البيز بتكون ايه؟ عندي البيز يا معالي الدكتور بتكون شورت قصيره، عندي الايبكس بتكون لونج. طب بالنسبه للسمك او الثيكنس، عندي البيز بتكون ثيك وعندي الايبكس بتكون ثين. يا دكتور وش هنساهم صح؟ انا عارف، بس عشان كده هنجمعهم في جملتين كده بسيطه جدا. هقول لك يا ابني عايزك تقول لي ات البيز وضع الفايبرز بيكون عامل ايه، و ات التوب او الايبكس وضع الفايبرز بيكون عامل ايه. عند البيز يا دكتور هتقول لي تخينه وقصيره، تخينه وقصيره، يعني عندي البيز ركز معايا بقى بتكون ثيك اند شورت. طيب عندي التوب يا دكتور بالعربي برضو هتكون رفيعه وطويله، تمام، رفيعه وطويله، يعني بتكون رفيعه ثين وطويله لونج. بس يعني بكل بساطه يعني يا حبيب قلبي الغالي انت ما تحفظش غير الكلمتين العربي دول. يعني ايه يا دكتور؟ هتقول لي والله انا بتكلم دلوقتي عن البازلر فايبرز اللي موجوده في البيز، في البازلر ميمبرين. البازلر ميمبرين موجود بالطول بالطول مع التيوب بتاعت الكوكيولا، ولكن الفايبرز الموجوده فيه موجوده بالعرض يا دكتور زي الشكل اللي قدامك. هذه الفايبرز تختلف عن بعضها من حيث اللينس والثيكنس. عند البيز هتكلم وعند التوب هتكلم. البيز الفايبرز تخينه وقصيره، يعني thin and short. عند التوب او الايبكس بتكون رفيعه وطويله، ولا افتكر يالا ايبكس فوق يعني طويله وطويله رفيعه، بتكون رفيعه وطويله، يعني بتكون thin and long. تمام؟ تمام يا دكتور يا محترم. اذا لو عايز انا بقى يعني فاهم انت اغلس عليك شويه في شويه الحبشتكنات العبيطه اللي قدامك دي، هقول لك ايه؟ هقول لك اذا الطول او اللينس بيزيد كلما اتجهنا من اليمين. هتقول لي اللينس او الطول، ركز كده يا ابني معايا، يزيد كلما اتجهنا من البيز الى الايبكس، والسهم قدامك اهو، كل ما تتجه من البيز الى الايبكس الطول بيحصل له ايه؟ الطول بتاع الفايبر بيزيد. طيب لو عايز برضو اغلس عليك اكتر اقول لك هو البيز الفايبر بتاعته كانت تخينه ولا رفيعه؟ هتقول لي الفايبر بتاعته كانت ايه يا دكتور؟ ها الفايبر بتاعت البيز كانت تخينه، تخينه تخينه وقصيره. اذا يا دكتور البيز الفايبر فيه تخينه صح؟ اقول لك الديامتر بتاع الفايبر بيحصل له ايه من البيز وانت ماشي ناحيه الايبكس؟ هتقول لي اصلا الايبكس الفايبرز فيها رفيعه، يبقى الديامتر بيقل كلما اتجهنا من البيز الى الايبكس. الديامتر بتاع الفايبر هو هو الثيكنس او السمك بتاع الفايبرز، بيقل عندك كلما اتجهت من البيز الى الايبكس. تمام تمام ادي يا ابني بالنسبه لمين؟ ادي يا ابني بالنسبه للبازلر فايبرز اند بازلر ميمبري. تمام تمام يا دكتور ركز بقى معايا عشان نكمل. نستكمل يا دكتور، ما زلنا بنتكلم عن البازلر فايبرز. تمام، نقول تاني، قلنا البازلر فايبرز عند البيز بتكون تخينه وقصيره. يعني ايه كلمه تخينه وقصيره؟ يعني بتكون قصيره شورت، تخينه يا دكتور بتكون ثيك، زود عندك بقى واحده كمان ان هي بتكون ستيف. يعني ايه بتكون ستيف يا دكتور؟ يعني ناشفه شويه. تمام، طيب عارف يا ابني الفايبرز البازلر انت مش عارف يا دكتور ان هي فوقيها الريسبتور المسؤول عن الاوديتوري؟ ايوه يا دكتور، ما هو الريسبتور المسؤول عن الاوديتوري موجود عندك فوق البازلر ميمبرين، صح ولا مش صح؟ صح يا دكتور. فبيقول لك بقى ان الفايبرز اللي هي بتكون عند البيز اللي هي الشورت وثيك وستيف بيحصل لها فايبريشن بشكل افضل واقصى ما يكون عند الهاي فريكوانسي ساوند. عند ايه؟ عند الهاي فريكوانسي ساوند. تمام، الهاي فريكوانسي ساوند زي صوت الفيميل، فاهم قصدي؟ تمام. اما عند الايبكس يا دكتور، انت عارف الايبكس الفايبرز فيها بتكون رفيعه وطويله. رفيعه يعني ايه يا معالي الدكتور؟ يعني طويله معناها اللي هي لونج. تمام تمام، رفيعه قلنا ان هي ثين، زود واحده بقى كمان معاهم بتكون لاكس، يعني بتكون يا دكتور راخيه شويه، ما بتكونش ستيف زي التخينه، فاهمني؟ طب حلو جدا يا دكتور. طب بما ان هي لاكس يا معالي الدكتور المحترم، مش مشدوده قوي او مش ستيف قوي، بتستجيب او بيحصل لها فايبريشن افضل يا معالي الدكتور المحترم عند اللو فريكوانسي ساوند. عند ايه؟ عند اللو
frequency sound. تمام؟ تمام. عندي هنا سؤال يا دكتور، انت كده يعني حصرت الفريكوانسي، يا اما تكون هاي يا اما تكون لو. ما هو اكيد يا دكتور في فريكوانسيز بين البنين، يعني يا معالي الدكتور في فريكوانسيز في النص كده، لا هي هاي ولا هي لو فريكوانسي. قال لك ايوه بالظبط كده، بيحصل لها فايبريشن او بتستجيب، اللي بيستجيب ليها يا دكتور هي البازلر فايبرز اللي موجوده في النص ما بين البيز والابكس. يبقى نقول تاني، يبقى يا دكتور عند البيز بتستجيب للهاي فريكوانسي، عند الابكس او عند التب بتاعت الكوكيولا بتستجيب للو فريكوانسي، ان بتوين في النص ما بينهم عندك فايبرز تانية. تمام؟ الفايبرز التانية اللي في النص دي بتستجيب يا معالي الدكتور للفريكوانسي ان بتوين، الفريكوانسي اللي ما بين البنين ما بين الهاي واللو فريكوانسي. تمام؟ تمام. قال لك مع التقدم في العمر والشيخوخه يا معالي الدكتور بيحصل مرض اسمه بريسبيكوسيس، اهو بريس بيكيوزيس. ايه اللي بيحصل في البريسبيكيوزيس؟ اللي بيحصل يا معالي الدكتور المحترم في البريسبيكيوزيس ان اللي بيتاثر عندك يا دكتور هو الفايبرز التخينه القصيره اللي بتكون ستيف. مع التقدم في العمر يا ابني بتصبح مور اند مور ستيف، فمش سهل ابدا ان يحصل لها فايبريشن. طب لو ما حصلهاش فايبريشن يبقى يا دكتور الاوديتوري ريسبتور مش هيهتز، يبقى مش هتسمع. يبقى الناس الاولد ايج او مع عمليه الشيخوخه تلاقي الواحد يا دكتور ما بيسمعش الهاي فريكوانسي ساوند، تلاقي مقدرته على انه يسمع الهاي فريكوانسي ساوند بتقل. ده مرض بنسميه بريسبيكيوزس، ده مرتبط اكتر بالشيخوخه والاولدنج والتقدم في العمر. تمام؟ تمام. احنا كده خلصنا البازلر ميمبرين كاميرا. تعالى بقى نرجع وناخد مين اللي موجود فوق البازلر ميمبرين. هو مين اللي موجود فوق البازلر ميمبرين؟ ده يا دكتور الاوديتوري ريسبتور. الاوديتوري ريسبتور اللي هو المسؤول عن عمليه السمع، وده ليه اسم، عارف بنسميه ايه؟ بنسميه اورجان اوف كورتي. اكيد طبعا اخدته في الهيستولوجي، بس احنا هناخده برضو ان ديتيلز دلوقتي، فركز معايا. تعالى بعد كده بقى يا دكتور نتكلم عن امتع حاجه في حصه النهارده، يعني الجزء اللي جاي ده كله يا ابني من الاجزاء فعلا اللي انت هتحس ان انت بتقراها وانت عارفها، فاهمني؟ لان احنا عملنا الحمد لله بيس قويه جدا في الحصه بتاعت النهارده. هتكلم معاك عن الاورجان اوف كورتي. يعني ايه اصلا يا دكتور اورجان اوف كورتي؟ انت عارف طبعا ان باللون الاورنج قدامك ده يمثل البازلر ميمبرين، صح؟ ادي عامل البازلر ميمبرين اللي هو باللون الاورنج قدام عليك ده. طيب كلام جميل جدا. فوق البازلر ميمبرين كل ما هو فوقيه بالشكل ده كده اسمه اورجان اوف كورتي. والاورجان اوف كورتي ده يا معالي الدكتور هو الريسبتور اورجان اوف هيرنج، يعني ده يا ابني اللي حضرتك بتسمع بيه من الاخر يعني. تمام؟ طب حلو جدا. سيتويتد يعني قاعد فوق مين؟ قاعد فوق البازلر ميمبرين. الكلام ده قايله قبل كده من شويه. طيب كلام جميل جدا يا دكتور. عايز بقى اسالك سؤال، هو الاورجان اوف كورتي موجود فين جوه التيوب بتاعه الكوكيولا؟ هو موجود يا دكتور بطول التيوب كلها، مش التيوب يا ابني بتاعه الكوكيولا كانت لفه حوالين نفسها مرتين ونص. تمام؟ صح يا دكتور. طب كلام جميل جدا، هو موجود فين الاورجان اوف كورتي؟ بطول التيوب كلها من الابكس لحد البيز، يعني بادئ عندك من الابكس فوق لحد البيز تحت، بطول التيوب موجود عندك اورجان اوف كورتي اللي هو بيعمل ايه؟ اللي هو الاورجان اوف هيرنج ده يا ابني اللي حضرتك بتسمع بيه. تمام؟ المعلومات دي حتى الان سهله جدا. طيب الاورجان اوف كورتي ده بقى يا دكتور يحتوي على هير سيلز. ادي يا عم الهير سيلز قدام عليك اهي. عارف يا ابني الهير سيلز دي؟ هير سيلز بالتبعيه، بص كده معايا. تفتكر وظيفتها ايه؟ اكيد يا دكتور هتتحرك، صح؟ عارف يا ابني لما بتتحرك ايه اللي بيحصل؟ لما بتتحرك انت بتسمع. ولذلك الهير سيلز دي بقى انا بقول عليها اوديتوري ريسبتورز. دي يا ابني تمثل الاوديتوري ريسبتورز. تمام؟ تمام يا دكتور. يبقى الاورجان اوف كورتي ده الاورجان اوف هيرنج، ده اللي انت بتسمع بيه. طب الريسبتور بالظبط فين يا دكتور جوه الاورجان اوف كورتي؟ هتقول لي هو الهير سيلز. وطبعا انت عارف قبل ما نقول اي حاجه عن الهير سيل ان هي اكيد بتتحرك، والحركه دي يا دكتور هي اللي بتخليك تسمع. نقطه ومن اول السطر. طيب عايز اقول لك حاجه كمان، عارف يا ابني الخلايا اللي بتحتوي على الهير سيل دي؟
بتكون متحوطه من الجناب بتاعتها بخلايا بتعمل لها سبورت، تمام؟ طب الخلايا اللي بتعمل لها سبورت اسميها ايه؟ اسميها سبورتنج سيلز، حماده بالزنجبيل ليه؟ تمام، كلام جميل. طيب هو الهير سيل دي يا دكتور علشان تقدر ان هي تتحرك لازم تحتوي على ايه؟ لازم تحتوي على اهداب بتتحرك، صح؟ حضرتك عارف من الهيستولوجي ان الاهداب اللي بتتحرك اللي بتكون موجوده في الهير سيل اسمها ستيريو سيليا. اسمها ايه؟ ستيريو سيليا. طيب كلام جميل جدا. الستيريو سيليا دي يا معالي الدكتور المحترم هي اللي بتتحرك، هي الاهداب الحركيه اللي بتسمح للهير سيل ان هي تتحرك، تمام؟ طيب ركز بقى معايا، لقينا يا دكتور في ممبرين حضرتك اول مره تسمع عنه دلوقتي، هو الممبرين اللي انا هعمل لك عليه سهم، ده الممبرين ده كله. الممبرين ده يا معالي الدكتور المحترم ماسك عندي هنا في العظمه الرئيسيه عادي جدا، زيه زي البازلر ممبرين، يعني ماسك في الموديولس، ماسك يا دكتور في الموديولس، تمام؟ تمام يا دكتور. وخلي بالك من حاجه بقى، عارف يا ابني الهير سيل بتاعت حضرتك دي بيرسينج او لازقه او ماسكه من فوق كده يا دكتور في التك في الممبرين اللي قدامك ده. طب ثواني بس قبل ما اقول لك اسمه، طب الممبرين ده انا مش عايز اقول اسمه دلوقتي، انا عايزك انت تستنتج الاسم بتاعه. موجود فين؟ موجود فوق السطح او فوق السطح بتاع الهير سيل، تمام؟ طب حلو جدا يا دكتور. طب كلمه سطح معناها ايه؟ معناها تكتوريوم. كلمه سطح معناها تكتوريوم. طب ده الممبرين اللي موجود فوق سطح الاستيريو سيليا او الهير سيل، فسميه ايه؟ تكتوريال ممبرين، تمام؟ اسمه ايه يا عم؟ اهو تكتوريال ممبرين، ادي يا عم التكتوريال ممبرين، تمام؟ طيب كلام جميل جدا، ده اسمه ايه؟ تكتوريال ممبرين. يبقى يا دكتور التكتوريال ممبرين ده هو اللي موجود فوق السطح بتاع مين؟ هو اللي موجود فوق السطح بتاع الهير سيل او الاستيريو سيليا. طيب كلام جميل لحد هنا، اوكي. طيب بص بقى معايا يا دكتور، بيقول لك ايه بقى؟ ولا انت فاكر من شويه كنت بقول لك ان البازلر ممبرين بيتحرك كده؟ اه يا دكتور، لما الفلويد يهتز بيخلي البازلر ممبرين يتحرك كده. طب والبازلر ممبرين فوق ايه؟ فوق ايه؟ الاورجان اوف كورتي. طب حلو جدا يا دكتور. طيب الاورجان اوف كورتي من ضمنها حاجه اسمها الهير سيل، تمام؟ طيب الهير سيل دي يا معالي الدكتور المحترم المفروض بتطلع استيريوسيليا. طب جميل جدا. قال لك بقى في عندك رودز، يعني حاجه زي قضبان الحديد كده بتمتد عندك من الهير سيل لحد لما تمسك عندك في البازلر ممبرين. انا راسمها لك بالخط لونه اسود ده، عارف يا ابني دي هسميها ايه؟ عارف دي هسميها ايه يا دكتور؟ دي هسميها رودز اوف كورتي. اهو رودز اوف كورتي. الرودز اوف كورتي دي يا معالي الدكتور المحترم ماسكه مين؟ ماسكه يا دكتور الهير سيل ونازله تحت 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 لحد لما تمسك في الحاجه الاورنج اللي تحت دي اللي هي البازلر ممبرين. اللي هي مين؟ اللي هي البازلر ممبرين. لحد هنا تمام. طيب الهير سيل دي يا دكتور طالعه في مكان قبل ما تمسك في التكتيريال ممبرين. المكان اللي هو عامل لك فيه نجوم ده، تفتكر المكان ده ليه اسم؟ اه يا دكتور المكان ده ليه اسم؟ المكان ده يا حبيب قلبي الغالي بقول عليه لامينا، او ادي يا عم اللامينا. تقريبا الكلام ده انتوا اخدتوه بالتفصيل في الهيستولوجي، يعني لا يعنيني في شيء على فكره. انت عارف انا عايز اقول لك حاجه واحده بس، عارف ايه هي؟ اللي انا عايز اقوله لك ان البيز اللي هو البازلر ميمبرين معايا، المفروض ان فوقيه الخلايا اللي هي الهير سيل، ماشي؟ والمفروض ان هي طالعه في اللامينا. اذا يا معالي الدكتور المحترم البازلر فايبرز بتاعه البيزل اللي هو البازلر ميمبرين والرودز اوف كورتي اللي هي القضبان بتاعه الحديد والريتيكولار لامينا اللامينا اللي فوق كلهم متصلين ببعض، كلهم متصلين ببعض. فبالتبعيه يا دكتور لما يبدا يتحرك عندك البازلر ميمبرين هيحرك مين؟ هيحرك البازلر فايبر وتتحرك معاه الرودز اوف كورتي، وبالتبعيه اللي فوقيهم تتحرك الريتيكولار لامينا، فكلهم يتحركوا از اريجيد يونت، يعني كانهم وحده حركيه واحده بيتحركوا مع بعض. تمام؟ تمام يا دكتور. طيب اسالك بقى سؤال، السؤال ده قسما بالله من اهم الاسئله اللي ممكن حد يسالها لك في حياتك حرفيا في الجزئيه دي. طب هو التكتوريال ميمبرين بيتحرك معاهم كوحده واحده؟ لا، ما بيتحركش معاهم، على الرغم ان هو ماسك في نفس العظمه اللي ماسك فيها البازلر ميمبرين،
تمام؟ يعني هما الاثنين ماسكين في الموديولس، ما عنديش ادنى مشكله خالص، هما الاثنين ماسكين في الموديولس، ولكنهم يا دكتور ماسكين في مكانين مختلفين. ماسكين في ايه؟ في مكانين مختلفين. فلما يتحرك عندك البازلر ميمبرين يتحرك عندك فوقيه مين يا دكتور معاك؟ يتحرك عندك معاك الرودز اوف كورتي، وبالتالي تتحرك معاك الهير سيل جوه مين؟ جوه اللامينا، تمام؟ كلهم كوحده حركيه واحده، لكن موجود فوقيهم يا دكتور بالشكل ده كده التكتوريال ميمبرين، ثابت ما بيتحركش. طب بما انه ثابت ما بيتحركش، ايه اللي يحصل بقى للهير سيل اللي ماسكه فيه؟ ما هو انت لازم تعرف بقى ان الهير سيل طالعه من هنا ولازقه في مين؟ ماسكه يا معالي الدكتور في التكتوريال ميمبرين. التكتوريال ميمبرين موجود فوق السقف بتاع الهير سيل. عارف بقى ده يؤدي الى ايه؟ يؤدي الى ان البازلر ميمبرين لما يتحرك كده معايا، اللي هو اب اند داون، اب اند داون، اب اند داون، كل الطبقات بتاعته تتحرك اب اند داون، لكن الهير سيل ممسوكه بالتكتوريال ميمبرين من فوق، فما تطلعش وتنزل، لا تتحرك لقدام ولورا، باك اند فورث، باك اند فورث، باك اند فورث. الحركه بتاعت الهير سيل باك اند فورث لقدام ولورا هي دي اللي تخليك تسمع، بس كده، ده اللي انا عايزك تفهمه، تمام؟ طيب كلام جميل يا دكتور. احنا هنا ما زلنا برضو بنتكلم عن مين؟ ما زلنا بنتكلم عن الاورجان اوف كورتي. طيب لقينا عندنا يا دكتور حاجه زي النفق، فين النفق ده؟ هو يا ابني المكان ده، ادي يا عم النفق. النفق ده هسميه تانل او تانل اوف كورتي، ده نفق موجود. النفق ده موجود ليه؟ قال لك ما هو علشان احنا عندنا يا معالي الدكتور المحترم صفين من الخلايا. يا دكتور هو الرسمه اللي قدامك دي متاخده زي من الكوكيولا، دي كات سيكشن، يعني الرسمه دي مكمله معاك بطول الكوكيولا كده، تمام؟ دي كات سيكشن كده، والرسمه دي مكمله معاك بنفس الطول بتاع الكوكيولا، اوكي؟ طيب كلام جميل جدا. طب بما ان ده كات سيكشن يا دكتور، ايه اللي يحصل؟ قال لك احنا عندنا كده في صفوف من الهير سيلز، صح ولا مش صح؟ صح يا دكتور. طب الهير سيلز دي بتنقسم لكام جروب؟ قال لك عندنا تو جروبس. معايا؟ في جروب منهم هعمل لك عليه دايره دلوقتي اهو، اللي هو عباره عن صف واحد، وفي جروب تاني عباره عن تلات صفوف. نقول تاني، في جروب عندك عباره عن صف واحد، وفي جروب تاني اهو عباره عن تلات صفوف بطول الانبوبه بتاعه الكوكيولا، بطول الانبوبه بتاعه الكوكيولا. طيب يا دكتور يا محترم، عايز اسالك سؤال، هو الناحيه دي، الناحيه دي ناحيه مين؟ الناحيه دي يا دكتور ناحيه العظمه، صح؟ يعني ميديال ولا لاترال للتنل؟ لا يا دكتور، دي ميديال للتنل اهو، للتنل، ماشي؟ يبقى يا حبيب قلبي الغالي انا هقدر اقول لك على الصف الواحد من الخلايا ده، هقول عليه الانر هير سيلز. اقول عليه ايه؟ الانر هير سيلز. طب الانر هير سيلز دي يا دكتور موجوده ميديال للتنل، موجوده قريبه اكتر من العظمه، تمام؟ وتعالى نتكلم عن الثلاث صفوف الاخرين، دول يا دكتور موجودين لاترال للتنل، لاترال للنفق ده. هعرفك اهميه النفق ده دلوقتي ايه، فركز معايا. طيب بما ان هم موجودين لاترال ليه؟ يعني براه، فاقدر اقول عليه يا دكتور اوتر هير سيلز. تمام؟ تمام، موجوده لاترال للتنل، للنفق. طب النفق ده فائدته ايه؟ يا ابني هو مش الهير سيل دي المفروض تهتز؟ فلما تهتز يتولد فيها كهرباء، ما دي الريسبتور، الكهرباء دي تتحول لاكشن بوتنشال في العصب. العصب ده يا ابني اللي جاي من الاوتر هير سيل بيمشي عندك في التانل علشان يتجمع بعد كده ويكونوا عصب واحد اسمه الاوديتوري نيرف، اللي هو العصب السمعي، يوصل عندك يمشي لحد الكورتكس فتبدا ان حضرتك تسمع. ده كده مين يا ابني؟ ده كده الفكره او الكلام المجمل اللي انا عايزك تعرفه من السلايد دي عن الاورجان اوف كورتي. تعالى بعد كده بقى ندخل ناخد تفاصيل اكتر واكتر في الاورجان اوف كورتي، وباقي الكلام سهل حرفيا، فركز معايا علشان نكمل. تعالى دلوقتي يا دكتور نتكلم بالتفصيل الممل بقى عن الاورجان اوف كورتي، معظم المعلومات هتلاقي نفسك عارفها، فباقي الكلام هتلاقيه سهل ولذيذ ان شاء الله. الاورجان اوف كورتي يا معالي الدكتور المحترم بيقول لك ده الريسبتور اورجان اوف الهيرنج، يعني ده يا ابني المكان اللي انت بتسمع بيه، تمام؟ قلناها. تاني حاجة موجود فين؟ سيتويتد اون، بيقعد فوق البازلر ميمبرين، شغل عيال. طب تالت حاجة بيقول لك يا دكتور ذيس اورجان اكستند، يعني هو بيمتد منين لمنين؟ بطول التيوب بتاعت الكوكيولا، يعني من اول الايبكس وانت نازل كده في اللفة لحد البيز، يعني في طول التيوب كلها. طيب بعد كده يا دكتور بيحتوي على شورت هير سيل،
ودي تمثل الاوديتوري ريسبتورز، دي لما بتهتز هي اللي بتخليك تسمع. متحوطه بمين؟ بالخلايا اللي هي الخضره دي اللي هي دكتور بنقول عليها تول سبورتنج سيلز. تمام تمام في معلومه كمان انا عايز اقول لك عليها على فكره، يعني هتفيدنا كمان شويه جدا. عارف ايه هي؟ عارف يا ابني الهير سيلز اللي قدامك دي والسبورتنج سيل بتكون لازقه في بعض لازقه سودا تايت جانكشن. طب عارف ده فايدته ايه؟ طب انا لو جيت اسالك سؤال، ركز معايا عشان عايز انزل لتحت شويه كده اهو. بص معايا كده، انا دلوقتي لو جيت اسالك نوع الفلويد اللي موجود هنا ايه ونوع الفلويد اللي موجود هنا ايه، هتقول لي يا دكتور؟ هتقول لي الفلويد اللي موجود هنا هو الاندو ليمف. تمام تمام والفلويد اللي موجود تحت يا دكتور هو البري ليمف. تمام تمام يا دكتور. عايز بقى اسالك سؤال واقول لك، هو الهير سيل دي، ركز معايا، الهير سيل اللي قدام عليك دي يا دكتور عامله تايت جانكشن ما بينها وما بين السبورتنج سيل، وده يا حبيب قلبي الغالي بيمنع الاندوليمف اللي موجود عندك ده ان هو يوصل للبيز بتاع الخلايا دي اللي هو بالشكل ده كده. تمام؟ يعني هي من فوق قافله على نفسها ما بينها وما بين باقي الخلايا قافله سودا، فالاندوليمف اللي موجود عندك ده ما يقدرش ان هو يوصل عندك للبيز بتاع الخلايا، ما يقدرش يوصل للبيز بتاع الهير سيل، وده مهم جدا جدا جدا. خلي بالك من حاجه بقى، يعني انا لو الرسمه دي اكثر دقه شويه هتلاقي ان الهير سيل دي يا دكتور نزل تحت شويه، فاهم قصدي؟ فكان الهير سيل دي يا معالي الدكتور البيز بتاعها بيكون كونكت مع مين؟ مع البري ليمف. يبقى البيز بتاع الهير سيل بيكون ان كونكشن مع مين؟ مع البري ليمف. طيب لو جيت بقى اسالك سؤال تاني، البروسيسز بتاعتها او الشعر بتاعها يالا بيكون كونكتد مع مين؟ مع اللي فوقيه اللي هو الاندوليمف. تمام؟ حلو، سهله جدا المعلومه دي. بص بقى معايا نستكمل يا دكتور. تن تن اهو بعد كده بيتكلم معاك ويقول لك ايه بقى؟ يقول لك والله يا الهير سيل دي بتحتوي على حاجه اسمها ستيريوسيليا اللي هي الاهداب اللي بتخليها تتحرك. الستيريوسيليا دي يا معالي الدكتور بيرس بتخترق حاجه فوقيها اسمها الريتيكولار لامينا، اللامينا اللي انا قلتها لك، واللامينا دي بتكون سبورتد بالرودز اوف كورتي، من اللامينا كده نازله لتحت 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 لحد ما تمسك عندك في البازلر ميمبرين، وبالتالي البازلر فايبر بتاعت البازلر ميمبرين والرودز اوف كورتي وكذلك اللامينا نفسها هم الثلاثه لما يجي يتحركوا يتحركوا ايه؟ از ا ريجيد يونت، وحده واحده. يعني قتلتها بأحسن معاك. تمام. طب التكتوريال ميمبرين اللي هو موجود في السقف هل بيتحرك معاهم از اوان يونت؟ كان كتبهم معاهم يا ده كاتبها لوحدها. طيب ما بيتحركش معاهم ليه يا دكتور؟ لان هو ثابت فوق، فلما اللي تحت يبدا يتحرك يقوم هو ماسك فيه الهير سيل فيخلي الهير سيل تروح لقدام ولورا، باك اند فورس باك اند فورس لقدام ولورا. تمام تمام يا دكتور. طيب كلام جميل جدا ده كده بالنسبه للهير سيل والستيريوسيليا اللي موجوده في الاورجان اوف كورتي. تمام تمام بعد كده هيتكلم معاك عن الكوكيلار نيرف. الفايبرز بتاعت الكوكيلار نيرف بقى ذات نفسها بتطلع منين يا دكتور؟ اللي هي الاعصاب اللي بتطلع من الكوكيولا. قال لك والله منها افرنت وافرنت، وهتفهم دلوقتي ليه. قال لك بتعدي من خلال حاجه اسمها التانل اوف كورتي. فاكر ايه التانل اوف كورتي؟ ده كان بيعدي منه مين؟ بيعدي منه يا معالي الدكتور المحترم الفايبرز العصبيه اللي جايه من البيز بتاع الهير سيل، لان دي اللي بيمشي فيها الكهرباء، بتتجمع مع بعض عشان تكون لك العصب السمعي اللي بيخليك تسمع، يرجع ورا لحد مين؟ يرجع عندك، يطلع هنا عند الكورتكس يخليك تسمع. تمام. طيب كلام جميل جدا يا دكتور. فبيقول لك والله التانل اوف كورتي تو بي ان كونتاكت وذ البيزز اوف هير سيل، لان الهير سيل دي اللي بيطلع منها العصب، والعصب ده بيعدي في التانل اوف كورتي عشان يتجمع على هيئه العصب السمعي. في تايت جانكشن، يعني يا دكتور لازقين في بعض جامد، ما بين مين؟ ما بين الهير سيلز والسبورتنج سيلز، عشان تمنع الاندوليمف اللي موجود فوق الهير سيل ان هو يوصل البيز بتاع الخلايا دي، يمنع الاندوليمف من ان هو يوصل البيز بتاع الهير سيل، وبالتالي وبالتبعيه البيزز بتاعت الهير سيل اقدر اقول ان هي قاعده او باثس على مين؟ البريليمف، لكن البروسيسز او الشعر نفسه على الاندوليمف، ولسه مهلك في الرسمه دلوقتي. طيب ركز بقى معايا في العظمه اللي جايه دي عشان همرجحك شويه. بص يا دكتور، عايز اسالك سؤال، معلش الكلام اللي مكتوب دلوقتي، انا عايز اسالك سؤال لسه قاله من شويه، هو الفرق او الالكتريكال بوتنشال، قلتها من شويه والله في الرسمه الجرافيك، الالكتريكال بوتنشال الفرق في الجهد الكهربي ما بين الاندوليمف والبيريليمف كان كام؟ كان موجب 80 ملي فولت. الكلام ده لسه قايلينه صح؟
الفرق في الكهرباء اللي هو الكتريكال بوتنشال بتوين الاندو ليمف والبيري ليمف كان ايكوال كام؟ موجب 80 ملي فولت. طيب اسالك سؤال تاني، طيب يا دكتور الهير سيلز ذات نفسها لو قارنتها بالكهرباء اللي تحتها، هي مين الكهرباء اللي تحتها؟ هتقولي اللي تحتها اللي تحت البيس بتاعها هو البيري ليمف. يبقى انا يا دكتور لو جيت اقارن يا حبيب قلبي الغالي الكهرباء بتاعت الهير سيل مع الكهرباء اللي تحتها اللي هي البيري ليمف هلاقيها بتطلع ماينس 70 ملي فولت. تمام تمام يا دكتور. مش بس كده، طب انا لو عايز اقارن الهير سيل بالاندولينف اللي موجود فوقيها هلاقي كام؟ هلاقي يا دكتور فرق الجهد ماينس 150 ملي فولت. طبعا ليها حسبه معينه انا مش هقول لك عليها، ليه؟ عشان انا عارف ان انت اي كويشن بنظف الحسابات اصلا، فاهمني؟ هي ليها حسبه كده يعني مش عارف، سيبك منها. بس المهم الارقام تعرفها لي. بص يا حبيب قلبي الالكتريكال بوتنشال ما بين الاندولينف والبيري ليمف انت عارفها موجب 80. طيب ثبت لي الهير سيل ما بين الهير سيل والبيري ليمف ماينس 70، ما بين الهير سيل والاندو ليمف هتكون كام يا دكتور؟ هتكون ماينس 150. ايه ده يا دكتور؟ ده انا ملاحظ يا معالي الدكتور المحترم ان الكهرباء فرق الكهرباء كبير. اي خليه في جسمك الفروقات في الكهرباء بتاعتها كبير، ده يخلي الخلايا دي مور سنسيتيفيتي او السنسيتيفيتي بتاعتها عاليه. تمام؟ طب وانا هستفيد ايه لما تكون السنسيتيفيتي بتاعت الهير سيل عاليه؟ هتستفيد ان انت ممكن تسمع اخف صوت. تمام؟ يبقى انا بقول لك الارقام دي كلها ليه؟ علشان اقول لك كلمه واحده بس، ان فرق الكهرباء عادي. وده يؤدي الى ان الهير سيل تكون من اكثر الخلايا في جسمك فيها فرق كهرباء كبير. فرق الكهرباء الكبير ده يخليها يا دكتور هايلي سنسيتيف سيل تو سلايتست ساوند، يعني تسمع اخف صوت ممكن تسمعه. طيب عندي كام نوع بقى من الخلايا من الهير سيل؟ قلنا والله يا دكتور عندي نوعين، بنقسمهم على حسب هم موجودين فين في البازلر ميمبرين. والله كان اول واحده كانت الانر هير سيل، والانر هير سيل دي يا معالي الدكتور المحترم قلنا تمثل صف واحد، كانت خليه واحده كده مرسومه معايا، كانت ميديال ناحيه ميديال للتانل. هو كاتب لك 3500 خليه ولا كانك شايف. تمام؟ طب حلو جدا. عارف يا ابني الانر هير سيل على الرغم من ان عددها قليل معايا ولكنها تمثل الريسبتور الحقيقي بالنسبه لنا. ليه يا دكتور؟ لان دي اللي بتبعت افرنت في الاوديتوري نير في العصب السمعي بنسبه 90 ل 95%. يعني الفايبرز بتاعه العصب السمعي اللي بنسمع بيها يا دكتور تقريبا من 90 ل 95% من الفايبرز اللي بتمشي فيه رايحه للمخ بتكون من الانر هير سيل اللي اصلا عددها قليل، اللي هي عبارة عن صف واحد فقط معايا. لكن الأوتر هير سيل يا دكتور كانت عبارة عن 3 rows of cells، يعني كانت عبارة عن 3 صفوف من الخلايا وكانت موجودة عندك lateral للتانل. تمام؟ عارف دي تمثل كم من العصب السمعي؟ الافرنت اللي رايح للمخ تمثل من 5 ل 10% بس، ولك أن تتخيل يا دكتور. طيب كلام جميل جدا، حلو قوي. طيب الانر هير سيل اللي هي كانت صف واحد موجود ميديال للتانل، لسه مقول لك في الرسمه فوق، كانت بتعمل ايه يا دكتور؟ قال لك والله هي كذلك بتستقبل افرنت. يعني ايه كلمه تستقبل افرنت؟ يعني بيجي لها اعصاب يا دكتور من المخ. ثواني بس يا دكتور انت هتجنني، هو مش الهير سيل دي تمثل ريسبتور؟ اه، احنا من امتى بنقول ريسبتور جاي له افرنت؟ ما هو افرنت ده معناها موتور. امتى قلنا ان في ريسبتور في الدنيا بيجي له موتور؟ ادينا قلناها دلوقتي، الوحيده في جسمك معايا. يبقى يا دكتور الريسبتور اللي هقول لك عليه طول ما احنا بنشرح بيجي له افرنت من المخ بتاعك هو مين؟ هو الهير سيلز. طيب بيجي لها ريسبتور ليه؟ كمان 5 دقائق هعرفك. تمام، حلو جدا. بنقول بقى ان دي البرايمري سنسوري سيلز، يعني هي دي يا ابني اللي بتعمل اكشن بوتنشال وهي دي اللي بتخليك تسمع. ليه يا دكتور؟ لان يا ابني بقول لك 95% من الفايبرز اللي بتمشي عندك في العصب السمعي الاوديتري نيرف تمثل من الانر هير سيل اللي هي عباره عن صف واحد زي ما انت لسه شايف في السلايد اللي فاتت اللي كان فيها الرسمه. تمام؟ اذا يا دكتور هي مسؤوله عن ريسبونسبل فور الفاين اوديتري ديسكريميشن، تميز لك ما بين الاصوات المختلفه. طيب
بما ان يا دكتور 95% تقريبا من الفايبرز اللي بتمشي في الاوديتري نيرف عباره عن انر هير سيل، يعني جايه من الانر هير سيل، امال ربنا خلق ثلاث صفوف بحالهم ليه من الاوتر هير سيل؟ تتخيل كده ليه؟ قال لك والله يا معالي الدكتور المحترم، ربنا خلقهم اكيد لحكمه، بل انها حكمه عظيمه لو تعلم يا ولدي. عارف ايه هي؟ قال لك يا حبيب قلبي الغالي، الاوتر هير سيل اللي قدام معاليك دي الوظيفه اللي ربنا خلقها علشانها مينلي وبشكل اساسي، بص بقى معايا، بص بقى معايا، الانر هير سيل قلت لك بتستقبل فيو افرنت، يعني عديناها شويه كده، لكن الاوتر هير سيل مينلي بتستقبل افرنت، يعني ربنا خالقها وبشكل اساسي يا دكتور ان هي تستقبل افرنت جاي من الاوليف نيوكليوس اللي موجوده عندك في جذع المخ، تمام، علشان يتحكم فيها، يتحكم في الريسبتور، يتحكم في الاوتر هير سيل. طب يتحكم فيها ازاي؟ قال لك ما هو بيتحكم في الحركه بتاعتها، فهي بتكون موتايل، وممكن يا دكتور تصبح قصيره او ممكن تزود من طولها. لو اصبحت قصيره تعمل دي بولاريزيشن وتسمع اكتر، ولو اصبحت طويله تعمل هايبر بولاريزيشن وتقلل السمع عندك. هو المخ بتاعي يا دكتور يقدر ان هو يتحكم ان انا اسمع حاجه معينه او ما اسمعهاش؟ اي نعم يقدر، وهثبت لك دلوقتي بالدليل. معايا؟ طب حلو جدا يا دكتور، ركز بقى معايا. بيقول لك ايه؟ بالخط العريض ما عندهاش دايركت ريسبتيف فانكشن، يعني احنا مش عارفين حتى الان الريسبتيف فانكشن بتاعتها بشكل دايركت ايه، ولكن لقينا ان هي بتحسن الهيرنج باي انفلونسنج، يعني بتزود الايه الفايبريشن بتاع مين؟ بتاع البازل ميمبرين. بما ان هي موتايل، بما ان هي جاي لها اعصاب موتور كتير بشكل مينلي، اذا الاهتزاز بتاعها بيتحكم في الاهتزاز بتاع مين؟ يتحكم في الاهتزاز بتاع البازلر ميمبرين، تمام. اذا يا دكتور يا محترم، انا عندي اعصاب موتور بتطلع من الكورتكس او من المخ عندك، بتروح تتحكم في الريسبتور اللي بيسمع، وخصوصا الاوتر هير سيلز. طيب تعمل ايه بقى؟ والله الاوتر هير سيل لما يجي لها اشاره يا دكتور من المخ، المخ يتحكم في الفايبريشن بتاع البازلر ميمبرين، لان الاوتر هير سيل لما بتهتز لانها موتايل تزود الاهتزاز بتاع البازلر ميمبرين، يبقى المخ بتاعه قادر ان هو يزود الاهتزاز بتاع البازلر ميمبرين فيعمل ايه؟ فيزود السمع، وقادر ان هو يقلل الاهتزاز بتاع البازلر ميمبرين فيقلل السمع لاصوات معينه. طيب هو انت ناسي يلا، ركز في العظم اللي جاي دي، ان البازلر ميمبرين كان فيه فريكوانسيز كتير. ايوه يا دكتور، ده مليان فريكوانسيز. المخ بتاعك عارف هو عايز دلوقتي يسمع انهي فريكوانسي ومش عايز يسمع انهي فريكوانسي، بدليل ايه؟ بدليل ان انت ممكن تكون قاعد سامعني دلوقتي الصوت بتاعي ده ليه فريكوانسي معين الكورتكس بتاعتك عرفته وانت قاعد مركز معايا في الحصه. في اصوات حواليك، اخوك قاعد بيتكلم، في حد بيتكلم جنبك، انت لا تعيره انتباهك لو انت مركز معايا. من ضمن الحاجات اللي بتخليك تركز معايا هي الكورتكس اللي بتخليك تسمع. ليه يا دكتور؟ في الاول بتسمع كل الاصوات، بس بما انها الجزء العاقل من السي ان اس، يلا انت زهقت من كلمه العاقل في السي ان اس، وانا ما بقولش كلمه لا اعني بها شيء، انا بقول لك الكورتكس هي الجزء العاقل من السي ان اس، فهي عايزه تسمع صوت دكتور شريف بس وتركز معاه، والاصوات الجانبيه تركنها دلوقتي، فتعمل ايه؟ تسمع في الاول كل حاجه، بعد كده تقوم بعت افرنت موتور لمين يا دكتور؟ للاوتر هير سيلز، تقول لها انا عايز البازلر ميمبرين في الفريكوانسي الفلانيه بتاع الدكتور شريف، الكورتكس بقى عارفه انهي فريكوانسي اللي صوتي رايح عليها، شغليها لي كويس واسمعي لي الصوت ده كويس، يعني اصبحي شورتن، خليكي قصيره، واعملي ديبولاريزيشن. وتروح يا دكتور على المكان الثاني من البازلر ميمبرين اللي فيه الفريكوانسي اللي انت عايز تعمل لها ignorance او انت عايز تتجاهلها او تريجكت الاصوات دي، تروح عليها يا دكتور وما تحركش البازلر ميمبرين فيها، فتركز مع صوتي وما تركزش مع الاصوات الثانيه ولا كانك سامعها اصلا، بل انك يا دكتور احيانا ما تسمعهاش الا لو كانت عاليه زياده عن اللزوم، تمام؟ طيب كلام جميل جدا يا دكتور. اذا الكورتكس تقدر تتحكم في سماع الصوت اللي انت عايزه. تقدر تتحكم ازاي؟ عن طريق التحكم في الاوتر هير سيل، تغير طولها، لو اصبحت قصيره تعمل دي بولاريزيشن،
فتسمع الحته الفريكوانسي اللي انت عايزها كويس، تتحكم في البزر من برين كويس، اما تشده اما تخليه لاكس شويه، لما تشده في مكان معين يهتز حلو، ولما يهتز حلو تسمع الصوت كويس، او تخليه لاكس يا دكتور تخليه مرتاح شويه فما يهتزش حلو، عشان تعمل ريجكت لاصوات معينه الكورتكس مش مهتمه بيها ولا عايزه تسمعها اصلا. تمام؟ تمام. يعني صرحنا فيها شويه مش مشكله، بس قلت يعني ايه، عارف انت من باب اللي هو امتعك بالمعلومه يعني. طيب اهو يا حبيب قلبي، بص كده نقرا كده الكلام المكتوب ده، بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك والله السبورت بتاع مين بقى؟ بيتكلم هنا على الاوتر هير سيل. تمام؟ بيقول لك the higher number of centrifugal fibers. عارف يعني ايه كلمه centrifugal fibers؟ دي اعصاب افرنت قادمه من المخ تتحكم في الريسبتور. جايه منين؟ جايه منين؟ من المخ، من جذع المخ، من البرين ستيم. معايا؟ تتحكم في مين؟ في الاوتر هير سيل. تمام؟ بتعمل ايه يا دكتور؟ قال لك والله سجست ريتروجريد نيرفس ميكانيزم. يعني ايه ريتروجريد؟ يعني الكورتكس سمعت الاصوات كلها، في صوت هي عايزه تركز معاه، وفي اصوات مش عاجباها عايزه تعمل لها ريجكت، ترفضها، ترفض سماعها، فاسمها ريتروجريد، بتسمع بعد كده بترد عشان تعمل ايه؟ اجنورانس لاصوات معينه. تمام؟ عن طريق ان هي يا دكتور كنترول، تتحكم في الاير سنسيتيفيتي تو الديفرنت ساوند بيتشز. بتتحكم يا دكتور في السنسيتيفيتي بتاعه البازلر ممبرين، يعني الاذن بتاعتك للاصوات المختلفه، والكورتكس تخليك تسمع صوت حلو وصوت ما تسمعوش او تتجاهله يا دكتور نوعا ما. تمام؟ تمام. بس لقينا حاجه غريبه جدا يا دكتور. هو عايز اسالك سؤال، مين اهم بالنسبه لنا؟ الانر هير سيل ولا الاوتر هير سيل؟ هيجي واحد يقول لي اكيد يا دكتور الانر، لان الانر دي بتكون 95% من الفايبرز اللي بتمشي في العصب السمعي. اقول له كلامك يبدو منطقيا، ولكن عايز اقول لك حاجه، لو لقينا واحد اتضرب عنده الاوتر هير سيل اتضربت، الشخص ده بيحصل له ماركت هيرنج لوس، يعني تقريبا ما بيسمعش. طب ما بيسمعش ليه يا دكتور؟ على الرغم من الانر هير سيل remained fully functional، يعني بتشتغل بكامل وظيفتها، وهي تمثل 95% من الفايبرز اللي بتمشي عندك يا دكتور في العصب السمعي، ورغم ذلك يا حبيب قلبي العيان ما يسمعش، بسبب ان اتضرب عنده مين؟ الاوتر هير سيل. عارف ليه؟ لان الاوتر هير سيل هي المسؤوله بشكل اساسي عن الفايبريشن بتاع البازلر ميمبرين. اي نعم يا دكتور، ممكن الساوند اللي جاي ويحرك الميه او الفلويد يحرك البازلر ميمبرين، ولكن ليس بالقدر اللي الاوتر هير سيل بتخليه يهتز جامد. فاهمني؟ فالعيان ده حرفيا ماركت هيرنج لوس. دي حاجه غريبه جدا، لان 95% اصلا من الفايبرز من الانر، والانر سليم، لكن الاوتر لو ضربت انت ما تسمعش. ليه؟ لان هي اللي بتتحكم في حركه البازلر ميمبرين. تمام؟ طيب كلام جميل جدا يا دكتور. كده احنا خلصنا الاورجان اوف كورتي، ركز معايا، ما زلنا مستمرين حتى نهايه المنهج. دلوقتي بقى يا دكتور عايزين نتكلم عن معلومه سهله وبسيطه جدا، يعني لا تعنيني بالاهميه اللي انت متخيلها، بس تعال نقولها مع بعض. يعني اسالك سؤال، هو احنا علشان نسمع محتاج تعمل ايه؟ انت محتاج تعمل فايبريشن في الفلويد اللي موجود جوه الكوكيولا، صح؟ يعني ببساطه جدا يعني. طب انا ممكن اعمل فايبريشن في الفلويد اللي جوه الكوكيولا ده عن طريق كام طريقه؟ قال لك والله احنا عندنا ثلاث طرق يا راجل. اه والله في طريق احنا اخدناه بالتفصيل، وده الطريق يبني النورمال الطبيعي اللي هو فيا وفي حضرتك وفي باقي خلق الله، اسمه السيكولار روت. يعني ايه السيكولار روت يا دكتور؟ يعني بكل بساطه دوت المين باث واي، يعني ده الطريق الرئيسي او الاساسي فور النورمال هيرنج، يعني ده يبني النورمال، ده الناس الطبيعيه بتسمع بيه اللي ما عندهمش اي مشكله في السمع. طيب بيحصل ايه؟ قال لك والله ادي يا دكتور الموجات بتاعه الصوت بتقوم عامله اهتزاز في مين؟ في الاير درام اللي هي الطبله بتاعه الاذن، تقوم محركه الثلاث عضمات اللي موجودين عندك في الميدل اير، اللي هم مين؟ الميلس ثم الانكس ثم الاستيبس. الاستيبس تقوم مخبطه على الاوفال ويندو، يقوم الاوفال ويندو يا دكتور عامل ايه بقى؟ عامل يا معالي الدكتور المحترم اهتزاز في الفلويد اللي موجود جوه الكوكيولا، فانت تسمع. تمام؟ طب وظيفه الثلاث عضمات دول ايه؟ وظيفتهم والله يا دكتور ان هم يكبروا الايه؟ يكبروا الضغط بتاع الصوت. تمام؟ يكبروه بمقدار 22 ضعف زي ما اخذنا النهارده. طيب في معلومه كمان عايز اقول لك عليها. خلي بالك من حاجه يا حبيب قلبي الغالي، خلي بالك، هو انا لما اجي اخبط هنا
بالستيبس. الستيبس دي موجوده فين؟ عند الاوفال ويندو، تمام؟ طب حلو جدا. طب الاوفال ويندو دي موجود في نهايتها مين؟ موجود عندك والله يا دكتور السكالا فيستيبيولاي، وانا قلتها من شويه لو تفتكر. يعني الجزء ده من الكوكيلا اللي الستيبس لازقه عليه فاتحه في مين؟ في السكالا فيستيبيولاي. طيب كلام جميل. طب والممبرين اللي تحت ده فاكر ده اسمه ايه؟ ده والله ده ويندو تاني خالص كان اسمه الراوند ويندو. طب كان فاتح على ايه؟ تعرف؟ كان فاتح يا معالي الدكتور المحترم عند السكالا تمبرون. بيقول لك ان اصلا المفروض ان الاثنين متوصلين ببعض، ودي يا ابني كلها عباره عن دايره، فاهمني؟ فبيقول لك ان الطاقه بتاعت الصوت بتنتقل بسرعه وبشكل مباشر يا دكتور في الدايره اللي بتلف بيها من السكالا فيستيبيولاي تو السكيلتن بنوي يا معالي الدكتور المحترم، وتسبب لك ان البازلر ممبرين يحصل له فايبريشن ويهتز، واذا اهتز عندك البازلر ممبرين يحصل عندك ايه؟ يحصل عندك استيميوليشن في الاورجان اوف كورتي، ولو حصل استيميوليشن في الاورجان اوف كورتي الف مبروك انت سمعت، تمام؟ تمام. ده البصوي الطبيعي اللي احنا عارفينه وما فيهوش ولا كلمه جديده. طب لو واحد طبله الاذن عنده اتخرمت بتحصل صح؟ يعني خلينا نخلي الموضوع اسوأ واسوأ. لو واحد البونز بتاعت الاذن الوسطى الميدل اير العظم اللي جوه اللي هو الميلس والانكس والستيبس باظ لسبب ما، فاهمني؟ العين ده هيسمع ولا مش هيسمع؟ هيسمع يا دكتور يا راجل والله هيسمع، ولكنه هيفقد اهم وظيفه اصلا. ليه؟ ايه هي يا ابني؟ مش هيقدر ان هو يكبر الضغط بتاع الساوند. فانت محتاج تعمل ايه؟ هل العيان ده لو انت بتكلمه بصوتك هيسمعك؟ والله ما يسمعك، تمام؟ قال لك والله يا دكتور الروت الثاني العيان ده بيسمع ازاي؟ قال لك بنسميه الاير روت. بكل بساطه التمبانيك ممبرين ما عادش لازمه بالنسبه لك، وكل العظم ده ما عادش لازمه، لان خلاص يا ابني التمبانيك ممبرين اما اتخرم يا اما العظم ده باظ. قال لك كده ما قدامكش غير حاجه واحده بس ممكن تحصل، عارف ايه هي؟ ان الموجات بتاعه الصوت دي تفضل ماشيه 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 لحد ما تروح هي بنفسها بتعمل ايه؟ تروح هي بنفسها يا دكتور تحرك عندك الراوند ويند. طب هو الراوند ويند دي كان حواليها ايه؟ والله يا دكتور كانت متغطيه بممبرين، الممبرين ده كنا بنقول عليه السكندري تمبانيك ممبرين. يبقى الممبرين ده كان اسمه ايه؟ كان اسمه السكندري تمبانيك ممبرين. الهواء يا دكتور عادي جدا بتوصل لهنا شايل ايه؟ شايل الموجات بتاعت الصوت، يروح يعمل لك ستيميوليشن او فايبريشن خفيف في السكندري تمبانيك ممبرين. طب هل يا دكتور الضغط بتاع الصوت اللي جاي من الهواء على طول ده يقدر ان هو يحرك لك الفلويد جوه؟ ما يقدرش. ده احنا علشان نقدر نخليه يحرك الفلويد زودنا الضغط بتاعه 22 ضعف. طب هل الضغط ده زاد؟ لا، الضغط ده الطبيعي زي اللي في الهواء، اذا ما يقدرش ان هو يحرك الفلويد، تمام؟ فالعيان ده يا معالي الدكتور المحترم يسمع عادي زي زيك؟ لا، يعني وانت بتكلمه بصوت واطي كده يسمعك؟ ما يسمعكش، تمام؟ تمام يا دكتور. اذا السنسيتيفيتي اوف هيرنج او الحساسيه بتاعت العيان ده اللي عنده يعني مثلا خرم كبير في الطبله بتاعت الاذن او الميدل اير بونز باظت ايا يكن، السنسيتيفيتي اوف هيرنج بتاعته بتقل جدا. بتقل بمقدار كام؟ يعني بص، هو احنا كناس طبيعيه لو تفتكر من الحصه اللي فاتت كنا بنسمع عند كام ديسيبل؟ احنا كنا بنسمع الثري شولد بتاع الهيرنج بتاعنا كنا بنسمع عند 0 ديسيبل. الشخص ده يا ابني يسمع عند من 15 ل 20 ديسيبل، انت فاهم؟ يعني ما يسمعش الاصوات العاديه اطلاقا، محتاج ان انت وتكلمه حرفيا تكلمه في مايك عالي جدا عشان يبدا اصلا ان الصوت بتاعك ده ضغطه يكون عالي قوي قوي قوي، فيبدا ان هو يحرك الفلويد ايه، يحرك الفلويد شويه. تمام تمام يا دكتور. طب الطريق الثالث بقى، الطريق الثالث ده يا ابني احنا ما بنسمعش بيه، ولكن هو قال لك دي طريقه ممكن يهتز بيها الفلويد، لكن احنا كبشر ما بنسمعش بيه لان احنا بنعمل حاجه معينه. بنجيب والله التانينج فورك، بنجيب ايه؟ تانينج فورك. دي بقى بيستخدمها دكتور الاي ان تي عشان يختبر حاجه معانا هقول لك كمان شويه. بنجيب التانينج فورك اللي هي الشوكه الرنانه، ويقوم خابطها يخليها تعمل فايبريشن او اهتزاز، ويحطها يا دكتور على السكال او الجمجمه، تمام؟ بيحطها على السكال او الجمجمه ورا ودنك كده، مكان الكوكي لورا ودنك كده، تمام؟ طب حلو يا دكتور، لما يحطها ايه اللي يحصل؟ بيقول لك ان الفايبريشن ده بينتقل عن طريق العظم لحد لما يعمل اهتزاز عندك في الكوكيلا بنفسه، فالفلويد اللي جوه الكوكيلا يهتز فالعيان يسمع صوت الاهتزاز. وخلي بالك من حاجه هنا، انا بقول لك يسمع صوت الاهتزاز ما تقوليش يحس،
فاهمني؟ في فرق ما بين الفايبريشن سنسيشن وما بين ان انا اسمع صوت الفايبريشن، يسمع زن كده يالا بتاع فايبريشن. طب دكتور الاي ان تي او الانف والاذن بيستخدم الطريقه دي ليه؟ بيستخدم الطريقه دي علشان يشوف المشكله فين. طب انا لو جيت عملت الحركه دي وحطيتها على الاسقال، جبت تاننج فورك وحطيتها خبطتها وحطيتها على الاسقال بتاعت العيان، ولا انا سامع صوت زن كويس، يبقى المشكله عنده فين؟ في التمبانيك ميمبرين، يعني المشكله عنده في البونز اللي موجوده في الميدل اي. تمام، دول كده يا ابني الثلاث طرق اللي بنقدر من خلالهم ان احنا نحرك الفلويد او نعمل فايبريشن للفلويد اللي موجود عندك في الكوكيلا، يعني ازاي بنعمل ساوند ترانسميشن. تمام، طيب يعني مالهاش اي ستيل لازمه الجزئيه دي اصلا، فايه انت اسمعها معايا كده وشقلب واقلب يعني. تعالوا ندخل بقى على جزئيه اكثر اهميه شويه، فركز معايا. تعالى دلوقتي بقى يا دكتور افرجك على فيديو 3 دي انيميشن من اعظم ما رأت عيني حرفيا يعني. تمام، هنراجع فيه عن الحاجات اللي اخدناها كده سريعا، وهتكلم معاك فيه عن ازاي بنعمل استيميوليشن للعصب السمعي او الاوديتوري نيرف. تمام، بص بقى معايا من الاول خالص، الفيديو كله 6 دقايق، فركز معايا فيه وركز في كل كلمه بقولها لك وعينك مفتحه معايا كويس قوي. ادي يا عم الاكسترنال اير، ماشي، بيوضح لك بس الاير بتتكون من ايه يعني. شكرا يا سيدي. ادي يا حبيب قلبي محفوظه جوه البونه اهو، ربنا حاميها، اللي هي الكوكيولا، طالع منها العصب السمعي او الاوديتوري نيرف اللي هو الاصفر ده قدامك اهو. تمام، تعالى نتكلم بقى عن الكوكيولا. في حاجه اسمها الفيستيبيول، دي اللي اخدناها في الموتور لا تعنينا في شيء دلوقتي خالص. الكوكيولا لفه لفتين ونص حوالين نفسها، حوالين عظمه اسمها الموديوس في النص اهي. تمام، تعالى نفتح كده ناخد كات سيكشن، ادي يا عم لفتين ونص قدامك اهو. هنلاقي مقسمها ازاي؟ ثلاث حجرات او ثلاث غرف. اول غرفه موجوده فوق سكالا فيستيبيولاي، ودي تحتوي على بيري لينف. الغرفه اللي تحت خالص اسمها سكالا تيمبوناي، وكذلك تحتوي على بيري لينف. تمام، يبقى السكالا فيستيبيولاي اللي موجوده فوق والسكالا تيمبوناي موجوده تحت، الاثنين بيحتوي على بيري لينف. طيب اللي في النص بقى سكالا ميديا تحتوي على اندوليمف، وفيها اورجان اوف كورتي، ده يا ابني المسؤول عن السمع. حلو، كلام جميل. تعال بقى نتكلم عن اورجان اوف كورتي. فوق خالص يا دكتور في التكتوريال ميمبرين، تحت خالص البازلر ميمبرين، في هير سيلز قدامك اهي. تعال نتكلم بالتفصيل. بص بقى يا ابني البازلر ميمبرين ده العظمه بتاعته عامله ازاي. في يا دكتور بص كده موضح لك الكات سيكشن بطريقه جميله قوي. بص يا ابني شفت بقى الحته العظيمه قوي دي، عايز يقول لك ايه؟ عايز يقول لك يا حبيب قلبي الغالي، زي ما انا بوضحها لك كمان شويه، بوضحها لك بقالي فتره يعني، بقول لك ان ده كات سيكشن وان الممبرين ده مكمل بطول التيوب. شايف يا ابني هو هنا يعني شال لك الشادو شويه. بص يا حبيب قلبي الغالي، عندك ايه؟ عندك صف من الخلايا ناحيه جوه اهو، دي يا حبيب قلبي الغالي الانر هير سيل، وثلاث صفوف اهم مكملين بطول التيوب ماشيين قدامك اهم، دول الاوتر هير سيل، فوقيهم ممبرين، كلمه سقف معناها تكتوريوم، فهسمي الممبرين اللي فوقيهم تكتوريال ممبرين، والممبرين الازرق اللي تحتيهم اللي هم قاعدين عليه اسمه بازلر ممبرين. حلو قوي يا دكتور. طيب نكمل بسم الله. تعالى بقى نتكلم عن الانر اهو، بيقول لك ادي الانر ايه هير سيل ناحيه جوه، وادي الاوتر هير سيل ناحيه بره، وادي عندك تانل اهو. التانل ده يا دكتور بيمشي فيه الاعصاب. بص بقى معايا الافرنت 95% منهم طالعين منين؟ بص يا ابني اعصاب كتير قوي، 95% طالعين من الانر هير سيل، دول يا ابني العصب السمعي. طيب اللي رايحين بقى يا حبيب قلبي الغالي للاوتر افرنت، يعني موتور، رايحين لمين؟ رايحين للاوتر. تعالى بقى نشوف، بكلمك دلوقتي عن الاوتر اهو، بيقول لك والله ان هي في منها طويل وقصير، تقدر تتحكم في تقدر ان هي تتحكم يعني في الطول بتاعها، ممكن تبقى شورت وممكن تبقى لونج على حسب هي تعمل ايه. ازاي بقى الصوت بيدخل جوه الكوكيلا؟ ادي يا عم الصوت اهو الاكسترنال اير بتجمعه، يدخل بقى جوه يعمل اهتزاز في التمبانيك ميمبرين، شوف التمبانيك ميمبرين بيهتز، يهز معاه ثلاث عظمات عشان يكبر الضغط بتاع الصوت. بص بص طول بقى لما الكوكيلا الفلويد اللي فيها بيمشي، ادي كهرباء ماشيه في العصب السمعي رايحه للمخ عشان تسمع. طب ايه بقى اللي بيحصل؟ ادي الراوند ويندو قدامك اهو،
ماشي. تعال نبص جوه بقى، ادي يا حبيب قلبي شكل الفلويد وهو بيهتز، تمام، كلام جميل جدا. شفت الراوند ويندو بيهتز ازاي؟ اهو عليه طبعا ممبرين اسمه سكندري تيمبانيك ممبرين. تعال ناخد كات سيكشن ونبص بقى يا دكتور تاني. شفت يا ابني الكهرباء بتمشي ازاي؟ الاورجان اوف كورتي بتهتز فالكهرباء تمشي اهو في العصب السمعي اللي رايح عندك للكورتكس. طب تعالى نتكلم بالتفصيل بقى عن الاورجان اوف كورتي، تمام. ده في الريستنج بوزيشن بيكون ثابت ما بيتحركش. طب لو اتحرك شوف بقى بيهتز ازاي بكل ما عليه. يعني يا دكتور البازلر ممبرين بيهتز بكل ما عليه، يفضل يهتز يولد لك كهرباء في العصب، تمشي في العصب السمعي، الكهرباء ماشيه قدامك اهي تتجمع في العصب السمعي فانت تسمع. تعالى بقى نتكلم بتفصيل اكتر واكتر ازاي بنعمل استيميوليشن للاوديتوري نيرف او للعصب السمعي. بص بقى معايا، بيقول لك ايه؟ بيقول لك خلي بالك بقى من حاجه مهمه قوي. شفت الممبرين اللي هو البازل الممبرين بكل اللي فوقيه بيبدا يتحرك، والتكتوريال ممبرين ما بيتحركش معاهم لان هو مش ماسك في نفس الايه، مش ماسك في نفس العظمه معاهم، هو ماسك في نفس العظمه لكن مش في نفس المكان، فهو من فوق ما بيتحركش بنفس القوه. فده يؤدي الى ايه؟ يؤدي الى ان الهير سيل تتحرك اهو، بص لقدام ولورا، بنسميها باك اند فورث، باك اند فورث موفمنت اوف الهير سيل. فده يعمل لها ستيميوليشن. لما يحصل ستيميوليشن للهير سيل، انت عارف، نرجع تاني شويه، انت عارف الهير سيل لما يحصل لها ستيميوليشن، انا لسه قايل لك من شويه ان الهير سيل من فوق حواليها مين؟ البيري لينف، لا الاندو لينف، لكن من تحت في البيز بتاعها يعتبر اندو لينف. يعني يبقى يا دكتور اللي فوق اندو لينف واللي تحت بيري لينف. الاندو لينف اللي فوق فيه بوتاسيوم كتير، لما يحصل استيميوليشن للهير سيل في قنوات للبوتاسيوم تفتح، فيدخل عندك البوتاسيوم، فيدخل عندك البوتاسيوم، البوتاسيوم لما يبدا يدخل يعمل لك استيميوليشن في الهير سيل. سوري على الانتربشن اهو. بص يا عم، لما تبدا تتحرك عندك ادي هاي بوتاسيوم في الايبكس يعني في الاندو ليمف، لكن لو بوتاسيوم تحت لان عندك تحت مين؟ بيري ليمف. لما يحصل عندك اهتزاز في الهير سيل تفتح عندك قنوات للبوتاسيوم تدخلك بوتاسيوم، اهو بيحصل لها ستيميوليشن، هتقوم فاتحه قنوات للبوتاسيوم. بص بقى معايا، دخل عندك البوتاسيوم اهو، دخول البوتاسيوم دخول موجب يعني دي بولاريزيشن في الهير سيل اهو، دي بولاريزيشن، كهرباء ماشيه اهي في العصب تنتقل تنتقل لحد ما تنزل عندك في البيس تحت. في البيس تحت الكهرباء دي تفتح قنوات للكالسيوم، الكالسيوم يبدا يدخل عندك فيزيكلز، الفيزيكلز دي مليانه نيورو ترانسميتر اسمها جلوتاميت واسبارتيت، اكزيتاتوري نيورو ترانسميتر. تطلع الجلوتاميت والاسبارتيت تترمي على مين؟ تترمي على العصب اللي هو السمعي، تمام؟ حلو جدا. والبوتاسيوم اللي دخل بيخرج، البوتاسيوم اللي دخل من فوق بيخرج من تحت، هيروح فين؟ هفهمك كمان شويه. طب حلو جدا يا دكتور، لما النيورو ترانسميتر بيطلع عندك بيعمل ايه بقى؟ بيروح يا دكتور يعمل استيميوليشن للعصب السمعي اهو، تمام؟ طيب البوتاسيوم اللي خرج عندك بيروح فين؟ البوتاسيوم اللي خرج عندك بيحصل له ريسايكلينج، بيرجع تاني يا دكتور في المكان اللي بيفرز منه اللي كنا بنقول عليها اللي هو الاستريا فاسكولاريس، بيدخل فيها تاني علشان بعد كده الاستريا فاسكولاريس تعيد افرازه تاني مره اخرى في الاندو ليمف. ركز معايا بقى علشان نشوف الكلام ده بالتفصيل بقى من الكتاب. تعالى يا دكتور بقى نتكلم عن ازاي بيحصل السيميوليشن عندك للعصب السمعي او الاوديتوري نيرف، تمام؟ رقم واحد، بيحصل بروباجيشن للساوند ويف يعني انتقال للموجات بتاعه الصوت لحد الانر اير فلويد اللي هو الفلويد اللي موجود في الكوكيلا. طيب ده بيحصل ازاي؟ انت عارف بقى، تمام؟ ده بيحصل من خلال واحد من ثلاث طرق احنا اخذناهم فوق، بس الطريق الاساسي بتاعنا اللي هو يبني من خلال ايه؟ اللي هو الاوسيكولار روت، ده اللي هو النورمال او الطبيعي. ده يؤدي في الاخر الى الحركه بتاعه الاورجان اوف كورتي. طب حلو جدا، ايه اللي بيحصل بقى؟ نقرا الكلام مع بعض. بيقول لك الساوند ويف انتر الانر اير فلو مين؟ اول حاجه الساوند ويف بيخبط عليها مين؟ الاوفال ويند. مين لمسه؟ السبيس لمساه، تمام؟ بعد كده يا دكتور بينتقل من خلال يمشي في السكالا فيستيبلاي ويفضل يكمل از ترافلنج ويف كموجه مسافره جوه الفلويد، ماشي؟ معظم يا دكتور الموجات دي او معظم الطاقه بتاعه الساوند بتنتقل دايركت بشكل مباشر من السكالا فيستيبلاي تو السكيلتن بوناي زي ما قلنا. معالي الدكتور المحترم عشان هم متوصلين ببعض اصلا. وبيقول لك very little of the sound wave ever reaches the apex of the cochlea، يعني في كميه قليله من الموجات بتوصل للايبكس، ودي ليها ميكانيزم معين مش عليك اصلا، او بمعنى صح التفسير بتاعها مش عليك، مش عايزين نتطرق ليه علشان ما نقعدش فيه مثلا
على الاقل كده 20 دقيقه، فيعني ايه احترم نفسك كده وانا احترم نفسي، وخلينا ايه نعدي الموضوع على خير. طيب بعد كده بيقول لك ايه، نيجي على الكلام بقى بتاعنا اللي هو بيتسال بقى، بيقول لك والله الموشن بتاعت مين، الموشن او الحركه بتاعت البازلر ممبرين تؤدي الى ايه، الموشن او الحركه بتاعت البازلر ممبرين بيتحرك لفوق ولتحت. طب حلو، طب بما انه يا دكتور بيتحرك لفوق ولتحت يعمل ايه بقى، ده بنسميها up and down movement of the basilar membrane تؤدي الى up and down movement of the organ of Corti، ده يؤدي الى ايه بقى، التكتوريال ممبرين اللي موجود فوق ماسك الهير سيل، فما يخليهاش تتحرك لفوق ولتحت، لا ابدا، يخليها تتحرك back and forth يعني القدام والورا. بص كده معايا اهو، بيقول لك والله يا دكتور in and out، يعني يا دكتور الحركه اللي فوق ولتحت موشن اوف الاوفال ويندو، الاوفال ويندو ده اللي هو بتخبط عليه من جوه لبره جوه لبره جوه لبره عن طريق البريشر بتاع الصوت، قال لك والله بيؤدي الى ايه، اهتزاز الميه او الفلويد اللي موجود جوه الكوكيولا، فده يؤدي الى اب اند داون موشن في البازلر ميمبرين، وبالتبعيه اب اند داون موفمنت في الكورتي الاورجان اوف كورتي. تمام، طيب التكتوريال ميمبرين والبازلر ميمبرين هما ماسكين في اجزاء مختلفه او في بوينتس مختلفه في العظمه اللي اسمها موديولس، وبالتبعيه يا دكتور ما يهتزوش وما يتحركوش مع بعض، وده يؤدي الى حاجه حلوه قوي. ايه هي يا دكتور؟ لان الحركه بتاعه البازل ميمبرين اللي هي اب اند داون اب اند داون، والاب اند داون بتاع الاورجان اوف كورتي والكلام ده كله، يخلي الاستيريوسيليا او الهير سيل اللي ماسكه في التكتوريال ميمبرين اللي هو اصلا مثبتها من فوق تتحرك لقدام ولورا باك اند فورث. بص كده معايا اهو اهو اخر سطر مكتوب عندك اهو، ده يؤدي الى ايه، ده يؤدي يا دكتور الى ان الحركه بتاعت الاستيريوسيليا او الهير سيل تكون باك اند فورث، يعني القدام والورا مش لفوق ولتحت، لما تتحرك هي لقدام والورا ده يحصل لها ستيميوليشن، ولما يحصل لها ستيميوليشن يا دكتور حضرتك سمعت. تمام تمام طب ده بيحصل ازاي بقى، بص معايا اهو، قال لك والله يا دكتور المحصله النهائيه بيقول لك ذا اورجان اوف كورتي لما يتحرك لفوق ولتحت موف اب، الاستيريوسيليا بتبعد او بينز تو اواي فروم الليمبس اللي هي العظمه، ماشي. طب حلو جدا يا دكتور، ولما يا دكتور الاورجان اوف كورتي بينزل لتحت الاستيريوسيليا بتقرب من الليمبس، طب هستفيد ايه من الكلام ده؟ ولا اي بتنجان خالص. طب اللي انا عايز استفيده بقى، بص معايا بسم الله اهو، ده بقى الكلام اللي فعلا تركز فيه، مهمه جدا نمره ثلاثه دي، مهمه من هنا للصبح. الاستيريوسيليا لما بتتحرك يا دكتور يعني اتحركت، يعني حصل لها موفمنت اللي قدام والورا، ماشي. طب هي لما بتتحرك بتبعد بعيد عن الليمبس اللي هي الموديولس، ده بيؤدي الى اكتيفيشن اوف بوتاسيوم تشانل ويخليها تفتح، ولما البوتاسيوم تشانل تفتح يا دكتور يدخل عندك البوتاسيوم جوه الخليه دخول موجب جوه الخليه، ده يعني ديبولاريزيشن يعني كهرباء في الريسبتور. تمام تمام يا دكتور يا محترم. طب والعكس صحيح بقى، لما الاستيريوسيليا بتبعد يا دكتور او بتتحرك تجاه الليمبس اللي هي الموديولس، ده بيخلي القنوات دي تقفل. طب لما القنوات دي تقفل يا دكتور ده يؤدي الى ان يحصل هايبر بولاريزيشن عكس الديبولاريزيشن. تمام طيب حلو، خلينا بقى نتكلم ان هو حصل ديبولاريزيشن عشان نسمع، يعني دي ما تهمناش دلوقتي، هو حصل ديبولاريزيشن بسبب ان حصل عندك حركه للهير سيل وبعدت بعيد عن الموديولس او الليمبس، وبالتبعيه حصل ديبولاريزيشن او كهرباء. الديبولاريزيشن ده يفتح لك عندك في البيز او في البيز بتاع الخلايا زي ما وريت لك في الانيميشن، يفتح لك فولتج جيتد كالسيوم تشانل، تدخل عندك الكالسيوم، الكالسيوم يعمل اكزوسايتوزس او ريليز لاكزايتاتوري نيورو ترانسميتر جلوتاميت واسبارتيت، ده يؤدي يقع على الاوديتوري نيرف فايبر يعمل له ستيميوليشن، يمشي عندك كهرباء يا معالي الدكتور لحد ما انت تسمع. تمام طيب البوتاسيوم ده بعد ما خرج بيروح فين؟ البوتاسيوم ده كده المفروض دخل جوه الخليه صح، بيخرج منها، يعني البوتاسيوم ده زي ما دخل بيخرج من الخليه بالشكل ده كده. طب لما يخرج من الخليه هيروح فين؟ لما بيخرج يا معالي الدكتور من الخليه بيروح تاني لحاجه اسمها سترايا فاسكولاريس، علشان السترايا فاسكولاريس دي تقدر ان هي تعمل له سكريشن تاني في السكالا ميديا معايا عن طريق يا دكتور لارجلي انترا سيلولار باسوي، وحط نقطه كانه بيقول لك يعني ايه اكتفي باللي عليك، يعني هو بباسوي معين الكالسيوم ده بيحصل له ريسايكلينج، يعني بيرجع تاني في الاسترايا فاسكولارس عشان يعاد السكريشن بتاعه والافراز بتاعه مره اخرى في الاندوليمف
عشان يبدأ يدخل تاني جوه الخلايا، يعمل لك ديبولاريزيشن تاني وتبدأ انك تسمع تاني. تمام؟ ده كده بالنسبة لمين يا دكتور؟ ده كده بالنسبة ازاي او الميكانيزم اوف ستيميوليشن اوف الاوديتوري نيرف، وريتها لك انيميشن وقرينا معانا الكلام اللي مكتوب في الكتاب بالتفصيل. طيب ركز معايا، ما زلنا مستمرين. بعد كده يا دكتور هنتكلم عن حاجه سهله وبسيطه جدا، بس عايزك بس كده ايه تعيرني انتباهك شويه. الاوديتوري باثوي، يعني يا دكتور الباثوي بيمشي ازاي من اول الريسبتور عندك لحد لما يوصل الكورتكس. تمام؟ تمام يا دكتور. اول حاجه اقولها لك، احنا هنا ما عندناش سباينال كورد يلا. تمام يا ابني؟ الاذن اصلا فوق الليفل بتاع السباينال كورد. يعني ايه؟ يعني هي دايركتلي بتروح على البرين ستيم، فاهم قصدي؟ مالهاش دعوه بالسباينال كورد، ده رقم واحد. اللي بيحصل ايه؟ اللي بيحصل والله يا دكتور عندك العصب السمعي بيطلع بالشكل ده كده من الكوكيلا. تمام؟ حلو جدا. بيروح يا معالي الدكتور فين؟ على المظله. تمام؟ طيب بيروح على المظله يعمل ايه؟ اول حاجه يا معالي الدكتور المحترم بيروح يعمل ريلي في نيوكليوس. يعني ايه؟ كلمه نيوكليوس معناها ايه اصلا؟ كنت بقول لك قبل كده ان كلمه نيوكليوس تعني تجمع من الخلايا العصبيه. طب النيوكليوس دي بيعمل فيها العصب السمعي بيعمل فيها ريلي، فهسميها ايه؟ هسميها كوكليار نيوكلياي، موجوده عندك يا معالي الدكتور في المظله. وده كده يعتبر الفيرست اوردر نيرو. انا عندي يا دكتور ايه؟ عندي يا ابني نفس البصويس اللي خدناه قبل كده، عندي فيرست اوردر نيرون وسكند اوردر نيرون وثيرد اوردر نيرون. تمام؟ تمام يا دكتور. يبقى نقول تاني، عندي العصب السمعي طالع يوصل عندك في جذع المخ في المظله، يعمل اول حاجه يعمل ريلي، يعمل ريلي في كوكليار نيوكليوي. والى هنا يا صديقي العزيز انتهى عندك الفيرست اوردر نيرون. طب بالنسبه بقى للسكند اوردر نيرون، قال لك بيبدا عندك من بعد الكوكليار نيوكليوي. ركز بقى معايا، الغالبيه العظمى منه يا دكتور تعمل كروس، وفي فايبرز ما تعملش كروس. نقول تاني، يبقى يا دكتور بيبدا من الكوكليار نيوكليوي. تمام؟ يروح فين بقى؟ ركز بقى معايا، يطلع بالشكل ده كده على نيوكليوي ثانيه اسمها سوبيريور اوليفري نيوكليوي. اسمها ايه؟ سوبيريور اوليفري نيوكليوي. موجوده فين يا دكتور؟ موجوده في البوث سايد، يعني يمين وشمال، ولكن الاغلب او الغالبيه العظمى بتاعه الفايبرز بتعمل كروس، يعني مينلي بيكون في الاوبوزيت سايد. عارف ده معناه ايه؟ ان في فايبرز بتعمل كروس وفايبر ما تعملش كروس. ده معناه ان في النهايه عندك لما اجي انتهي عندك فوق خالص في الكورتكس، يبقى يا دكتور الاذن الواحده هتبعت لك الكورتكس اليمين والشمال. تمام؟ معانا المعلومه دي دلوقتي. يبقى يا دكتور نقول تاني، السكند اوردر نيرون بيبدا عندك من الكوكلر نيوكليوي، بعد كده يروح فين؟ على السوبيريور اوليفر نيوكليوي في البوث سايدز، ولكن اغلبيه وغالبيه الفايبرز بتعمل كروس، يبقى مينلي في الاوبوزيت سايد. طب بعد كده يروح فين بقى؟ يروح يا دكتور يمشي كحزمه عصبيه. عايز اقول لك حاجه، الحزمه العصبيه جوه السباينال كورد اسمها ايه؟ اسمها تراكت. نفس الحزمه العصبيه دي جوه جذع المخ او البرين ستيم بنسميها لمنسكس. فالحزمه العصبيه اللي طالعه دي يا دكتور بسميها لاترال لمنسكس. يبقى ان طلعت عندي اهو من السوبيريور اوليفر نيوكليوس، من السوبيريور اوليفر نيوكليوس مشيت عندك يا دكتور على هيئه لاترال لمنسكس، يعني حزمه من الفايبرز ماشيه ناحيه اللاترال. طيب بتروح فين بقى؟ بتروح بعد كده يا دكتور بالشكل ده كده في الميد برين في الانفيريور كوليكيوس. في الانفيريور كوليكلوس، لو تفتكر السوبيريور كوليكلوس كنا خدناها في الاي، تتلخبط ما بينهم. تمام؟ يبقى دكتور بتاعه الهيرنج بيطلع عندك يا دكتور اللاترال منسكس، يعمل ريلي عندك في مين؟ في الانفيريور انفيريور كوليكلوس. طيب الانفيريور كوليكلوس ده بقى يعتبر السنتر او المركز بتاع الاوديتوري ريفلكسز. طب حلو، انا لسه يا دكتور انتهيت؟ لا، انا لسه ما زلت في السكند اوردر نيرون. يطلع بعد كده من الميد برين من الانفيريو كوليكولاس الى الميديال جينيكيوليت نيوكليوس في الثالاموس، لكن اللاترال جينيكيوليت نيوكليوس دي كانت بتاعه الفيجن. اوعى تتلخبط ما بينهم الله يكرمك، الهيرنج يلا عكس الفيجن، فاهم قصدي؟ طب حلو، يبقى يا دكتور طلعت من الانفيريو كوليكولاس البصري قدامك اهو الى الميديال جينيكيوليت نيوكليوس، دي فين؟ في الثالاموس. في الثالاموس انت دخلت الثالاموس ليه؟ عشان عايز توصل الكورتكس. طالما وصلت الثالاموس انتهى عندك مين؟ انتهى عندك السكند اوردر نيورون. يبقى نقوله تاني كده، السكند اوردر نيورون يا دكتور الكوكيلار نيوكليوي،
بعد كده الفايبرز بتاعتك يا دكتور بتروح على السوبيريور سليفري نيوكلياي في البوث سايدز يمين وشمال، ولكن ميلي في الاوبوزيت سايد، لان اغلب الفايبرز بتعمل كروس، تطلع بعد كده على هيئه حزمه ماشيه ناحيه اللاترال، بنسميها لاترال لمنسكس. تروح يا دكتور في الميد برين في الانفيريور كوليكولاس، تطلع من الانفيريور كوليكولاس على الميديال جينيكوليت نيوكلياس وفي الثالاموس، وهنا يا دكتور انتهى عندك السكند اوردر نيرون. طب الثيرد اوردر نيرون بقى بيطلع يا دكتور من الميديال جونيكليت بادي على هيئه اوديتوري راديشنز، بتطلع يا دكتور تروح عندك في الاوديتوري كورتكس. الاوديتوري كورتكس دي موجوده فين؟ موجوده في التيمبرال لوب، خصوصا في السوبيريور جايروس. احفظ لي ان هي موجوده في التيمبرال لوب، تمام؟ في الجنب كده. ده كده بالنسبه لمين؟ ده كده بالنسبه للاوديتوري باثوي. بس عندي كذا معلومات مهمه قوي في الباثوي ده. اول معلومه، عندي ثلاث معلومات بالظبط اللي هما الامبورتنس لازم تاخد بالك منهم. اول معلومه يا دكتور ان السيجنالز ترانسميتد في البوث سايدز. ليه؟ لان في فايبرز الغالبيه عملوا كروس وفي فايبرز ثانيه ما عملتش كروس، يعني الفايبرز اللي منتهيه عندك يا دكتور دي بتطلع برضو للكورتكس الناحيه الثانيه، فاهمني؟ يبقى يا دكتور الاذن الواحده بتبعت للتو برايمري اوديتوري كورتكس، ولكن بشكل اساسي للاوبوزيت سايد، لان غالبيه الفايبرز بتعمل كروس. طب حلو جدا. المعلومه الثانيه اللي عايز اقول لك عليها، ان خلي بالك يا دكتور وانت طالع، وانت طالع بالشكل ده كده، الفايبرز بتاعه الاوديتوري بتبعت اشارات عصبيه، اخذناها قبل كده على فكره في الريتيكولار اكتيفيتنج سيستم، قلت لك لو انت عايز تصحصح اقعد اتكلم واسمع حد بيكلمك، وهو بيكلمك الصوت وهو طالع على هيئه كهرباء يا معالي الدكتور في الميد برين وفي جذع المخ، بيقوم باعت اشارات للريتيكولار اكتيفيتنج سيستم اللي موجوده في جذع المخ. فده يعمل لك ايه؟ ده يعمل لك يا دكتور الريتيكولار اكتيفيتنج سيستم يعمل لك اكتيفيشن للهوال كورتكس، ويخليك يا معالي الدكتور مصحصح وانت بتسمع اللاود فويس او اللاود ساوند. ماشي؟ طيب حلو جدا. في بقى معلومه ثانيه يعني ايه عايزك تركز معايا فيها. بيقول لك البصوي اللي قدامك ده عنده درجة عالية جدا من التوجيه المكاني، ربنا خلقها من أول الريسبتور لحد الكورتكس فوق. مش فاهم حاجة يا دكتور. هقول لك يا ابني الفايبرز اللي ماشية قدامك دي بتحمل فريكوانسي معينة ولا لأ؟ أيوة، ما هو الصوت بتاعنا مش واحد، فاهمني؟ أنا عندي فريكوانسيز كتيرة قوي. ربنا يا دكتور عمل إيه؟ نظم الأعصاب من أول الريسبتور في الكوكيرا لحد الكورتكس فوق، كل اعصاب بتشيل اكشن بوتنشيالز بتاعه فريكوانسيز معينه، فدي حاجه بنسميها سبيشال اورينتيشن، يعني توجيه مكاني للفايبرز اللي بتطلع على حسب الفريكوانسي اللي اتعمل، على حسب الفريكوانسي اللي عمل كهرباء في كل عصب. تمام؟ تمام. من اول فين؟ من اول الكوكيلا لحد الكورتكس عندك موجوده فوق. تمام؟ ده كده يا ابني بالنسبه للبافوي وبعض النقاط، الثلاث نقاط المهمه اللي اكدنا عليهم في البافوي. ركز بقى معايا. بعد كده يا دكتور هنبدا نتكلم عن الاوديتوري كورتكس. تمام؟ الكورتكس يا دكتور حضرتك عارف ان احنا برضو عندنا برضو نوعين من الكورتكس، عندك برايمري اوديتوري كورتكس واللي هي اسوشيشن كورتكس بتاعت السمع. تمام؟ طيب بص بقى معايا. بيقول لي ستك ايه بقى؟ بيقول لك ان البرايمري اوديتوري كورتكس بيحصل لها اكزايتيشن بشكل دايركت عن طريق الاعصاب اللي جايه لها من الميديال جينيكوليت بودي بتاع الثالاموس. تمام؟ طيب بالنسبه بقى للاوديتوري اسوشيشن كورتكس او بنقول عليها السكندري اوديتوري كورتكس، دي معناها الدكتور بيحصل لها اكزايتيشن عادي جدا ولكنها بتاخد الامبلسز بتاعتها من البرايمري اوديتوري كورتكس. تمام؟ تمام. عايز اعرف بقى الاوديتوري كورتكس دي بتكون كونسيرند بايه او بتعمل ايه؟ رقم واحد بيرسبشن اوف ساوند، يعني تدرك ان هناك صوت يا صديقي العزيز. تمام؟ وتدي البيرسون بتاعك الفيزيك سنسيشن اوف الساوند، يعني تديك انت احساسك ان انت سمعت حاجه. رقم اثنين ديتكشن اوف الدايركشن فروم ويتش ساوند كامز، يعني تقول لك الصوت ده جاي منين؟ وحقيقه الامر يعني الكورتكس مش شاطره قوي في الـ في الـ في الحته دي، بدليل ان انت ممكن تسمع صوت وانت مش عارف اصلا مصدره منين يعني، فحاجه ليك كده ان الكورتكس مش ديفولبد قوي في الفانكشن دي. تمام؟ ما بتعملهاش بطريقه كويسه يعني. رقم سي ريكوجنيشن اوف سيكونس اوف باترن اوف ساوند، يعني ايه الكلام ده؟ يعني والله يا دكتور انت تقدر ان هي تتعرف يا معالي الدكتور المحترم على حاجات معينه المفروض ان النمره سي دي علشان تقدر تفهمها، معلش هنأجلها بالظبط لمدة 3 دقايق لما ناخد الاوديتوري انكودنج كمان شوية.
عشان بس افهمك يعني ايه اوديتوري انكودنج هتفهم بيها نمره سي دي، تمام؟ فاكتب عليها مؤجل لمده 3 دقائق بالظبط، ماشي؟ طيب رقم دي. واخر حاجه بيقول لك عندك سنترفيوجال فايبرز، الفايبرز اللي جايه معالي الدكتور المحترم اللي جايه من الكورتكس راح تتحكم عندك في الريسبتور اهو، من السوبيريور ليفر نيوكليوس اللي جايه دكتور من السوبيريور ليفر نيوكليوس بتروح عندك، وكذلك من الاوديتوري كورتكس تروح عندك للاورجان اوف كورتي، تمام؟ تتحكم فيه، تعمل له انهبيشن لاماكن معينه، وده يمكن الشخص من ان هو دايركت اتنشن يعني يسمع اصوات بطريقه كويسه جدا ويركز معاها، تمام؟ وكذلك يا معالي الدكتور ريجكت اصوات اخرى، يعمل لها انهبيشن، تمام؟ علشان ان هو يعمل لها انهبيشن. في مثال حلو قوي كتبه لك عندك، قال لك لو انت بتسمع سيمفونيه جميله عظيمه جدا بس انت في اله معينه، في انسترومنت معينه، في اله موسيقيه معينه بتحب تسمعها، زي مثلا بتسمع اوركسترا شغال فيها 200 اله موسيقيه بس انت يا عم حابب الناي اللي بتسمعه، فانت مركز مع الناي بس، فالكورتكس بتاعتك بتخليك تسمع الناي بطريقه كويسه وتريجكت باقي الايه، باقي الالات الموسيقيه، تمام؟ تمام، كلام جميل جدا. طيب بعد كده يا دكتور هنبدأ نتكلم عن ايه بقى؟ هقول لك طب افرض لو حصل عندي ليجن في الاوديتوري كورتكس. بص معايا، لو حصل عندك ليجن باي لاترال، يعني ايه باي لاترال؟ يعني يا ابني الاوديتوري كورتكس يمين وشمال اتضربت، هل يا دكتور هتفقد السمع؟ قال لك السنسيتيفيتي اوف هيرنج هتقل بشكل كبير جدا ولكنك لا تصبح كومبليت ديفنس، يعني تسمع، تسمع بايه؟ بالصلاه مصيره، لان الهيرنج في المقام الاول ما هو الا سنسيشن ولكنه سبيشال تايب اوف سنسيشن. طب الثلمس تسمع؟ اه تسمع، ولكنها مش عارفه هي سامعه ايه، يعني ما تقدرش تعمل ريكوجنيشن للباترن ولا تقدر تعمل لوكاليزيشن للصوت لانه هيكون برضو احساس ورود او احساس عام. طيب افرض مثلا بقى انا جيت عملت يوني لاترال ديستراكشن في الاوديتوري كورتكس، يعني ضربت كورتكس واحده، ده هيقلل عندك السمع لكن بطريقه سلايتلي تكاد لا تكون ملموسه، وذلك يا دكتور بسبب ان انا عندي اوفر كروس كتير جدا وكونكشنز كتيره جدا، ان كل اذن اصلا بتدي البوث كورتكس، تمام؟ فلما واحده منهم تضرب السمع عندك ما يتاثرش بطريقه كبيره. طيب لو حصل عندك ليجن بقى في الاوديتوري اسوشيشن اريا، انت هتسمع كويس جدا ولكنك يا دكتور مش هتقدر ان انت تعرف انت سامع ايه، او بمعنى اصح مش تقدر تعمل انتربريتيشن وتداخل للاصوات ولا تقدر انك تفهم معنى اللي انت سامعه، هتفقد المينينج اوف ساوند، يعني مش هتفهم انت سامع ايه. طيب الجزء اللي بعد كده الاوديتوري انكودنج، ركز معايا كده عشان اظبطك فيه كويس، لان بالمناسبه الاوديتوري انكودنج ده الجزء اللي جه منه سؤال السنه اللي فاتت، تمام؟ سبليش بس السبيشال سينس كله وقام سائل في الحته دي، فركز معايا كده عشان نظبطها شويه مع بعض. انا بعد كده يا دكتور هنتكلم عن حاجه اسمها الاوديتوري انكودنج، ودي كان جه فيها سؤال عبيط كده السنه اللي فاتت، لوقت لما يجي سؤال هقول لك يعني هفوكس عليه ما تقلقش. يعني ايه اصلا الاوديتوري انكودنج؟ يعني بمعنى اصح فك شفره الهيرنج، تمام؟ يعني الابيليتي اوف ذا اوديتوري سيستم تو ديترماين ان هو يعمل كام حاجه، اربع حاجات. اول حاجه ان هو يحدد الفريكوانسي، التردد بتاع الصوت، هل التردد ده عالي ولا واطي؟ طب يا دكتور هتفرق في ايه؟ ما هو لو التردد عالي مثلا الصوت ده ممكن يكون صوت في ميل، تمام؟ ولو التردد واطي، التردد لو واطي ممكن يكون صوتك انت كميل، يعني فاهم قصدي؟ طيب كلام جميل جدا. يبقى يا دكتور الساوند فريكوانسي ده مسؤول ان هو يفرق ما بين الاصوات، فاهمني؟ تاني حاجه بقى الساوند انتنسيتي، صوتك شدته عامله ايه؟ الصوت عالي ولا منخفض؟ طيب بعد كده ساوند لوكاليزيشن ان سبيس، تحدد الصوت ده جاي منين؟ رابع حاجه، حاجه هناخدها كمان شويه اسمها تونال او السيكونس بتاع الساوند باترن ذات نفسه، هتفهمها كمان شويه بالتفصيل. طيب تعالى ناخدهم واحده واحده واعرفك كل واحده معناها ايه بالظبط. انا لو قدرت اعرف الاربع حاجات اللي قدامك دول يبقى انا كده الحمد لله رب العالمين فكيت شفره الهيرنج، تمام؟ اول حاجه عايز اعملها، هعمل ايه يا دكتور؟ ديترمينيشن، يعني عايز احدد الفريكوانسي بتاع الصوت، تمام؟ طيب ركز معايا بقى عشان اجيبها لك كلها في سلايد واحده كده اهو كده. اوكي، ازاي يا دكتور بقدر ان انا اعرف الفريكوانسي بتاع الصوت؟ والله يا ابني انا لسه قايل لك الفكره بتاعتها من شويه، عارف ايه هي؟ قلت لك عندي حاجه اسمها سبيشال اورينتيشن، يعني توجيه مكاني، يعني ربنا منظم الاعصاب يلا،
من اول الريسبتور لحد الكورتكس، كل عصب ماشي يا دكتور بيشيل الاشارات بتاعت فريكوانسيز معينه لحد لما توصل عندك لمين؟ لحد لما توصل عندك للكورتكس، تمام؟ يبقى اول طريقه بنعرف بيها يا معالي الدكتور المحترم الفريكوانسي بتاع الصوت بيقول لك حاجه اسمها بليس برينسيبل، يعني بمعنى صح كده مبدا المكان. يعني ايه اصلا مبدا المكان؟ يعني يلا انهي مكان في البازلر ميمبرين حصل له فايبريشن، لان يا دكتور كل مكان في البازلر ميمبرين بيعمل يا دكتور او بيستجيب لفريكوانسيز معينه. فبما ان يا دكتور العصب اللي رايح للكورتكس جاي من البازلر ميمبرين مثلا من المكان بتاع الهاي فريكوانسي، فالكورتكس تعرف ان الصوت ده هاي فريكوانسي. طيب لو يا دكتور البازلر ميمبرين اللي اهتز بتاع اللو فريكوانسي، يبقى العصب اللي طالع منها لحد الكورتكس، الكورتكس تعرف ان ده ايه؟ ان ده لو فريكوانسي. طب انترميديت فريكوانسي نفس الفكره. فبيقول لي سيادتك ايه؟ ان الموجات يا معالي الدكتور اللي بيحصل لها فايبريشن، تمام، الموجات دي بتعمل حاجه اسمها ايه؟ قال لك على حسب الريسبتور اريا اللي حصل لها ستيميوليشن في البازلر ميمبرين، حسب البليس او البورشن نفسه اللي حصل له ستيميوليشن في البازلر ميمبرين، لان البازلر ميمبرين ده عنده حاجه اسمها روزونانت فريكوانسي. يعني ايه؟ يعني مثلا لو عدد الاهتزازات اللي داخله عندك مثلا 4000 اهتزازه في الثانيه، فالبازلر ميمبرين يساوي نفس الاهتزازات، برضه هيهتز 4000 اهتزازه في الثانيه. فاهم قصدي؟ يبقى دكتور البازلر ميمبرين لا يغير من الفريكوانسي، ده حاجه مهمه جدا. يبقى نفس الفريكوانسي ده بيتشال ويطلع على هيئه كهرباء في العصب بتاعه. كل فريكوانسي ليه عصب يا معالي الدكتور او فايبر بيطلع عندك في الاوديتوري نيرف او العصب السمعي، تمام؟ تمام يا دكتور يا محترم. طيب الموضوع ده بنسميه ايه؟ بيقول لك والله يا دكتور الموضوع ده بنسميه مبدا المكان. بشوف انهي مكان بالظبط من البازلر ميمبرين حصل له فايبريشن، وبالتالي بيطلع منه عصب واصل عندك للكورتكس، فتبدا الكورتكس انها تعرف الفريكوانسي بتاع الصوت ده. طب عايز اسالك سؤال، تقدر تقول لي الستيبس يلا اللي هي بتخبط على الكوكينا موجوده في البيز ولا في الايبكس؟ الستيبس موجوده في البيز، تمام؟ الستيبس يا ابني موجوده في البيز. طب يا دكتور عايز اسالك سؤال انا بقى قلته اثناء الشرح، تقدر تقول لي الهاي فريكوانسي وكذلك اللو فريكوانسي بيعملوا ستيميوليشن لانهي جزء من الكوكيرا؟ انا لسه قايل لك وانا بشرح على فكره ان اللو فريكوانسي ده بيعمل ستيميوليشن في الايبكس، وقلت برضو وانا بشرح من شويه يا دكتور وانا بشرح لك بقى في الايبكس والبيس بتاعت الكوكيرا، قلت لك ان الهاي فريكوانسي بتعمل ستيميوليشن في البيس. طب انا يا دكتور احفظهم ازاي عشان ما انساهمش؟ العكس يلا، العكس ازاي؟ اللو فريكوانسي بتعمل في الايبكس فوق والهاي بتعمل في البيس اوف ذا كوكيرا. اذا يا دكتور يا محترم لو عايز اسالك سؤال بقول لك فلنفرض ان ده المكان بتاع مين؟ ده المكان بتاع الستيبس في البيس، اوكي؟ والله يا دكتور الفريكوانسي اللي قدامك ده هاي فريكوانسي ولا لو فريكوانسي؟ ركز بقى معايا. هاي فريكوانسي معناها هيبقى قريب هنا اهو، يبقى المسافه يا معالي الدكتور المحترم ما بين البوينت اوف ذا ستيبس اللي هي عملت الاهتزاز وما بين يا معالي الدكتور المحترم المكان بتاع الفريكوانسي، انت عارف يعني هاي فريكوانسي؟ هاي فريكوانسي دي معناها ان التردد عالي. يعني ايه تردد عالي؟ يعني هتلاقيها عامله كده، يعني هتلاقيها قريبه، تمام؟ طب حلو جدا يا دكتور، لو التردد بتاعك عالي هيتسمع عندك في المنطقه دي اللي هي مين يا دكتور المنطقه دي؟ اللي هي تردد عالي يتسمع عندك في البيز. طيب ثواني بقى، ولو التردد بتاعك واطي يا دكتور يتسمع عندك بعيد، عارف بعيد يعني فين؟ بعيد يلا، يبقى انت بتوصل عندك في الايبكس. اذا العلاقه ما بين يا دكتور العلاقه ما بين المسافه بين الستيبس والنقطه اللي اهتزت عندك في الكوكليا تتناسب تناسبا عكسيا مع الفريكوانسي، ودي حاجه عايز افهمها لك كويس قوي. انا دلوقتي يا دكتور الستيبس لما بتخبط على الاوفال وين بتعمل فايبريشن عندك في البازلر ميمبرين، صح؟ طيب البازلر ميمبرين ده اهتز لحد النقطه كام؟ انت فهمت الفكره؟ المسافه اللي اهتزت كلها قد ايه؟ بيقول لك يا دكتور لو الفريكوانسي بتاعك عالي يبقى المسافه اللي اهتزت صغيره، يبقى انت ستيل ما زلت في البيز.
إذن الهاي فريكوينسي بتعمل ماكسيمم ستيميوليشن في البيز اوف ذا كوكيلا. ليه يا دكتور؟ لان الستيبل سيلا لازقه في البيز اوف ذا كوكيلا. طب بالنسبه لللو فريكوينسي، العلاقه عكسيه، اللو فريكوينسي تعمل ستيميوليشن يا دكتور في مسافه اكبر بكتير في البازلر ميمبرين، فتوصل عندك في الايبكس اوف ذا كوكيلا. طب اكيد انا عندي برضو فريكوينسي بين البنين اللي هي انترميديت فريكوينسي، دي يا دكتور بتعمل ستيميوليشن للبازلر ميمبرين في انترميديت ديستانس برضو، يعني في مسافات في النص، يعني ده في الاخر خالص اهو عند الايبكس، وده في الاول عند البيز. في عندك يا دكتور انترميديت اهو بسبب انترميديت فريكوانسي. تمام تمام. في معلومه كمان بياكد لك عليها هنا، بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك في حته اديشن كده عايزين نضيفها يعني. بيقول لك كذلك انا عندي هير سيل عاديه جدا في البازلر ميمبرين موجوده في اماكن مختلفه في الاورجان اوف كورتي. الهير سيل دي بقى ربنا خلقها ان هي بتستجيب اصلا من نفسها يا معالي الدكتور المحترم لانواع وترددات مختلفه، different frequencies. ليه؟ لان الاستيريوسيليا بتاعتها ربنا خلاها سبيسيفيك وغير من البايوفيزيكال بروباريتيز بتاعتها اللي هي الخصائص بتاعتها. تمام؟ فممكن تلاقي عندك سيليا موجوده في مكان معين في البازل ميمبرين بتستجيب للفريكوانسي ده بس، وبتكون سكاترد كده عندك في البازل ميمبرين. طبعا هو ما اخدش فيها كتير وبالتالي احنا مش هنركز عليها. يبقى اللي انا عايز اقوله لك ان اخر معلومه دي ان انا عندي يا دكتور في كذا هير سيل، الهير سيلز دي سكاترد موجوده عندك في البازلر ميمبرين ربنا خلقها، مثلا في شويه هير سيل كده بجنب بيستجيبوا للفريكوانسي الفلاني والناحيه الثانيه هكذا. ليه؟ ربنا مغير يلا في الاستيريو سيل بتاعتها معايا في الاهتزاز بتاعها بيخليها تستجيب للفريكوانسي ده وبس، وستيريو سيليا تانية تستجيب للفريكوانسي ده وبس. يبقى مجموعة من الستيريو سيليا، مجموعة من الهير سيلز بتستجيب للديفرنت فريكوانسيز يا معالي الدكتور المحترم. ماشي؟ ده كده يا ابني أول حاجة اللي هو المبدأ بتاع المكان، بليس برينسيبل. هشوف أنهي مكان في البازلر ميمبرين حصل له فايبريشن، طلع منه عصب وصل لحد الكورتكس، تعرف الكورتكس يا دكتور المكان ده الفايبريشن بتاعه عامل إزاي أو قد إيه. تمام؟ طيب ركز معايا عشان نكمل بقى. تاني حاجة يا دكتور بنعرف منها الساوند فريكوانسي، حاجة بيقول لك اللي هي التونوتوبيك اورجانيزيشن. يعني كلمة تونوتوبيك اورجانيزيشن يعني ربنا بينظم يا ابني الأعصاب اللي طالعة دي على حسب الفريكوانسي. بمعنى إيه؟ سيبك من الكلام المكتوب وتعالى بص على الرسومات دي كده. تمام؟ إحنا هنا يا ابني بنتكلم فين؟ ده يا ابني البيز صح؟ ده البذرة الممبرين أهو. البازلر ميمبرين ده يا دكتور كل ريسبتور او كل جزء في البازلر ميمبرين بيستجيب لفريكوانسي معينه. بص ادي يا عم ده بيستجيب ل 16000 هرتز، ده ل 4000 هرتز، ده ل 1000 هرتز. تمام؟ وكل عصب يا دكتور ماشي من الريسبتور، من الريسبتور بتاع مين؟ كل عصب طالع ومشي من الريسبتور بتاع التردد بتاعه. مش بس كده، لحد ما يوصل كمان للكوكلير نيوكليوي. يعني كل نيوكليوي يا دكتور كذلك ربنا مرتبهم. ربنا مخلي يا دكتور الريسبتور، كل ريسبتور في البازل الممبرين او كل منطقه في البازل الممبرين بتستجيب لفريكوانسي معينه. تمام؟ يعني زي ايه؟ زي قلت لك اللو فريكوانسي الكوكيلا يا دكتور بتعمل لها بتعمل ستيميوليشن للايبكس، والهاي فريكوانسي بتعمل للبيس اوف ذا كوكيلا. فاهم قصدي؟ يبقى البازل الممبرين ده فيه ترددات كثيره جدا، كل نوع من الترددات دي يا دكتور بيعمل ستيميوليشن لمنطقه معينه من اول الريسبتور لحد ما تطلع الكورتكس فوق، ربنا منظمهم على هيئه اعصاب. تمام؟ تنظيم على حسب الفريكوانسي، كل عصب ماشي بفريكوانسي معين، حتى لما يوصل عندك للكوكلر نيوكلياي برضه ربنا مرتب النيوكلياي دي يا معالي الدكتور، كذلك حتى لما توصل للكورتكس فوق، بص العظمه دي، كذلك يا ابني ربنا مقسم الكورتكس، يعني الكورتكس دي بيجي لها 5000 هرتز، دي 1000 هرتز، دي 2000، دي 4000، دي 8000، دي 16000، حتى الكورتكس يا دكتور ربنا منظم الفريكوانسي بتاعها، يبقى من اول الريسبتور اللي موجود عندك في البازل الممبرين لحد ما توصل للكورتكس، ربنا مخلي الطريق ده كله، كل طريق شايل فريكوانسي معين، وده بنقول عليها يا دكتور تونوتوبيك اورجانيزيشن. يعني ربنا منظم السلوك من اول الريسبتور بتاعك لحد الكورتكس على حسب الفريكوانسي يا دكتور. بص يا عم على الكلام اللي مكتوب، بيقول لك في سبيشال اورجانيزيشن. يعني ايه سبيشال اورجانيزيشن؟ يعني تنظيم على حسب الفريكوانسي من اول النيرف يا دكتور. بص وفي الديفرنت نيوكلياي في كل الاوديتوري باس واي فروم الكوكيولا لحد السيريبرال كورتكس. تمام؟ يعني الاعصاب اللي بتستجيب لللو فريكوانسي بتكون موجوده ايه؟ لوكيتد في مكان لوحدها وفي نيوكلس لوحدها. تمام؟ والاعصاب اللي بتستجيب للهاي فريكوانسي يا دكتور لوكيتد برضو في الاوبزيت وفي نيوكلاي ثانيه جنبها.
فاهم قصدي؟ تمام يا دكتور. كذلك الكورتكس، حتى الكورتكس ربنا بيخليها محافظه على التوبوجرافيكال لوكاليزيشن اوف الساوند، كل مكان في الكورتكس بيستقبل فريكوانسي معين، فاهم قصدي؟ اللو فريكوانسي اهو، يعني مثلا بيقول لك ايه؟ بيقول لك اللو فريكوانسي بيتم استقباله في الكورتكس انتيريور، تمام؟ اللي هو ادي الانتيريور اهو، بص هنا بص كده، مش دي يا ابن الكورتكس من قدام، ده السيريبيلم ورا اهو، ماشي؟ اللو فريكوانسي 500 اهو بيتم استقباله في الكورتكس فين؟ انتيريور قدام. والهاي فريكوانسي اللي هو 16000 بيتم استقباله فين؟ بيتم استقباله في الكورتكس عندك من ورا، تمام؟ يبقى يا دكتور حتى الكورتكس ربنا منظمها ومقسمها على حسب الفريكوانسي. اذا يا دكتور انا كده اقدر افك شفره الفريكوانسي واعرف الفريكوانسي اللي انا سامعه ده مقداره قد ايه؟ اي نعم تقدر يا دكتور، بسبب الاسباب اللي احنا قلناها من شويه، تمام؟ ده كده يا ابني فكينا شفره الفريكوانسي. طيب تعالى بقى نكمل. تاني حاجه يا دكتور هنقدر نعمل ديترمينيشن اوف الساوند انتنسيتي ازاي؟ يعني ازاي البرين بتاعك يقدر يحدد هو الصوت ده عالي ولا لا؟ شده الصوت نفسها عامله ايه؟ قال لك والله عن طريق ثلاث حاجات. اول حاجه بيقول لك الفريكوانسي اوف الفايرنج ان اوديتري نيرف. حضرتك عارف يا دكتور ان الاوديتري نيرف ده عصب، والعصب ده بيمشي فيه اكشن بوتنشال، صح؟ والاكشن بوتنشال ده له مقدار ثابت، اخذناها في السنسوري لو تفتكر، كنت بقول لك امتى المخ يبدا يعرف ان السنسيشن ده قوي؟ لو الفريكوانسي اوف اكشن بوتنشال اللي رايح له كتير، يعني لو رايح له اكشن بوتنشالز كتير، تمام؟ ده معناه ان شده الصوت كانت عاليه. يبقى الفريكوانسي اوف الفايرنج في الاوديتوري نيرف، عدد الاكشن بوتنشال في الاوديتوري نيرف، ده يا معالي الدكتور المحترم تعرف السي ان اس او تعرف المخ بتاعك ان الصوت عالي اهو. increases and intensity of sound wave increase، يعني يا دكتور لو الساوند ويف او القوه بتاعته عاليه، ده ينشئ لك اكشن بوتنشالز كتيره جدا في العصب السمعي الاوديتوري نيرف، يبقى الفريكوانسي اوف امبالسز اللي رايحه عندك للمخ بتاعك تزيد، والمخ من هنا يترجم ان الصوت عالي. ده كده اول حاجه. طب تاني حاجه بقى، هو الصوت لو عالي ايه اللي يحصل؟ الاهتزاز يكون عالي، يبقى لارج بورشن اوف البازلر ميمبرين بيحصل له فايبريشن فين؟ لان الصوت انتنستي بتكون عاليه، وبالتالي يا دكتور يؤدي ذلك الى عدد الاوديتوري نيرف فايبر اللي هيحصل لها ستيميليشن هتزيد، يبقى في اشارات هتتبعت اكتر، يعني نفس الفكره يؤدي الى هاي فريكوانسي اوف اكشن بوتنشال رايحه عندك للكورتكس، فتفهم ان الصوت عالي. طب رقم ثلاثه، انا كان عندي نوع من الهير سيل اسمه الاوتر هير سيل، وده يا دكتور كان بيبعت افرنت بس 5% فقط. ده بقى ما بيبعتش الا يا دكتور في الاصوات العاليه، تمام؟ يعني ما بيحصلوش ستيميليشن ال 5% دول يا معالي الدكتور الا في الهاي انتنستي ساوند. فلما المخ يلاقي الاوتر سيل، الاوتر هير سيل بعتاله، يفهم منها يا دكتور ان الساوند از لاود، يفهم منها ان الصوت عالي، تمام؟ ده كده تاني حاجه، ازاي المخ بيبدا او بيقدر ان هو يحدد الانتنستي اوف الساوند عشان يفك شفره الصوت. يبقى احنا كده عرفنا ازاي البرين بتاعك او المخ بتاعك بيبدا ان هو يحدد الفريكوانسي. تاني حاجه الانتنستي، ركز معايا عشان نكمل. ثالث حاجة يا دكتور موجودة عندنا بقى، وده السؤال اللي جه نظري السنة اللي فاتت، يعني هو السنة اللي فاتت أصلاً طبعاً كان سؤال نظري، يعني ما كانش إم سي كيو، يعني الجزئية دي في الإم سي كيو هتكون عبيطة أوي. هو كان جه سؤال نظري السنة اللي فاتت، قال لك إن اتكلمنا عن سي ودي، يعني قول لي ديترمينيشن أوف ساوند لوكاليزيشن أند ديترمينيشن بتاع الساوند بات. عايز السطرين اللي مكتوبين قدامك دول، تعالى نشرحهم مع بعض كده. والله يا دكتور المفروض من ضمن فك شفره الهيرنج ان الكورتكس تقدر ان هي تعمل ايه؟ تقدر ان هي تحدد اللوكاليزيشن اوف ساوند، يعني تعرف مكان الصوت ده جاي منين. وحقيقه الامر يعني الكورتكس مش شاطر قوي في الحته دي، تمام؟ والله ability to detect the direction from which sound comes to auditory system، يعني بيعتمد على ايه؟ يعني كل اللي الكورتكس تقدر تعمله ان هو يقول لك طب الصوت ده جاي من الناحيه بتاعت ودنك اليمين ولا من الناحيه بتاعت ودنك الشمال. وده يعتمد على ثلاث حاجات. حاجه اسمها intensity difference، يعني ايه؟ قوه الصوت اللي او شده الصوت اللي بتستلمها كل اير. ازاي يا دكتور؟ بديهي جدا ان الاذن القريبه من مصدر الصوت هتسمعه اعلى من الاذن الاخرى او شدته اقوى من الاذن الاخرى. مثلا لو في انا صوت جاي من ناحيه ودن اليمين، اكيد ودن اليمين او الاذن اليمين بتاعتي هتسمع صوت اعلى من الاذن الشمال. اهو الساوند سورس لوكالايز كلوزر تو وان اير، يعني يا دكتور اللوكالايز او المكان بتاع مصدر الصوت قريب من اذن واحد.
تمام، وبالتبعيه دكتور الصوت بيوصلها سلايتلي مور انتنس، يعني بيوصلها اقوى شويه من الايه، من الاذن الاخرى. تمام، دي كده حاجه بنقول عليها انتنسيتي ديفرنس، يعني فرق في شده او قوه الصوت. الدكتور الاذن القريبه من مصدر الصوت هتسمعه اعلى من الاخرى. طب تاني حاجه بنسميها فيز ديفرنس. يعني ايه فيز ديفرنس يا دكتور يا محترم؟ او بنقول عليها تايم ديفرنس. يعني ايه كلمه تايم ديفرنس برضو؟ قال لك برضو يا دكتور يا محترم، في اللو فريكوانسي عندك في اذن ممكن تسمع الصوت بفريكوانسي يا معالي الدكتور، بس ايه بقى، تسمعه قبل التاني بشويه. يعني ايه ده؟ طبعا انت فاهم، انت لو قعدت تركز فيه انت مش تفهمه، لكن الكورتكس بتقدر ان هي تستنتجه معايا. اكيد يا دكتور برضو الاذن القريبه من مصدر الصوت بتقدر ان هي يا معالي الدكتور توصل الصوت بتايم غير محسوس بالنسبه لك بسرعه لحد الكورتكس، تمام، وده غالبا ما يكون في اللو فريكوانس. تمام، طيب حلو جدا يا دكتور. يبقى انا يا دكتور عندي حاجه اسمها تايم ديفرنس في الساوند ويف، تمام، ما بين التو ايرز، ما بين اذنك الاثنين. الاذن القريبه اكيد يا دكتور الصوت بيوصل فيها اسرع، يعني بياخد وقت اقل، يعني ممكن اقول عليه فيز ديفرنس او تايم ديفرنس. تمام، انت ما بتحسش لكن الكورتكس بتعرف. بعد كده بيقول لك البنه او الاكسترنال اير، اللي هي يا ابني الاوراكل بتاعه الاذن بتاعتك. قال لك والله يا دكتور تقدر احيانا ان هي تعمل تهلب ديسكريميشن، او تقدر ان هي تحدد السورس اوف ساوند. فاهمني؟ السورس اوف ساوند اللي جاي منين؟ اللي جاي والله يا دكتور من الشخص من قدام، ولا جاي من ورا، ولا من فوق، ولا من تحت. يبقى دكتور الاير بينا بما ان هي بتكولكت الفويس، اذا تقدر ان هي تحدد لك الصوت ده جاي من قدام ولا من ورا ولا من فوق ولا من تحت. انا متاكد 200% ان حضرتك وحد بينادي عليك من ورا انت بتعرف ان هو بينادي عليك من ورا. مين بيعرف لك او مين بيساعدك في كده؟ الاير بينا. طب لو حد بينادي عليك من قدام انت بتعرف ان هو بينادي عليك من قدام. لو انت مثلا قاعد في البلكونه وحد نادى من تحت انت بتعرف ان الصوت جاي من تحت. كل اللي بيقدر يحدد لك الاربع اتجاهات قدام والورا والفوق والتحت هي الاوراكل او الاير بينا. وبكده يا دكتور تقدر انك تعرف اللوكاليزيشن او الساوند لوكاليزيشن، الصوت ده جاي منين. تمام تمام طيب اخر حاجه بقى ديترمينيشن اوف الساوند باترن، ودي عايز افهمها لك شويه عشان انا قلت لك مؤجله من شويه. تعال بقى افهمها لك. يعني اصلا يعني ايه اصلا كلمه ساوند ساوند باترن؟ يعني نمط الصوت عامل ازاي؟ عايز اقول لك ان انا كدكتور شريف الصوت بتاعي يا ابني مالوش فريكوانسي واحد. يعني انا الصوت بتاعي فيه كذا فريكوانسي، الكذا فريكوانسي دول بيعملوا ستيميوليشن لكذا مكان على البازل الممبرين عندك. تمام، طب حلو جدا. اذا الصوت بتاعي له باترن من الفريكوانسيز بيروح يعمل ستيميوليشن لمناطق مختلفه في البازلر ميمبرين بتاعك وانت بتسمعني. والكورتكس يا دكتور عارفه ان الاستيميوليشن بتاع البازلر ميمبرين في المكان الفلاني والفلاني والفلاني يساوي باترن معين يساوي صوت دكتور شريف، فانت تقدر انك تعرف ان ده صوت محمد الشريف. فاهم الفكره؟ تمام. اذا يا دكتور بيقول لك ان الاوديتوري كورتيكال نيرون تقدر تريكوجنايز، يعني تتعرف، وكذلك تعمل كومباينيشن او تعمل سيكونس ما بين التونز. يعني التونز يعني ديفرنت فريكوانسز، تمام، واحد ورا الاخر. ماشي يا دكتور؟ يعني تجمع، بص كده معايا كلمه كومباينيشن دي، يعني تجمع كذا فريكوانسي مع بعض، تسمع كذا فريكوانسي مع بعض وتعرف الصوت ده بتاع مين. كذلك يا دكتور تقدر ان هي تريسبوند بشكل سبيسيفيك قوي وتعمل شيفت من الهاي لللو فريكوانسي. فاهمني؟ يعني انت ممكن تسمع هاي فريكوانسي بعدها على طول تسمع لو فريكوانسي، وتحس الموضوع ده قوي يا معالي الدكتور المحترم وانت بتسمع اوركسترا. وانت بتسمع اوركسترا لو انت مركز انت تقدر انك تسمع كذا اله موسيقيه في نفس الوقت. وانت بتسمع كذا اله موسيقيه في نفس الوقت يا دكتور انت مركز مع حاجات هاي فريكوانسي لو فريكوانسي، الاذن بتاعتك بتقدر ان هي تعمل شيفت سبيسيفيك وبسرعه جدا ما بين التو فريكوانسيز دي. وكذلك انت ممكن كمان الكورتكس بتاعتك تكون عارفه مقطوعه معينه، فلما تتعزف قدامك لها باترن معين بفريكوانسيز معينه، كل اله موسيقيه لها فريكوانسي غير الثانيه. فالكورتكس بقى بتاعتك بسبب الاهتزازات المختلفه على بسبب فريكوانسيز مختلفه تسبب اهتزازات مختلفه في البازلر ميمبرين، كل ده يتجمع في الكورتكس، والكورتكس تقدر ان هي تعمل كومباينيشن وتقول لك اه ده المقطوعه دي او الحاجه اللي انت عزفتها دي والله دي اغنيه مثلا امل حياتي لام كلثوم، انت عارف المزيكا بتاعتها.
فاهم قصدي؟ دي حاجه بنسميها الساوند باترن، يعني نمط الصوت نفسه، الصوت ده بتاعي. شكرا جزيلا لكم جميعا يا شباب. هذا وبالله التوفيق والحمد لله رب العالمين. انتهى عندنا السي ان اس فيسيولوجي او النيوروفيسيولوجي، والحمد لله الحمد لله على كرمه وتوفيقه. اعذروني يا شباب على اي تقصير، والله يعني يشهد ربنا سبحانه وتعالى انه ليس في الامكان اكثر مما كان. كل حاجه وضحت معاك طول المديول بالجرافيكس، كذلك حصه النهارده كانت مليئه بالجرافيكس على الرغم ان احنا شرحنا تقريبا نصها من المذكره، بس الحاجه اللي احتاجت جرافيكس انا وضحتها كويس جدا في الجرافيكس. حتى الاجزاء اللي احنا شرحناها من المذكره كان ليها جرافيكس واخدينه في نفس الحصه وموضحينه عليها. فاتمنى من المولى عز وجل ان انا اكون ساعدتكم المديول ده، واتمنى من المولى عز وجل ان الناس تفتكرني بالخير دايما لما تيجي سيره سي ان اس. جزيل الشكر لكم جميعا، وعايز اشكر بالتحديد اي حد سمع لي السي ان اس من الاول للاخر، يعني ده على راسي من فوق. شكرا جزيلا لكم جميعا يا شباب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.